مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورني ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله النهارده في فقرات مميزه جدا جدا، هيبقى معانا بعد قليل صاروخ النادي الاهلي الانجولي الجديد جيراردو، هيكون بصحبتي ان شاء الله، وبعد جيراردو في النجم الكبير جدا الكابتن مختار المدير الفني نادي الانتاج الحربي ونجم الاهلي ونجم منتخب مصر السابق، هيكون مع الزميل عمر ربيع ياسين، وفي الاخر زي ما احنا معودينكم مع الالعاب الاخرى. ان شاء الله تكون فقرات مميزه زي ما متعودين مع حضراتكم، بنغطي كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان. عارفين حضراتكم ان النادي الاهلي بيستعد استعداد يعني على قدم وساق لمباراه سيمبا المباراه المقبله ان شاء الله يوم السبت في برج العرب، مباراه مهمه جدا جدا لاعتلاء قمه هذه المجموعه والطريق الى بطوله افريقيا المميزه جدا لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله يكون النادي الاهلي عند حسن ظننا زي ما هو متعود معانا ومع جماهيره العريقه العظيمه اللي بتسنده في كل مكان في كل زمان بصراحه. عشان كده كله في النادي الاهلي عايز يرضي جماهيره في المقام الاول والاخير. النادي الاهلي النهارده كان في تمرين، النهارده هطمن معاكم مع الزميل العزيز كريم احمد. كريم احمد اهلا بيك. التلميذ وكل التحيه ليك، اهلا بيك واهلا بكل متابعي قناه الاهلي. يعني زي ما متعود معاك كريم، عايزين نطمن على مران الفريق وعايزين نطمن على كل اللعيبه النهارده، والمران كان شكله ايه؟ لاسارتي كان مقدم ايه النهارده في التمرين؟ كل الخبايا اللي ما شفناهاش النهارده كجماهير النادي الاهلي يا ريت تطمن كل الجماهير عليها. طبعا احنا بنتكلم على الاستعدادات الخاصه لفريق النادي الاهلي، استعدادات بدون راحه، مباراه غايه في الاهميه زي ما انت عارف، فاسيدو وسيمبا التنزاني. كنت اتكلم مع كابتن يوسف سريعا على اهميه هذه المباراه، قال احنا مش هينفع نبص نتيجتها مع فريق جيتا، ومش هنبص على نتيجتهم لما كسبوا اول مباراه بنتيجه 3-0 دي ظروف خاصه هذه المباراه. النهارده التدريب بدا في تمام الساعه 10 صباحا بمحاضره فنيه كعاده مثلا مارتن لاسارتي، اللي بيحاول ان هو في كل تدريب يكون في اجتماع مع اللعيبه بشكل فردي وبشكل جماعي، كمان بيستعين بجهاز المعاون بصفه مستمره على طول، في جلسات مستمره مع الجهاز المعاون مستر كريستيان اليخاندرو كابتن محمد يوسف. لكن واضح بشكل كبير على التمرين ان في تفضيل راحت كل اللعيبه اللي بتشارك بصفه مستمره في المباريات. يمكن النهارده بنشوف راحت عدد كبير جدا من اللعيبه، سليه، كريم نجد، حسين الشحات، اجاي، محمد هاني، عدد كبير جدا بنشوفه النهارده ما كانش مشارك في التدريبات بقوه. النهارده مستر مارتن خصص فقره تدريبيه اخيره، يعني نقدر نقول تقسيمه مصغره للاعيبه النادي الاهلي، شارك فيها جيرالدو، شفنا سعد سمير، حمودي، باسم علي، لكن بشكل عام الجرعه التدريبيه ما كانتش قويه النهارده لكل اللعيبه اللي بناكد عليها ان هي بتشارك بصفه مستمره. وايضا كمان الغاء مباراه المعادي الوديه دي كان قرار طيب جدا ان يكون النادي الاهلي عنده اصابات عديده وعنده غيابات عديده، فاكيد يعني المباراه يكون فيها احتكاكات، هيكون فيها امتحانات، فكان تفضيل طبعا زي ما انت عارف ان يكون الغاء المباراه الوديه لفريق النادي الاهلي امس على ان يستمر النادي الاهلي في تدريباته الخاصه بكل قوه بكل جديه النهارده. لكن يمكن عايز اطمنك على عدد من اللعيبه، النهارده شفنا ايمن اشرف يمكن حاطط توقي للامس، طمنا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود، قال ايمن هيكون جاهز ان شاء الله لمباراه سيمبا وتعرض لكدمه قويه في الامس ويمكن مركب توقي الامس ليه، لكن جاهزيته اكدنا عليها طبيا وفنيا جاهز ان شاء الله ايمن اشرف لهذه المباراه. لكن الخساره الكبيره اللي كنا بنتمنى ما يبقاش في اي اصابات في المباراه الاخيره هو رمضان الصبح، اللي اكدنا ايضا كمان النهارده 10 ايام رمضان هيكون غايب عن فريق النادي الاهلي، فبالتاكيد مباراه سيمبا يكون خارج هذه المباراه بجانب حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، ثلاثه طبعا بنتمنى لهم العوده ان شاء الله سريعا لصفوف فريق النادي الاهلي. لكن كمان في بعض اللعيبه بتادي التاهيل بيخلص في مراحل نهائيه على راسهم حسام عاشور، اللي خلاص يمكن نقدر نقول ان مباراه سيمبا باذن الله حسام عاشور يكون متواجد فيها، وليد ازارو، مروان محسن، احمد الشيخ، كل اللعيبه دي طبعا بتوصل التاهيل. الحمد لله يمكن الامور كلها بالنسبه للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل طيب جدا. خطوه كمان مهمه كابتن ميدو وهو صيد عمرو جمال ورامي ربيعه في القائمه المحليه، لعيبه يمكن كانت بتادي اداء اكثر من رائع خلال المباريات والتدريبات الماضيه، عمرو جمال بالتحديد يمكن ملتزم الصمت، بيتدرب بيطلع كل اللي عنده في التدريبات، فاكيد ان شاء الله عمرو يكون له دور مع فريق النادي الاهلي في مباراه الدوري العام بجانب رامي ربيعه اللي بنتمنى له ان شاء الله الاستمرار في الاداء القوي. ايضا كمان اللي بيأديه في التدريب يبعد عنه الاصابات، يبعد عن كل لعبتنا الاصابات، اصابات كبيره واصابات عديده في صفوف النادي الاهلي، لكن كل ده ان شاء الله يستغله النادي الاهلي بكل ادوات جديده، النادي الاهلي يعود من جديد لسلسله الانتصارات، وان شاء الله جمهور النادي الاهلي كابتن ميدو يكون يعني يتزين به استاد برج العرب ال 10000 و 12000 يكونوا متواجدين بالكامل. لو عايز اكد على معلومه مهمه، في التذاكر حتى هذه اللحظه تم بيع 4500 تذكره للموقع الالكتروني،
وايضا كمان المنفذ المتواجد في الاسكندريه ومنفذ موجود هنا في الشركه في الشيخ زايد وفي ريال الجزيره وفي مدينه نصر. ان شاء الله باذن الله التذاكر تباع بالكامل وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. كابتن كريم دايما مميز في التغطيه وشكرا جدا ليك. مش هقدر اطول معاك عشان معايا نجمه استقبله بعد قليل. شكرا جدا للزميل العزيز كريم احمد، دايما مميز ودايما مميز في تغطياته. طمنا على كل حاجه في التمرين وكمان كلمنا عن التذاكر. ان شاء الله تنوروا استاد برج العرب وان شاء الله يبقى فيه اريحيه بعد كده للحضور الجماهيري اكتر واكتر. كمان انا عارف ان انتم متشوقين جدا في متابعه كل ماتشات النادي الاهلي خصوصا كمان ماتشات الافريقيه. ان شاء الله يعني يبقى في اريحيه في المباريات المقبله. يلا نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الانجولي من اصول برازيليه او العكس، نعرف منه كل هذه الاسرار ونعرف منه طموحاته وكل الاسئله اللي حضراتكم سالتوها على تويتر. تابعونا على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى انستجرام كمان، هتابعكم سؤال بسؤال وهنقول كمان اسماء الناس اللي بتشارك معانا كجمهور نادي الاهلي عشان نسالها للنجم الانجولي. جيريردو لا ينورني بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. طبعا منورني نجم كبير جدا كالعاده، النادي الاهلي دايما بيجيب نجوم وبحث عن نجوم، النجوم اللي شكل النادي الاهلي. شفنا قبل كده نماذج كبيره جدا جدا قدموا لنا صوره كبيره في مصر هنا وشرفوا بلدهم قبل ما يشرفوا اساميهم وشرفوا النادي الاهلي، زي جيلبرتو، زي النجم الكبير فلافيو. ان شاء الله يبقى جيراردو نسخه ثالثة من هذان النجمان الكبيران جدا. رحب بهذا النجم الكبير جدا، نورني في قناته او مكانه النادي الاهلي، اهلا بيك. شكرا لك جدا. شكرا. كل الجماهير الاهلاويه مستنياك وعايز تسمع قد ايه انت متفاعل مع النادي الاهلي، طموحاتك، حاجات كتير جدا، اسئله كتيرة جدا جدا على فيسبوك على تويتر على انستجرام. ليك جمهور كبير جدا النادي الاهلي، قاعدة عريضة جدا في مصر، وأكيد أنت عارف عندنا أسئلة كتيرة جدا. لكن تعالى نطلع نشوف في أو عن النجم الكبير، النجم الأنجولي اللي من أصول برازيلية، أو هو قول لي الأول لحسني هو أصوله برازيلية ولا العكس؟ أنا نسي أنغولا بولا مايز fui emigrei para o Brasil muito بس cedo. هاجرت بدري للبرازيل. A minha formação praticamente foi lá no Brasil. فنشأتي كانت في البرازيل. اوكي يلا نطلع نشوف في او عن هذا النجم الكبير ونرجع نتواصل مع حضراتكم، واكيد هساله في اسئله كبيره جدا حضراتكم بعتينها. ان شاء الله نكون معاكم سؤال بسؤال. نطلع نشوف في او عن هذا النجم الكبير ونرجع نواصل مع جيراردو. ارتبطت جماهير الأهلي بأنغولا وبلاعبيها عبر تاريخ ممتع قدمه المهاجم فلافيو وزميله جيلبرتو في الجيل الذهبي للقلعة الحمراء، بجانب أبو التريكة محمد بركات، عماد متعب، محمد شوقي، عماد النحاس، حسام عاشور، وائل جمعة. لم تفقد جماهير الأهلي تواصلها بالثنائي التاريخي الأنجولي فلافيو وجيلبرتو من خلال إخلاصهما وتواصلهما الدائم بناديهم في كل الأوقات والمناسبات. قدم الفهد الأسمر جيلبرتو دليلا قويا بدور مؤثر في ضم القاطرة الأنجولية الجديدة جيرالدو للأهلي خلال شهر يناير الجاري. جيرالدو الأنجولي الجديد في صفوف الأهلي، ولد في 23 من نوفمبر عام 91، خطف الأنظار بقوة مع ناديه أول أغسطس خلال فعاليات النسخة الماضية بدوري أبطال إفريقيا عبر أهدافه وانطلاقاته التي تعلقت بها جماهير الأهلي ومن قبلهم جهازه الفني. فطار مهندس الصفقات عدل القيعي إلى أنغولا، عاد باللاعب الذي أظهر مستوى مميز في الوقت الذي شارك فيه مع فريقه الجديد. جيرالدو قاطرة أنغولا وفهد الأهلي الجديد في قناة الأهلي.
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم ومنورني النجم الكبير جيراردو. جيراردو ولا جيراودو؟ عايزين نتاكد من الاسم لو سمحت، يكون طبعا معانا او معانا في الترجمه فعلا حسني خطاب، دايما بيشرفنا بنورنا هنا في الاهلي ودايما بيكون مترجم على احسن ما يكون. عايزين نعرف هو جيراردو ولا جيراودو؟ جيراودو. جيراودو يعني احنا كل ده بنقول غلط. فاز بارت كونتيس. بتحصل كتير. بتحصل منور الدنيا تاني، وطبعا بلدك التانية مصر وجمهورك في انجولا هو جمهورك هنا كمان، بس طبعا قاعدة جماهيرية كبيرة جدا مستنية منك الكتير. كل الأسئلة أو معظم الأسئلة أو معظم الفانز بتوع الأهلي أو الفانز بتوعك كمان، بقى ليك فانز كتيرة جدا، بيقولوا عايزين جيراودو استمرارية لجلبرتو ولفلافيو. Sim, é. Gilberto e o Flávio têm uma grande história aqui no. Gilberto e o Flávio liam uma coisa grande aqui na Filahli. E eu vim para cá para construir a minha história. O Ana Guita acha que é minha coisa. E tenho certeza que. O Ana muito é que den. Farei um bom trabalho aqui. E nem já há muito trabalho para isso aqui. Bastante de mim que darei. Eu não sei se as pessoas me estão a me dizer coisas muito. O Ana há uma das melhores coisas que eu tenho. Quando darei essa bela história que eles escreveram aqui. O Ana vai continuar a mesma coisa que eles escreveram aqui. Mas eu irei construir a minha. O Ana Guita é minha coisa também. Que os fãs دو الاهلي وكلوب، وانا متاكد ان جماهير الاهلي ومعجبين الاهلي، وباكد لهم ان انا هديهم احسن حاجه ان نوصل لاهدافهم. مستنيين، كلنا مستنيين. لكن تعالى نرجع ورا شويه، تعالى نرجع من اول مفاوضات الاهلي معاك كابتن عادل الكويعي. اول ما سمعت ان الاهلي عايزك، قول لي رد فعلك ايه؟ كان عندك طموحات ان انت تروح النادي الاهلي؟ سمعت عن الاهلي ازاي؟ يعني خلينا نبدا الاول، اول ما سمعت ان انت هتروح النادي الاهلي كان ايه رد فعلك كجيراودو؟ Eu acho que é sentimento único. Acho que chefe, não é احساس فريد ان كل لاعب عايز يلعب في الاهلي. الاهلي é um grande clube. الاهلي نادي كبير. Quando chegou o convite para me poder se لما جات لي الدعوه ان انضم للاهلي. É que eu já estava com pretensões de sair do clube do primeiro negócio. كنت عايز اخرج فيها من نادي بريميرو دي اغوستو، بس النادي ما كانش عايز نمشي. Quando eu vi o nome do Al-Ahli não tinha como dizer. بس انا لما شفت اسم الاهلي ما قدرتش ارفض طبعا العرض ده. Da gosto queria que eu permanecesse, queria que eu tivesse outro destino. Mas aí quando apareceu o Al-Ahli. انا كنت راسم لنفسي مصير تاني، بس لما ظهر النادي الاهلي وعرض النادي الاهلي قلت ده مصيري الصح. Então para mim foi sempre algo fantástico saber que o Al-Ahli. فبالنسبة لي كانت حاجة جميلة جدا لما عرفت ان الاهلي كان عايزني انضم للمجموعة وللنادي. Foi uma alegria desde o princípio até o fim. بالنسبة لي كانت فرحة من الأول للآخر. Que era para cá que eu queria vir. وبالتأكيد أنا كنت عايز أجي هنا فعلا. E o Gilberto também e o Flávio ligaram para mim. وجيلبرتو وفلافيو كمان كلموني وكلموني كتير عن النادي. Quando eu joguei com Gilberto lá na seleção. لما كنت بلعب مع جيلبرتو في المنتخب كلمني كتير عن النادي. Surgiu o interesse. ولما ظهر الاهتمام النادي بالتعاقد معايا، ففلافيو وجيلبرتو الاثنين كلموني ونصيحتهم فعلا ان ده المكان الصح اللي اروح ديليز. انتو ده لوجار بيرفكت. والقصه وقصتهم هنا مع المكان دوت، فده كان احسن مكان بالنسبه لي. ده عملوا احلى قصص. ان شاء الله تسطر كمان انت كمان تاريخ ليك هنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيساعد اي حد، جيراردو بيساعد ان هو يبقى نجم كبير جدا، وبيفتح له بوابات احتراف كبيره جدا، وراه جمهور وقاعده جماهيريه بتشجع وبتسند اي لعيب لغايه لما توديه لقمه النجوميه. Olha, ele é um grande clube. Ele é visto pelo mundo todo. هو معروف في العالم كله. Só fazer aqui um excelente trabalho. فاكيد لو عملت هنا شغل ممتاز. Portas melhores abrirão para mim na Europa. ففعلا هيبقى في ابوابات تتفتح لي في اوروبا فعلا. لكن انا هنا دلوقتي في اللحظه دي مركز في الاهلي، عايز اكسب بطولات واعمل تاريخي هنا وقصتي هنا. واخلي كل الناس راضيه. وعلى اساس توقعاتها 100 وتطلعاتها لشغلي. والنادي كمان اللي واثق فيا وفي الكوره بتاعتي. فانا عايز ادي احسن حاجه عندي واقصى حاجه عندي لان اساعد النادي انه يكسب البطولات بتاعتهم الالقاب. جميل جدا. تعالى نرجع، قلت لي ان انت كان عندك طموحات ثانيه قبل ما الاهلي يظهر في الصوره. قول لي ايه الطموحات اللي كانت عندك؟ كان في ترجي التونسي اللي كان بيتفاوض معايا برضه ان اتعاقد معاهم وبيت فيست كمان.
من اتلاس بانا بودي جونتا ايلس وكانوا برضو كانوا بيتفاوضوا معايا عشان اتعاقد معاهم وكان في نادي في البرازيل كمان كان عايزني ارجع لهناك كل ده كان قبل ما ادخل في اتصال مع نادي الاهلي بس اول ما دخلت في اتصال مع الاهلي كان هو ده الاتصال الصح فقلت هو ده وافقت على طول ما كانش ينفع نرفض طبعا عرض الاهلي وجيت على طول جميل جميل لو سمعت عن نادي الاهلي كجيراردو نفسه بقى سمعت عن نادي الاهلي كنادي ولا من نجومه حبيت النادي الاهلي مش هقول حبيته انت لسه هتحب النادي الاهلي وتعشقه كمان اي حد بيدخل النادي الاهلي بيعشقه وبقى جزء منه لكن قول لي النجوم اللي خلتك تتشجع ان انت تروح النادي الاهلي باستثناء فلافيو او جيلبرتو سمعت عن مين نجوم او ولا الاهلي كبطولات هو اللي شجعك اكتر زي ما قلت النادي النادي الاهلي نادي معروف وبيتكلموا عليه كتير في افريقيا فده خلاني متحمس جدا اسم الاهلي عائلتي اللي تابعت الكره في افريقيا اكتر مني ان انا رحت البرازيل بدري فما كانش عندي وقت اني اتابع الكوره في المنطقه هنا بس الناس كلها لما عرفت اهتمام الاهلي بالتعاقد معايا كلهم ابتدوا يتكلموا معايا كتير وقالوا فعلا الاهلي بيتفاوض معاك فرديت عليهم قلت لهم ايوه طبعا النادي ده اكتر نادي معروف في افريقيا وفلافيو جيلبرتو شجعوني جدا الناجي ولما جيت النادي الطريقه اللي اتعاملت بيها هنا حسيت انك اني في بيتي الناس كلها استقبلتني كويس جدا ولو حتى في الشارع الجماهير والمعجبين بيستقبلوني وعاملوني كويس جدا فده اداني الدافع ان اشتغل دايما كل يوم عشان اجيب الفرحه للناس دي ده لسه كمان لسه كمان لما تلعب وتفرح الجمهور جمهور النادي الاهلي يا جيراردو ما بيفرقش معاه اللعيب الحريف بيفرق معاه اللعيب اللي يحس بالنادي اللي يحس بالجمهور اللي فعلا عارف قيمه النادي الاهلي زي ما انت بتتكلم عليه كده وعارف تيشيرت النادي الاهلي عندنا في مصر او جمهور عندنا حاجه اسمها روح الفانيله الحمراء روح الفانيله الحمراء دي دايما الجمهور بيدور على اللعيب يبقى عنده روح الفانيله الحمراء اللي بيقنع الجمهور اقناع كامل قبل ما يكون هو لعيب حريف او لعيب مهاري او لعيب بيجيب جوان لازم يكون عنده هذه الصفه acho que isso é muito importante para time grande como o Al Ahly então ففعلا انا في نادي كبير زي الاهلي فانا فعلا في الصح الصح ونادي نادي الانتصارات واللي قاعد كبير من البطولات فكل الانديه اللي رحت فيها حصلت على بطولات كتير فاتمنى ان اقدر اجيب بطولات هنا كمان في الاهلي طول ما انا لابس تيشيرت الاهلي ادافع عن التيشيرت باقصى حاجه عندي لا عشان الناس تبقى راضيه عندي فده دافع بيدي دافع كبير للاعبين انهم يدوا اكتر حاجه عندهم ويخليني كمان انا مرتاح في اني ادي اقصى حاجه عندي اكيد شفتك في اول مباراه لعبتها مع النادي الاهلي رسميه في الدوري شفتك ما شاء الله كنت بتعمل مجهود عالي جدا عايز تقنع الناس باول ظهور ليك مع النادي الاهلي لكن جت الاصابه عندنا اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي لما اللعيب الجديد عموما اللي بيبقى نازل بقى مبسوط وعايز يقول لجمهور انا لعيب كويس وانا لعيب اهلاوي لما بتصاب هو بيستغرب بيقول لنفسه لا 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 انا ما اتصبتش انا كويس انا مش مصدق ان انا اتصبت قول لي اول احساسك لما حسيت بالاصابه اي عايش كي باتو جوغادور هو بالنسبه لاي لاعب هو حاجه مش كويسه انه يتصاب في اول ماتش دي بس ان في اول ماتش ببقى عايز ادي كل حاجه بيبقى عايز فعلا يظهر كل الامكانيات لان احنا موجودين هنا تم التعاقد معانا على اساس الحكايه دي زي ما قلت هي حاجه مش كويسه تحصل الاصابه في الاول بس انا دايما في حياتي بيوم ورا يوم بحاول ادي اقصى حاجه عندي ولما حصلت الحكايه ديت الاصابه اتقربت من عيلتي وهديت دماغي خالص وانا دلوقتي في لحظه كويسه اساسا في عيلتي ان انا ابني الاولاني اتولد فدي الحاجات دي خلتني اتعدي الصعوبات واتخطاها اتولد امتى؟ كوندو ناسيو tem vai fazer mês dia 6 de fevereiro. يوم 6 فبراير هيتم شهر. اوكي اوكي مبروك. شكرا. اسمه ايه؟ Como é que chama? Obrigado. Qual é o nome dele? Davi Lucas. Davi Lucas. Davi Lucas. اوكي اوكي. يعني لو قلت لك خلاص انا استشفيت من جواك ان انت يعني go hard or go home.
ده الحاجة اللي انت دايما ماشي بيها، اللي هو دايما اروح جوهارد جامد جدا عشان اثبت وجودي واثبت ذاتي. لو عندك مقولة انت دايما مؤمن بيها ممكن تقول لي ايه هي؟ É sempre trabalhar duro, né? Eu acho que o trabalho é دايما الشغل الهارد ورك فعلا لان الشغل القوي ده حاجه اساسيه. Acho que só o talento às vezes ele não basta. لان الموهبه لوحدها مش كفايه، لازم الموهبه مع الشغل مع مع التضحيه مع مع اكبر مجهود، بالطريقه ديت بنوصل لاهدافنا. جيلبرتو لو اتكلمنا عليه كمثال او حاطه قدام عينيك، او فلافيو جيلبرتو لعيب محترف كان احترف في النادي الاهلي وسطر اسمه بحروف من ذهب فعلا، والنادي الاهلي او لما عملنا اعلان بحجم كبير جدا للنادي الاهلي، الشركه الرائعه النادي الاهلي شركه وي، جابت جيلبرتو كحاجه جميله جدا حطته في الاعلان، ده كان ليه اثر عليك؟ دي حاجة جميلة جدا، بتبين ان هو بيبين ليه تاريخ فعلا كويس جدا في الاهلي، وبالنسبة لي ده تحدي كبير ان انا اقدر اعمل تاريخ او هنا في النادي اللي انا بمثل انجولا، بمثل البلد اللي كان فيها الاثنين اللاعبين الكبار دول اللي عملوا تاريخ كبير هنا في النادي، فانا لازم عليا دلوقتي مسؤولية ان اعمل نفس التاريخ. لأن شايف النادي الأهلي نادي يستحق يبقى فيه كرة كويسة ويبقى فيه الأحسن، النادي الأحسن، وأنا أكمل، وأنا مبسوط جدا من النادي، مقدر الشغل اللي عمله جيلبرتو وعمله فلافيو، وأتمنى إن أنا بكرة أبقى أوصل نفس المكان. مع إن جيلبرتو كان بيرفع كروسات لفلافيو بس، ما كانش بيعمل لنا أي كروسات. هم كروسات فرانينجان. هم قدروا يجيبوا بطولات كتير مع النادي هنا، و فبالنسبة للاعبين دايما انه مهم جدا يعمل تاريخ هنا مع النادي. اكيد جيلبرتو وفلافيو جزء مننا ومصريين بالدرجة الأولى كمان، وأهلاوية من العيار الثقيل. جيلبرتو معانا على التليفون، نرحب بيه. جيلبرتو مساء الفل يا جيلبرتو. خير. وحشنا جدا ووحش كل الجماهير الاهلاويه. انا كمان وحشني جدا. انا لعبت في النادي 8 سنين فتقريبا هم زي عيلتي. انا وحشني الجماهير، وحشني القاهره، وحشني. فده فخر كبير لي ان انا شاركت هنا في النادي. جيلبرتو لازم اسالك انطباعك عن وجودك من ضمن الكبار او النجوم الكبار في اعلان الشركه الرائعه للنادي الاهلي، كان انطباعك ايه عن هذا التواجد؟ أنا شايف إن الأهلي نادي كبير وحاجة. فدي حاجة إنها تشجع الشباب اللي موجودين في مصر لفكرة الإعلان ديت. فاللعيبة اللي عملت جزء من الإعلان ده ففي لعيبة احنا بنشجع لعيبة الشباب اللي ممكن تكمل في نفس الطريق اللي مشيت فيه النجوم دي. Mas sem pressão, porque é jogador que tem talento, agora é preciso que o jogador, que o clube em si, o ajude no sentido de ele poder. ففي لعيبه كتير عندها موهبه عايزه تشارك في انديه زي في النادي الاهلي، فده اعلان زي ده وفكرته بتشجعهم. اكيد جيلبرتو لو كلمتك على جيراودو، شايف ان هم ان شاء الله ممكن يكون امتداد لنجوميه جيلبرتو وفلافيو؟ اه
Não, temos que olhar as coisas de forma diferente, são éticas, são conceitos completamente diferentes, não é? Hoje o Alali está com jogadores de novo, mas também com sonhos. Pode falar mais alto, desculpa. Alcançar, se calhar, as marcas que nós obtivemos a nível do clube, mas nós não podemos comparar, é impossível. Mas não deixa ficar em foto na Tânia, não é? Se ele puder fazer o seu trabalho, fazer a sua história, isso é mais importante, porque é impossível comparar o Flávio, o Roberto, a Patrícia, Paracato, os jogadores que fizeram a história do clube, né? Saída, da vida, são coisas completamente diferentes. O que temos que fazer é acarinhá-lo, geral, mas essa nova geração de jogadores مش بس مع جيرالدو الجديد كلهم بيلبس التيشيرت بفخر فلازم نساندهم بالطريقه ان هم يقدروا يقدروا يعرفوا بيها المستوى اللي عم يلعبوا عليه اساس حجم النادي و... الصوت مش واضح almeja ganhar todas as competições, não é? Isso é inegável. Agora, mas é preciso que haja um acompanhamento de vídeo, todo o apoio necessário para que eles possam alcançar esse objetivo. Nediam kul al-musanda al-matluba lil-jil dawat in huma yassalu al-ahdaf al-nadi. يعني جيلبرتو حسني هو سريع، كان لعيب سريع، لعيب مهاري، عشان كده كمان سريع في كلامه، فحاول يعني حاول تكون معاه. جيلبرتو شفت لحظات تاريخيه مع النادي الاهلي وشفت لحظات كتير قوي جميله، لكن قول لي اجمل اللحظات اللي علمت في تاريخ جيلبرتو كانت ايه؟ صعب ان اختار اللحظات، كانوا 8 سنين فيها نصر كتير للنادي وفيها do Alali, isto é inegável, eu penso que as pessoas têm noção disso, os números falam por si, não é? Mas também isso fruto do apoio de uma direção كل الناس كان شغل مترابط مع بعض، المدربين واللاعبين كلهم قدروا يعملوا تاريخ مع بعض، فالنادي الاهلي ليه حجم عالمي فيستحق ان يكسب بطولات و واللعيبة اللي موجودين اكيد دلوقتي برضه عارفين حجم المسؤولية اللي عليهم، لان هيبقى في دلوقتي تاريخ مختلف، بس الهدف هو دايما الفوز بالماتشات او الفوز بالبطولات الاهلي بيدخل فيها. بس دلوقتي انا برجع عيد تاني، ما ينفعش ان احنا نعمل مقارنة بين الماضي وبين الحاضر، اكيد فاحنا لازم دلوقتي نبص لقدام ونبص للاعبين الموجودين، اكيد اللعيبه اللي النادي اختارهم ونشجعهم بطريقه تخليهم يشتغلوا بطريقه تخلي النادي الاهلي انه تاني يكسب بطولات افريقيا، لان اللعيبه ديت بتلعب في نادي مش بس بيلعب على الدوري المصري، بيلعب في افريقيا كلها، فاللعيبه ديت ممكن تدي الفرحه لكل الجماهير لنادي كبير زي النادي الاهلي. اكيد جيلبرتو انا هني معاك طبعا، توحشنا جدا، نفسي اقعد اتكلم معاك علشان بس نجم جيراردو لسه نحفظه. لو قلت لك او كل جميل اهلاويه مستناك توجه نصيحه واحده بس تكون نصيحه من ذهب لهذا النجم الواعد، ممكن تقول له ايه؟ انت في مؤسسه كبيره زي مؤسسه النادي الاهلي، فانت بتحس فيها بالقوه، فيها كل الامكانيات اللي بتتقدم لكل الرياضيين، فلازم النادي اللاعب يقدر يعرف قيمه وحجم النادي اللي هو بيلعب فيه. Tem informações que o clube fez um
uma grande ginástica, poder contratar jogadores que possam, de alguma forma, resgatar a mística do clube. É isso que nós queremos, resgatar a mística do clube. E quando eu falo resgatar a mística do clube, نمشي على 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 طريق النادي، مش بس نكسب بس الدوري المصري، نكسب كمان كل البطولات اللي النادي بيدخلها. فده كمان اللي اتعلمه في النادي الاهلي، ان مش ده بس الفوز جوه على المستوى المحلي، فوز كمان على المستوى الافريقي والقاري، القاره الافريقيه. فبيلعب في نادي كبير زي نادي الاهلي، فلازم يبقى على مستوى البطولات دي كلها. جيلبرتو، طول عمرك لعيب كبير جدا وشخصيه مميزه جدا، وكلام كلامك كلام مميز جدا وكبير جدا جدا. يا ريت يعني كان الزمن طال بيك وكنت لسه مشرفنا في النادي الاهلي كلاعب، وحشنا جدا جدا. ان شاء الله تكون متواجد معايا هنا، نعمل بقى معاك لقاء حصري لكل جماهير الاهلاويه اللي مستنيه تشوفك وتسمعك كتير جدا. شكرا جدا لهذا النجم الكبير جيلبرتو. ودي سينك، ايه رايك؟ ايش فانتاسيو جيلبرتو، هو جراند اميغو، جيلبرتو صديق كبير وشخص كبير، هو ساعدني كتير عشان اجي هنا. É mesmo verdade que o clube e ele realmente tiveram um esforço grande para mim cá estar, né? ان النادي وهو عملوا اقنعوني وكلموا معايا ان اجي هنا، فانا فعلا هنا بشكره على الكلمات، وانا بقول ان هدي احسن حاجه عندي هنا. وعارف ان هما الاثنين اليوم التاريخ بتاعهم هنا، فانا كمان هدخل معاهم في نفس التاريخ دوت، وبتمنى ان اقدر اعمل تاريخ كبير انا كمان. انا شخصيا متفائل بيك وكل الجماهير اهلا. قلتها مويت اوبتيميستا كيفاش كونسيكير فازير ماكوزا كي توزا ديبش تامباي كتوت جاكريدي تنطيو تالنتو تامبين تو سبيريتو. ان شاء الله كمان روحك اهلاوي كده زي فلافيو، ومستنيين منك كتير بالشغل وبالعمل. تعالى نتابع الفانز بتوع الاهلي على السوشيال ميديا عموما، فيسبوك وتويتر وانستجرام. الحلقه لايف على فيسبوك دلوقتي، لكن تعالى ناخد بعض الاراء من جماهير الفيسبوك. راهنت عليك حمدي السيد، بيقول راهنت عليك لما كنت بتلعب فريق بريميرو انك ورقه رابحه جدا لفريقك الانجولي، واليوم اراهن عليك بانك ستكون افضل المحترفين الافارقه في جدران النادي الاهلي. مرحبا بك في نادينا العريق، ادعوك لاثبات ذلك، فانت لاعب تستحق الثقه. انا هزيل الكلام بصراحه. شكرا. كو ميشمو سنتيو. بوتي سيرتيزا كو ايري فازير ايسو ايران تا ساتسفيت كون كو ايري ابريزنتا كي نو. هو اتمنى انه فعلا يكونوا راضيين عن اللي هقدمه هنا في النادي، ان انا هقدم اقصى حاجه. جاي لك كميه اسئله كثيره جدا، فناخد اسئله ونرجع تاني نتكلم عن جيراردو الشخص قبل اللعيب كمان. في محمد اشرف بيقول لك مستني منك الكتير، لازم تحط قدام عينيك جيلبرتو وفلافيو، اسطوره بالنسبه لينا، كانوا قاتل في كل مشاركه ليك مع الفريق. صح، خلي بالك الجماهير عندنا دلوقتي بقوا مدربين وبقوا نقاد، لكن في الاول وفي الاخر هم روح النادي، وهم فعلا حمى هذا النادي. Mas acontece, todo torcedor é bom quando o torcedor faz parte do clube. صح فعلا الجماهير بتعمل جزء كبير من النادي. زي الدرع على الصدر وهم الحمايه فعلا. فكل اللعيبة حاجة جميلة جدا لما يكون الجماهير حاضرة دايما، فده بيخلي أي لعيب مبسوط. أكيد. محمد كامل بيقول السلام عليكم، نعتز بتواجدك معانا، موفق بإذن الله، بس أحب أعرف أكتر مركز بتحب تلعب فيه. أنا ليا خاصيات معينة لما جيت، والناس كتير كانت بتقارني مع فلافيو وجيلبرتو، بس أنا ليا خاصيات مختلفة عن الاثنين. أنا بلعب أكتر من الناحية اليمين، فأنا لاعب ببني هجمات أكتر.
faço bastante gol, mas sou jogador mais de construir. فانا فعلا بجيب اجوان كتير بس انا لعيب اكتر اللي بين الهجمه فانا ليا خاصيات مختلفه عن الاثنين. فانا لعيب بلعب اكتر على الطرفين في الملعب. على الطرفين. Mas embora que na minha carreira بس دلوقتي في شغلي لما ابتديت لعب كوره ابتديت في النص زي ورا راس الحربه. بس دلوقتي بلعب اكتر على الطرفين لان انا سريع جدا. على الاطراف السرعه دايما اللعيب السريع بيحب يلعب على الاطراف. بيحب يلعب كمان على عدلته اللي هي بتفتح الملعب يستغل سرعته وياخد ثرو باس. تحب تعمل اجوال اكتر ولا تجيب اجوال اكتر؟ جوالز هي ما سنسس فانتاستيك. الاهداف احساس جميل جدا. باس يفاز جول بريفيري جول. بس بين الباس والجون اكيد بفضل الجون بس برضه اكون مبسوط لما بعمل اسيست لحد زميلي. فانا برضه بقدر الاسيست فالكوره اساسها الاجوان فبالنسبه لي بختار الجون. حسام عاشور عامل معاك ايه؟ نينتندي كوميكشتاو وحسام عاشور وميديو سنتر كم ايش تاكون؟ كيف اسمه عاشور؟ حسام عاشور وميديو سنترو. ليز كي. تاتد بي. كويس جدا معاك. لسه ما حفظتش الاسماء. عند نون ديكوراشتش نومش. حسام عاشور احنا بنسميه. عند نون ديكوراشتش نومش دوميدو. فاكر اسم جونيور جاي. دوميدو وجونيور جاي سهل. كوليبالي. كوليبالي. لسه حسام عاشور لسه مصاب ما لحقتش تلعب مع النجوم لسه الكبيره. للاسف عندنا اصابات كثيره قوي. دو صلاح لمبرون صلاح اسم صلاح برضو نفسه صلاح محسن صلاح محسن لسه احمد فتحي هتشوف احمد فتحي كمان alguns nomes não consigo lembrar agora. في اسماء مش متذكرها دلوقتي بس مين اكتر لعيب اندمجت معاه لغايه دلوقتي؟ Acho que o Júnior. Metelli Júnior. Tá sempre conversando comigo. Ele não deve me ver uma boa, porque Maia tira, acho que ele me engrisa. Fala também um pouco inglês. Fala inglês. Mesmo assim, alguns outros jogadores do elenco falam inglês e não conseguem se comunicar. Fui lá e batani, barra do Batossa Marro. De uma forma que na qual. Eu sempre um jogador novo quando chega no outro clube. Vai ser daí, mano. Recebido de formas. Ana Arfin, lá me lei, eu sou o Gidi de Nedi. Temos de trabalhar de maneira diferente. Mas aí, temos de trabalhar de maneira gemila, gida. Pela forma como fui recebido. Fana, acabei de ter de maneira que está próximo deles. Porque não me lei, porque todos me sentem no raio, menos quando eu soube. Fantástico, sabendo que é uma família. Porque não é que ele é família, realmente. Eu também não falo nada para sair da família. Então, lissa, também, lissa. اصبر بس كده الجماهير تحسك قوي كمان وانت تقنع الجماهير بيك هتلاقي الموضوع مختلف تماما هتبقى ملك متوج ان شاء الله. قلت لي ابنك اتولد يوم كام؟ ليس جا 6 يناير يوم 6 يناير يا نهار اسود يا جماعه 6/1 يعني عارف 6/1؟ نعم مش عارف؟ طب مش سيزو؟ يعني والله صدفه والله يا جماعه صدفه يعني انا اللي ركزت بس وطبعا زمايلنا في الاعداد وائل كمان قال لي ان اتولد يوم 6/1 صدفه انا جايب نجم كبير وابنه مولود 6/1 ده شكلها بصوا يعني ان شاء الله فعلا هيبقى حاجه مميزه جدا 6/1 دي بقى سيدي احكي لك قصتها بقى احنا يا جماعه بنتكلم انا لازم افهم الراجل 6/1 ايه 6/1 احنا عندنا ناديين كبار في مصر النادي الاهلي طبعا كبير جدا بانجازاته وبطولاته وفرق كبير جدا بينه وبين اللي بينافسوا بطولات كبيره جدا عدد كبير جدا من البطولات حوالي 50 بطوله كده جيرارد مش عايز الخبطك يعني ولا انت عارف التاريخ نو سي ماز مان جيلبرتو عارف تقريبا جيلبرتو حكاها لي بس حابب انك تشرحها لي تاني اشرحها لك طبعا ده كل الجماهير مستنيه 6/1 دي يا سيدي احنا كسبنا نادي الزمالك 6/1 ده الغريم التقليدي بتاع النادي الاهلي كسبناه دي كانت اكبر نتيجه في بين الفريقين 6/1 عشان كده 6/1 احنا بنحتفل كل سنه ب 6/1 كنتيجه كبيره يعني لما تكسب نادي الزمالك نادي الزمالك نادي كبير طبعا كسبناه 6/1 نتيجه كبيره جدا كانت وانت ابنك مولود 6/1 صدفه دي ولا ايه؟ ولا انت قاصد؟ انت نايسينو جي 7 ما ديش دي 7 نايسينو جي 7 هو كان هيتولد يوم 7 وهو قال انا قلت لمراتي ان يتولد يوم 6
ده انت لا لا ده بص يعني جت صدفه، لكن هتشوف ردود افعال مش طبيعيه على 6-1 ابنك 6-1. Pois é. Então ainda bem, né? Ainda bem que é uma coincidência boa. شفت جميله جدا. ان شاء الله تكرر الانجاز ثاني، وعشان تقول لابنك كمان انا اتولدت يوم 6-1 واحنا كمان عملنا 6-1. مش لازم نادي يا جماعه بعينه، يعني بتكلم مع النجم يعني في اي مباراه. Com certeza, vou deixar aqui, vou contar uma história fantástica. بالتأكيد انا احكي قصه بس جميله. يوم 6-1 كل سنه هتلاقي كمان احتفاليه خاصه لابنك كمان مع الاحتفاليه الخاصه الاهلاويه، تبقى على الفيسبوك بقى وعلى كل وسائل السوشيال ميديا عموما. يا جولات اوكي اوكي اسبيرانسي بولير، قول لي عايز تقول حاجه؟ اتفضل. ما يزالت انا زكي تو فليز، انا مبسوط هنا في النادي، حاسس ان انا مبسوط وتم استقبالي بطريقه جميله جدا. فانا شايف بالنسبه لي كان لوغار اون فاز بين مي ديش فليز مي ديش كونفورتابل لو عايش كي، فشايف ان السعاده دي بتخليني حاسس اني مرتاح، وشايف ان الشعب المصري شعب استقبلني كويس جدا. فبالنسبه لي حاجه ممتازه ان اكون في المكان ان اكون مبسوط فيه، دي حاجه اهم حاجه بالنسبه لي، وانا مبسوط فعلا هنا. كل اللي بيجي مصر بيبقى واحد منها خلاص جيراردو، اكيد كمان انت كمان اهلاوي كمان، فالموضوع مختلف تماما. كل اللي بيدخل النادي الاهلي، واكيد جلبرتو حكى لك، اكيد فلافيو لو اتكلمت معاه يحكي لك يعني ايه لعيب دخل النادي الاهلي، بقى جزء من النادي الاهلي خلاص، بيصنع تاريخه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدي تاريخ مميز جدا مع اي لعيب، مش عشان احنا كلنا انتمينا للنادي الاهلي، دي حقيقه فعلا. لما تيجي تبص في بطولات النادي الاهلي هتلاقيه بطولاته كبيره جدا مميزه جدا، النادي الثاني في التتويج العالمي للبطولات بعد ريال مدريد. فنادي كل لعيبه الدنيا، كل لعيبه مصر، افريقيا، الوطن العربي، كلهم يتمنوا الانضمام لهذا النادي العريق اللي دايما بيربط الناس بيه، وان شاء الله تكون واحد من هذه المنظومه الكبيره جدا. شكرا جدا عليك. انا فعلا متابع وشفت فعلا حجم النادي، وطبيعي ان اي لاعب حابب ان يلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي وفريق كبير زي النادي الاهلي، فانا مبسوط الحكايه دي اكيد. تعال نروح على تويتر. محمد عبد المنعم بيقول لك انا مش هسالك بس هدعي لك ربنا يوفقك لانك من ريحه الحبايب. مش عارف ريحه الحبايب دي هترجمها لك ازاي بقى حسني يعني. شكرا ليك. في كمان محمد السيد بيقول لك يا جماعه انا بحاول ندخل كلنا في الحوار، عندي اسئله كتيره جدا وممكن اعمل معاه حوار، لكن انا متعود معاكم دايما ان احنا نخلي الحوار مش اعلامي ومستضيف نجم كبير، لا احنا عيله كلنا زي ما احنا متعودين، ودايما كلنا بنشارك النجم في الحوار. عشان كده شاركونا على اسال جيراردو او جيراردو. اوكي انت هتلخبطنا بس هنحاول ان شاء الله. محمد سيد بيقول لك ليه جيت النادي الاهلي وطموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ مش كمان شايف ان طموحي ان انا اكمل التاريخ، اعمل جزء من تاريخ النادي الاهلي. نادي كبير، نادي موجود دايما في نهائيات كاس العالم، كاس افريقيا، وكمان بطل الدوري واحسن نادي في افريقيا. فبالنسبة لي كان عندي حلم كبير ان انا اكسب بطولة افريقيا مع بريميرو دي اغوستو، ما قدرتش اوصل للهدف ده. ولما جت فرصة النادي الاهلي فانا شايف ان حاجة ممتازة بالنسبة لي، ان انا عارف ان عندي الامكانية ان انا اقدر فعلا اكسب اللقب ده مع نادي كبير زي النادي الاهلي. فانا جيت هنا عشان اكسب بطولات وعشان اكمل كتابة تاريخ النادي الاهلي، ودي حاجة اساسية بالنسبة لي. ان شاء الله تاخد بطولات وهتشبع بطولات كمان، تشارك كمان فيها بشكل كبير جدا. في حد من الجماهير بيقول لك المستحيل ليس اهلاوي، ولسه الدوري في الملعب، وان شاء الله انتوا رجاله زي ما انتوا معودين الجماهير، ان شاء الله الدوري تجيبوه السنه دي باذن الله. سين تم زوما جراند كيبر، فعلا في فريق كبير دلوقتي، اللعيبه ممتازه.
espero que a gente possa ganhar. Eu também não me darei sabo o البطولة ديت وان يقدروا يلعب معهم افريقيا. جيراودو النجم الانجولي القادم بسرعه الصاروخ ان شاء الله هنكمل معاه بعد ما نشوف راي الجماهير في هذا النجم الكبير. لاعب مميز جدا وان شاء الله هيبقى مستقبله كويس في النادي الاهلي. وطبعا يعني صفقات النادي الاهلي كلها بصفه عامه صفقات مميزه. بقول للكابتن محمود الخطيب سير يا كابتن محمود واحنا وراك كمشجعين ومحبين للنادي. الكابتن محمود الخطيب علامه من علامات الكره المصريه. نقول لك سير واحنا وراك يا كابتن محمود الخطيب وراك ورا النادي الاهلي قلبا وقالبا. وهو لاعب مميز وكل الصفقات بصراحه لاعب مميزه. وطبعا معظم الانديه بتقع بس النادي الكبير لما بيقع تبقى وعيته قليله جدا ويبقى طبعا هو نادي كبير باسمه وبجمهوره وبشعبه في الوطن العربي وفي افريقيا وفي الدنيا كلها. هو لاعب كويس ومستواه حلو سريع ومهاري الماتشات بس هياخد ماتشات ويفيد الاهلي جدا يعني ان شاء الله باذن الله. انا شايفه ان هو لاعب مميز جدا هيعمل اضافه كبيره جدا للفريق خاصه بعد الاصابات والحاجات اللي حصلت الفتره الاخيره يعني. لاعب قوي وسريع وهيبقى ان شاء الله اضافه كبيره جدا للاهلي وجه في الوقت اللي الاهلي محتاجه فعلا حاليا يعني. شايف ان هو ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا يعني. لاعب كويس وان شاء الله هيفيد الاهلي في الفتره الجايه وكمان في ظل الاصابات الكتيره اللي موجوده الفتره دي اكيد هيفرق مع النادي وان شاء الله النادي يروح لمكان احسن يعني. ان شاء الله هيفيد الاهلي ويعني هو لاعب شايفه متميز في ظل الاصابات الموجوده حاليا في الاهلي يعني. فالاهلي محتاج للاعب زي كده يعني. فان شاء الله يفيد الفريق كده ويعمل حاجه كويسه في النادي الاهلي. هيفيد الاهلي في الفترات الجايه دي عشان في اصابات كتيره جدا في الاهلي وهيفيد جدا بطريقه جميله جدا عشان هو لاعب مهاري جدا. بس يعني نصبر عليه شويه يعني ومحتاج بس فرصه. هو لاعب ممتاز جدا الصراحه ويعني هو هيفيد الاهلي الفتره اللي جايه لان هو الاهلي محتاج ناس لان الاصابات كتير اليومين دول فهو متميز يعني هيطلع منه حاجه حلوه اليومين دول. اهلا بحضراتكم من جديد. من الواضح انت هادي ولا لسه ما دخلناش في الفورمه؟ انت هادي اصلا؟ لا سو بسو ميت كاوم. انا فعلا انسان هادي جدا وانا شخص ده طريقتي فعلا ان انا هادي كده. ماشي سيمبري سخين ده سيمبري بوسكان اللي بس دايما ببتسم وبضحك بدور على الفرحه دي اهم حاجه بالنسبه لي. احنا عندنا فلافيو وعندنا جلبرتو الاثنين عكس بعض تماما جوه الاوضه. فلافيو كان صاحبه قال جمعه بس هو بيهزر معاه بيهزر معانا يعني لكن جيلبرتو ما كانش بيسيب حد في حاله. انت مين فيهم؟ سودو جوبرت. انا جيلبرتو. انا زي جيلبرتو انا بحب اضحك اكتر بحب اهزر بحب ابقى حاضر اكتر في الناس. انت فيك شكل كبير جدا منه كمان. ايوه متجه ديزيز. ناس كتير قالت لي كده فعلا شكلها في شبه فعلا ممكن عشان قصه الشعر كمان هي شايف نوتا فيري وكورت كمان. بس جيلبرتو امور عشان ما يزعلش مننا جيلبرتو امور شويه عشان ما يزعلش بس. لا يا سوبا بنيت. لا انا احلى منه. انت حر بقى انت هو يا شوت. زعلان ان انت مش مقيد افريقيا مع نادي الاهلي؟ سين كلارو. انا فعلا طبعا زعلان. انا كان من اكبر اهدافي هنا ان انا اكسب مع النادي بطوله افريقيا. كان عندي الامنيه ديت والحلم ده. والحلم ده والامنيه دي كانت بتبقى عندي اكبر واكبر دايما وبالاراده ان انا اكسب البطوله دي. فدي كانت حاجه زعلتني فعلا. عرفت ان مش هقدر اشارك بس انا من بره بشجع الزمايلي وبشجع النادي انه يكسب وعشان يوصل كمان لبطوله العالم للانديه وان انا اقدر اشارك في بطوله العالم للانديه دي حاجه جميله. ان شاء الله ان شاء الله البطوله تبقى اهلاويه السنه دي. المنافسه بقت صعبه قوي. الدوري كمان هسالك عن الدوري لكن ان شاء الله ان شاء الله الفريق يحقق هذه البطوله وان شاء الله تلعب في كاس العالم للانديه باذن الله. تعالى اخد سؤال بسرعه. محمد خالد على تويتر بيقول لك بتشجع مين في الدوريات الكبرى؟ ااا
Na Espanha eu gosto do Real Madrid. Manchester City, Real Madrid, Barcelona. No Brasil eu gosto do time onde eu fui formado. É o Brasil, é o Nedi de Nascimento, é o Nedi coletivo. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Eu gosto do Liverpool. Habe Liverpool. Ok, Mohamed. انت جاي لنا بقى 6-1 وليفربول لا 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 الموضوع مش لا ينو نابوزليغا او جوستو في البوندسليغا حب بايرن ميونخ باير في البرتغال بور مويتش كلوب ما مش متابع الدوري البرتغالي اسبانيا 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 ريال مدريد ريال مدريد ليه كده بقى بوركي ليه كده بقى برشلونه وميسي بقى شفت برجاو بيقول لك حبيبي اهو انجلترا خلاص ليفربول مين اكبر مدرب في العالم انت شايفه جوارديولا والله جوارديولا انا بحب جدا جوارديولا جوارديولا اشكال منتدى فانتاستيك انا شايف انه مدرب ممتاز بيقرا كتير اللعب بحب طريقته في اللعب ما شايفه مدرب ممتاز جوارديولا غير طريقه اللعب في العالم مودو مودو ستيل دو جوغو نو موندو جوارديولا جوارديولا مودو ستيل دو جوغو دو نو موندو eu gosto do estilo para mim melhor estilo de jogo para mim é que não qual احسن طريقه لعب ده ما البرداد كيو 4-3-3 بتدي اللعيبه اللي تلعب في مركزي حريه اكتر 4-3-3 اللعيبه اللي بتلعب على الجنبين بالظبط فانا شايف ان ده احسن طريقه لعب هو احنا لو اتكلمنا في جوارديولا ممكن نقعد نتكلم فيه انا وانت كتير جدا اللاعب المفضل بالنسبه لك انا لسه في محمد خالد شاركونا يا جماعه كله شارك علشان تحسوا ان انتوا دخلتوا معايا في هذا الحوار الجميل جدا وممتع جدا لعيب جميل قوي شكل النادي الاهلي ومصري كمان زي جلبرتو بالظبط زي جلبرتو بالظبط مين اللاعب المفضل بالنسبه لك عالميا بحب جدا كريستيانو رونالدو وميسي سون جوغادوري ديفيرينتي لعيبه مختلفين واحد بيفنش بالفطره والتاني بيبني هجمات وبيبني الجمل ولعب كتير بحب جدا الاثنين بس انا ما بفضلش لعيب عن التاني بس انا بحب ان اقدر الكوره بتاعت الاخرين طب ميسي وكريستيانو بحب الاثنين لا مش هسيبك بس ميسي بيعمل كل حاجه في الكوره يعني بيجيب جوال وبيصنع جوال وممكن يرقصنا اساسا واحنا بنتفرج عليه في التلفزيون لكن كريستيانو بيعرف يجيب جول لعيب سريع لعيب مميز برضه لكن يعني ولا برضه لسه مصمم على الاثنين بس لازم نقدر الاثنين اكيد الاثنين ممتازين لا احنا حطينا ميتين من علامات مختلفه هيبقى برضه الاثنين ميه وميه فالعلامة التجارية مختلفة بس الاثنين برضو نفس المحتوى فالاثنين فمية نوع ومية نوع تاني برضو هيفضل مية فكل واحد ليه الخصائص بتاعته فاحنا بنقدر الاثنين لان كرة القدم محتاجة لواحد زي كريستيانو رونالدو بيقدر يجيب جوان بالفطرة واحد زي ميسي كمان بيبني هجمات كتير فالاثنين فاصوا muitos gols e completo الاثنين بيكملوا المطلوب عشان نجيب جوان كتير اوكي هم ما بيسمعوناش على فكره تخافش سي بايز لو قلت لك اكبر نجم سمعت عنه في النادي الاهلي في الفتره بتاعتك قبل ما تيجي الاهلي ابو تريكة هو ابو تريكة سيمبر ابو تريكة هو ابو تريكة سمعت كتير عن ابو تريكة كلام كتير عن ابو تريكا وخصوصا في انجولا جيلبرتو فلافيو ولاعيبه تانية كان دايما كان بيكلموا بيعلقوا كتير عن ابو تريكا بيكلموا بيقولوا ايه؟ فلافيو وجيلبرتو لو كلموك على ابو تريكا قالوا لك ايه؟ كان جوغادور فانتاستيك لاعب ممتاز لاعب عنده مقدره وامكانيات كبيره جدا انه بيجيب اجوان وبيخلق هجمات وبيخلق لعب era muito comentado e فلعيب بيتكلموا عنه كتير فشايف انه فعلا منطقي حجم الكلام ده عنه لان انا شفت فيديوهات وشفت تعليقات كتير على لعبه لان فعلا عمل حاجات كتير للنادي وحجم كبير كلاعب زيه سيد علي بيقول لك انا حاسس ان الحكام مش بيحسبوا لك فاولات دي حقيقه انت حاسس كده
parte. É, já tu não gosta de não largar foto para mim, não. Mas eu acho que, quem sabe, eles vêem na minha entrevista, vai mudar o conceito e eles vão começar a marcar foto. ممكن بعد ما يسمعوا الحديث دوت يغيروا رايهم ويبتدوا يعملوا حساب فاولات. مع انك انت دخلت في كوره كده في اول ماتش ليك قلت انت داخل سنن سنانك. مش هنهزر بقى فيش تهريج خلاص. تفتكر الكوره دي؟ فاكر فعلا اللعبه دي. فعلا لازم الواحد يلعب بقوه ان دي روح النادي بتطلب ان الواحد يلعب بقوه دايما اكون متاح ان انا اقدر اساعد النادي فلازم ابقى دايما مستوى قوي عشان القوي بيبقى دايما كبير بعد كده. طيب سيد برضو بيقول لك سؤال حلو قوي بصراحه، هل تعلم كم عدد جمهور النادي الاهلي في مصر؟ تفتكر كم؟ معي 60 مليون. كوانت؟ 60 مليون؟ 60 مليون. 60 مليون. يس. 60 مليون صح كده؟ والله أكتر من 60 مليون. تخيل؟ أنا بحلف لك. أنا Imagina, eu tenho certeza que 9 são torcedores da La Liga e 1 é torcedor de outras equipes. هو متأكد إن 90% بيشجعوا الأهلي و 10% الأندية التانية. ده داخل يقصف جبهات يا جماعة، ده إيه ده؟ 6-1 و 10% أقليات يعني ولا إيه؟ Sim, não é questão disso. طيب. Pelo que eu pude perceber, entendeu? É que é muito torcedor do Alali. اللي فهمه إن شاف جماهير كتير للنادي الأهلي. Que eu vou tendo sempre. 5 torcedores do Alali, tem um torcedor de um outro clube. Então, ممكن من اللي شافهم عدد ثاني ممكن 5-1 5 الاهلي 1 نادي ثاني. خليها 6-1 بقى يعني جت على دي. خليها 6-1 ده انت منشن ابنك 6-1 ده عمر الجماهير ما هتنسى ابنك اساسا خلاص. انت مش هيدوزيد. خلاص هنقلل يبقى 6-1 ستة الأهلي واحد الناس تاني. تعال أقول لك، أحمد عيد بيقول لك لازم تعرف إنك في الأهلي وجمهور الأهلي كله وراك وفي ظهرك في الوحشة قبل الحلوة، لازم تكون على قد الثقة وتقدم كل اللي ربنا ادهولك من موهبة معانا عشان تفضل ذكرى خالدة ويتكتب اسمك في التاريخ وربنا يوفقك ويبعد عنك الإصابات. شفت الفن بتاعنا؟ شكرا. انت فريق شفت اتمنى استغلال عدم قيد جيراردو افريقيا ومشاركته اساسي في الدولي لاراحه المقيدين افريقيا للوقايه من تمام. طيب في ابو العينين بيقول لك عمرك كنت تتخيل انك تلعب في نادي الاهلي؟ Eu acho que se dizer que sim também estaria mentindo, mas a partir do momento que eu vim para jogar aqui no futebol. Ana, من اللحظة اللي جيت فيها هنا ألعب في أفريقيا في أنغولا. E pude acompanhar o campeonato. Acho que o Alali é time que. فتابعت الدوري فشفت ان الاهلي فيه نادي كبير فاي لاعب حابب ان يلعب في نادي الاهلي فده ده 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 شد نظري جدا للنادي الاهلي. انا رحت البرازيل رحت الناحيه الثانيه في العالم. فباللحظه اللي جيت فيها هنا لافريقيا وكلوب مايور دو كونتيننتي وشفت ان اكبر نادي في القاره eu pudesse نادي كان eu acho que o motivo do Gilberto e o Flávio mencionaram نادي كان ممكن الواحد يحلم ان يبقى فيه فعلا ان الدافع اللي فلافيو جيلبرتو قاله لي ان انا خلوني فعلا احلم بالنادي بس الحلم ابتدى فعلا يبقى جدي جدا من اللحظه اللي شفت فيها تابعت فيها الدوري شفت النادي بيلعب وجالي فعلا اتصال من النادي ساعتها فعلا حسيت ان اللحظه اللي احلم فيها كويس. لو كلمتك مش هكلمك على طموحاتك ومش هقول لك على الجماهير كميه كومنتات حاجه جميله جدا بصراحه يعني كلام كله بيتمنى لك البعد عن الاصابه خالص كله بيتمنى لك التوفيق بشكل مش طبيعي كله بيثني على موهبتك وعلى روحك كمان في الملعب اللي لسه لكن لو قلت لك الفتره القليله اللي انت عشت فيها في الدوري المصري
حطيت ده على سلبيات في الدوري المصري. ايوه اشكي muito obrigado a todos. انا بشكر اولا كل الناس على المجاملات وعلى التعليقات الجميله. جمهور الاهلي ما بيجاملش، خلي بالك ما بيجاملوش، دول بيقولوا الحقيقه على طول في الوش على طول. انت muito obrigado. كرم جدا. Tenho certeza que darão o melhor. Eu acho que é campeonato فتاكيد انا هدي اقصى حاجه عندي. في الكامبيوناتو كيو تافا اي انغولا فاشتو ان كامبيوناتو مايش تكنيكو فشايف ان الدوري دوت بيتطلب مني اكتر من الدوري الانغولي، ان هنا في فنيات اعلى من انغولا. فانغولا الدوريات مختلفه، فيها عنف اكتر، مش فنيات زي هنا. هنا مختلف في فنيات بوكينيو فوكابانو بوشكان بوكينيو مي رايز كيو برازيل. فدي بتيجي مع النقطه الفنيه اللي من جذوري في البرازيل، لعبتها في البرازيل. فلما جيت هنا وشفت هنا الامكانيات والمقدره عند اللعيبه هنا اللي عندهم موهبه اكتر، لعيبه فنيات عاداتهم اعلى، فيها اسرع، فهنا جوده اللعب بتطلب من اللاعب انه يدي الموهبه مع القوه في اللعب. اوكي جمهورنا يا جماعه بيقول ان هو قال اسمه جيرودو وليس جيرالدو. احنا طبعا يا جماعه لسه دلوقتي كلنا متفاجئين ان هو اسمه جيرودو مش جيرالدو، فاكيد هنصحح اسمه حالا دلوقتي. المراكز خلاص، انا عايز اجيب لك بس يعني جاي له 2000 كومنتس على الوسائل كلها يا جماعه، فانا بحاول اخد. الاهلي لا يعرف التعادل، الاهلي يعرف طريق واحد بس وهو المكسب. ده بدي ضغط عليك. النادي الكبير لازم دايما يجمع نقاط، لازم يجيب بطولات، لازم نركز دايما على الفوز، ولازم نفتكر الفوز دايما، ولازم اهم حاجه هي الفوز في الماتشات. فانا يعمل جزء من حياتي، يعمل جزء من تاريخي ان انا جيت هنا عشان اكسب مش عشان اتعادل. اسالك سؤال صريح شويه. أكيد أكيد. أوكي، لو جالك نادي بكمية فلوس كبيرة جدا وجالك نادي جماهيري وتاريخ وممكن تصنع فيه المجد، ممكن النادي اللي جالك بفلوس كبيرة جدا ممكن تروح منه على نادي أكبر، تختار إيه؟ عقليا قبل ما يكون قلبيا كمان. اسكولي والالي بلا هيستوريا. انا اخترت النادي الاهلي فعلا عشان التاريخ. النادي الترجي حط الفلوس على الترابيزه، لكن النادي الاهلي حط التاريخ على الترابيزه، فانا اخترت التاريخ. فانا شايف مهم جدا بصراحه، يعني بصراحه فالتاريخ مهم جدا. اللعيب يكون عارف فعلا تاريخ النادي اللي هيلعب فيه والتيشيرت اللي هيلبسه. انا بحييك جدا، بحييك جدا جدا جدا، يعني بصراحة إجابة أنا كنت متوقع تقول، بس أنت جبت من الآخر خالص. التاريخ دايما. أقول لك كمان كومنت بمناسبة الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه ده، رشاد الظابط بيقول لك نصيحة: اشتري مصلحة النادي، لأن إحنا كجمهور لا ننسى من يقف وراء النادي الأهلي، ونتمنى لك التوفيق. شكرا جدا. انا جيت فعلا جيت هنا عشان اعمل تاريخ فعلا، ما جيتش هنا ورا فلوس ولا حاجه، جيت هنا عشان اعمل تاريخ فعلا. وبمعرفتي بالنادي عارف ان اهم حاجه هي تاريخ النادي، لان ممكن اروح في حتت كتير اكون محبوب فيها واعرف الناس. فانا بالنسبه لي اهم حاجه التاريخ. انا بالنسبه لي كانسان اهم حاجه بالنسبه لي ان اخرج بابتسامه على وشي ان انا فعلا سبت تاريخ هنا، ولما يتم استقبالي في اي وقت في الاحضان الناس هنا. انا يعني ان شاء الله ان شاء الله هيكون ليك معزه خاصه في قلوب جميع النادي الاهلي بروحك اللي انا شايفها، وكمان في الملعب كمان. يعني انا في لعيب بيقول انا بعمل وهعمل وهعمل وهعمل، لكن انت عملت حتى لو في مباراه، حتى لو في شوط، حتى لو في لعبه، بيبان قوي اللعيب اللي هو بيلعب بروحه وبيلعب بقلبه وشكل النادي الاهلي
غير اللي بيقول هعمل وهوعد وهو لسه ما عملش اي حاجه حتى لو في لعبه واحده بس. جمهور النادي الاهلي قادر ان هو يعرف شكل الاهلي في لعيبه. Realmente obrigado. Eu acho que ainda não mostrei nada daquilo que eu sou capaz no clube. Espero poder. أنا أتمنى إن أقدر فعلا نعمل تاريخ كبير، وبالتأكيد هدي أحسن حاجة عندي وهبين فعلا إن أنا عندي مقدرة إن أدي أقصى حاجة فعلا لمساعدة النادي. في حد بيقول أنا شايف طريقة لعبك زي محمد بركات، تعرف محمد بركات؟ ملك الحركات. كويس كويس. إذا عارف عارفه؟ يعني الجماهير بيقولوا ان طريقه لعبك شكل محمد بركات، لكن محمد بركات لا اعتقد ان هو ليه اسلوب تاني غير عشان بس بقى خلاص لازم اقول اسم صح، جيراودو. جيراودو لا برجاوب بصراحه، لا يعني بصراحه في اسئله كتير جدا وعايزين نقعد شويه كمان مع هذا النجم الكبير جدا جدا. وانت صغير بقى، وانت صغير لما بدات تلعب كوره كنت رايح لفين في طموحاتك؟ دايما كنت بحلم احلام كبيره، فانا دايما بحلم بالفطره. انا كنت دايما بحلم اني العب كوره بس عيلتي ما شاركتنيش في الحلم ده، لان fui para a seleção sub 13. لما ابتديت في الاول في المنتخب تحت 13 سنه ساعتها فعلا عيلتي لاحظت ان عندي موهبه وابتدت فعلا تشاركني الحلم ده وابتدت تتابع معايا. فانا من طفولتي وانا عندي حب للكوره، بس حصل لي مشكله مرضيه وانا عندي 10 سنين، بس كملت برضه حب للكوره، فعملت كل حاجه عشان اوصل لاحلامي، لان دايما بحب احلامي تتخطى مقدرتي اللي اقدر اعمله، فدايما بحلم احلام كبيره. ان شاء الله توصل انت عايزه ان شاء الله. عايز تعرف الاكل ولا انت عندك اكله مفضله؟ لا gostaria de saber qual é a comida. حابب اعرف ايه هي الاكلات المصريه اللي بيحبها الشعب المصري. انا حبيت جدا العيش المصري، شايف عيش جميل جدا والاكل المصري، بس عايز اعرف ايه الاكلات اللي هي اكلت ايه؟ اكلت ايه قول لي؟ اكلت ايه وعلق معاك شويه؟ ايكوميو بان عرب، العيش عجبني، العيش والجمبري كمرون عجبني. Gostei da comida em si, comi arroz, aquele arroz, aquele macarrona, comi bastante coisas assim, que tem mais a ver com Angola, com Brasil. قريبة من الأكل الأنجولي والأكل البرازيلي، فأكلت أكل هنا مصري فعلا. أنا مش عايز أقول لك الأكل بيتخن، في محشي عندنا بيتخن، وفي بط بيتخن، وفي حواوشي، وفي الفتة، وفي قول يا جماعة مين يا جماعة، إحنا كنا بنروح لمين يا جماعة، الكبدة والحاجات دي. لا اكلت كبده كتير فعلا. اكلت كبده، شفت ده احنا عندنا اكلات تتخنك، احنا مش عايزك تتخن. كشري. ايه تاني؟ ايه تاني يا جماعه؟ الفول والطعميه طبعا، دي من اشهر الاكلات المصريه الشعبيه، فول وطعميه. اكلت فول وطعميه؟ لا لا، احنا لازم يا جماعه، فين رجاله النادي الاهلي؟ انت ما حضرتش بقى حسام عاشور، انا محتاج اينو معاه واحمد شديد. كمان جوستي داش فروتس اكي سو مونت بوش فروتس سو مونت. الفواكه هي جميله جدا ومسكره في مصر. انا هعزمك على اكله مش هتنساها. الفايكم وعد. هعزمك على اكله مش هتنساها. اخر حاجه، مع ان انا يعني نفسي اتصور معاك، لكن طبعا معانا نجم كبير جدا جدا كابتن مختار مختار اللي شرفنا بعد قليل مع النجم عمر ربيع ياسين. اخر سؤال، لاسارتي وفكره الجديد، انت جاي مع مدرب جديد، الفكر بتاعه شكل اللعيبه ولا هيختلف شويه مع اللعيبه؟ نينتنجي السؤال تاني معلش. نينتنجي مويت بيان بيرغون كابتن معلش. اي دونت اندرستاند. الفكر لاسارتي الجديد اللي بيحاول يطبقه مع النادي الاهلي،
هل هو شكل اللعيب النادي الاهلي؟ يعني لعيبنا الاهلي قادرين ان هو ينفذوا فكره بسرعه ويستوعبوه، ولا محتاج ان هو يطور شويه من امكانيات لاعبين النادي الاهلي؟ كلير. Eu acho que é treinador que pensa bastante, treinador. وانا شايف انه مدرب بيفكر وشايف انه مدرب ممتاز بيطبق نظام لعب مختلف، وفعلا لعيبه ذكيه وقادره تطبقه وقادره تفهمه. Então eu acho que é uma ideia louvável, é uma ideia boa. فانا شايف ان هي تفكيره فكر كويس وجايب نتيجة مع اللعيبة، وهيبقى نتيجته فعلا تظهر أكتر لما الأهلي يكسب البطولة. بس عامة اللعيبة كلها راضية بالسيستم اللعبة ده وحابة الشغل. esquema tático para nós jogadores e nos deixa satisfeito com aquilo, com a nossa correspondência dentro de campo. O تفاعل اللعيبه مع السيستم دوت جوه الملعب ده بيخلي المدرب مبسوط. O cruzamento ele vem naturalmente quanto mais tempo de jogo. شايف ان كل لما الوقت اللعب بيزيد اكتر كل ما الناس بتتعود اكتر على السيستم. فشايف خطوه خطوه، شايف ان الفريق هيبقى اقوى دايما مع كل خطوه لقدام. جميل. لازم اقول لك مين وقف معاك قوي في حياتك لغايه دلوقتي؟ ميو باي، والدي انا كوميغو، حد كان معايا كل يوم ورا يوم، حد دايما حاضر في حياتي في اللحظات السيئه وفي اللحظات الكويسه دايما جنبي. فعمره ما بيجاملني، حتى دايما بينتقدني، وده حتى لما بيجي جوان حتى لما بلعب كويس بيقول لي لا ما لعبتش كويس برضه، دايما عايز اكتر مني. هي دي طريقه بيبقى عايزني ادي اكتر دايما، حتى لما بروح البيت بقول له انا عارف انك عجبك لعبي النهارده بس انت عايزني ادي اكتر. فهو شخص مشي معايا دايما كل يوم، في لحظات الحزن دايما كان بيبكي معايا، في لحظات الفرحه بيفرح معايا. جميل قوي، ربنا يخليه. مراتك وابنك، امك. Muito obrigado. Meu príncipe chegou agora, né? Então a minha mãe é alguém fantástica. ابنه وصل دلوقتي، مراته ووالدته شخصيات ممتازه في حياته، دايما بتديله الدافع وبتشجعه، دايما العيله كلها بتشجعه انه يكون احسن. اخر حاجه اقولها لك، جماهير النادي الاهلي او معظم اسئله النادي الاهلي بيقولوا لك ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيك، ونتمنى ان انت تبقى قد ثقتنا فيك. ممكن تقول لهم حاجه لو عايز؟ بشكر جدا ثقه الجماهير فيا، وشايف ان حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان يبقى عندي الثقه ديت، انا مبسوط جدا بيها، واكيد هدي احسن حاجه عندي عشان ان الثقه ديت ما تتكسرش وتفضل دايما موجوده، واديهم الفرحه والسعاده. نورتني وشرفتني. شكرا جدا، ومبسوط جدا ان انت جيت القناه هنا والجماهير استمتعت بوجودك، وانت حد جميل قوي. انا عارف انت مش هادي، بس واحده واحده. شوية شوية فعلا هتعود على الجو، هتأقلم اكتر. وفعلا انا كنت مرتاح في الانترفيو دوت عشان قدرنا نعمل انترفيو جميل. حاجة جميلة ان انا بعمل انترفيو وانا حاسس بيه براحة ومن غير اي توتر، فده حاجة جميلة جدا. انت جميل اصلا، وانا اللي مستريح جدا معاك. برجاوي عايز يوريك حاجة او عايز يوريه حاجة، تعال نشوف برجاوي محضر لك ايه. يلا برجاوي. بسرعة كده. أنا خلاص أقلمت على الجو هنا وبسمع الأغاني المصرية. من شوية بسمع البرنامج وحد حط المزيكا ديت وعجبتني، وطلبت إن نعلي المزيكا فعجبتني فعلا.
انت بقيت واحد مننا وان شاء الله تبقى جزء من تاريخ النادي الاهلي. وعجبتني احلى ما في الحلقه دي، عجبني قوي كلامك لما قلت انا اخترت الانجازات والبطولات وبعدت عن الفلوس خالص. دايما اللي بيختار كده او دايما اللي ما بيدورش على الفلوس، الفلوس هي اللي بتجري وراه. دور على نفسك ودور على ذاتك، وان شاء الله جماهير الاهلي دايما هتبقى في ظهرك وكلنا في ظهرك، وان شاء الله تسطر حروف من ذهب في اسمك في النادي الاهلي. Muito obrigado. Dinheiro um dia a gente tem mais uma história. El flus ممكن بتيجي، انما التاريخ بنبني. فمهم جدا ان حد بيبني التاريخ، انما اي حد بيشتغل ممكن يجيب الفلوس، انما التاريخ مختلف، التاريخ بيتكتب. شكرا جدا، وان شاء الله هنتابعك، وان شاء الله تيجي تنورنا تاني بعد ما تكون حققت بطوله مع النادي الاهلي. كان معايا النجم الجميل اللي حضراتكم شفتوه، وحاجه جميله قوي وحاجه فعلا شكل النادي الاهلي، جيراودو. خلاص نحاول نصحح بقى احنا كل الاسامي حتى المعلقين كمان، جيراودو وليس جيرالدو. نورتوني وشرفتوني. بعد الفاصل هيكون معاكم النجم الكبير جدا 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 كابتن مختار مختار، نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي نادي الانتاج الحربي، بصحبه الزميل عمر ربيع ياسين. استنوه. لسه مكملين مع حضراتكم والفقرة الحوارية الثانية في الأهلي الليلة مع واحد من رموز النادي الأهلي، واحد من كباتن النادي الأهلي. أما على الناحية التدريبية فهو واحد من المديرين الفنيين المميزين جدا جدا جدا، أيضا خلقيا وسلوكيا هو واحد من أميزهم، إن يكاد يكون هو الأفضل. اللي مشرفنا ومنورنا في قناة النادي الأهلي وطبعا هي بيته بعد ناديه الكبير نادي الاهلي، الكابتن مختار مختار. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا عمر؟ هو حضرتك ايه؟ تمام والله. نورنا يا كابتن، والله مبسوطين ان حضرتك موجود معانا. ربنا يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. قبل ما ابدا مع حضرتك هنشوف تقرير سريع عن حضرتك ونرجع نكمل في فقره حواريه مهمه جدا، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم من جديد، كمل حوارنا الشيق، ان شاء الله تكون حلقه ممتعه تنال اعجاب كل الساده المشاهدين. كابتن مختار، فاكر اول يوم دخلت فيه نادي الاهلي يا كابتن؟ اه طبعا فاكر. ايه بقى، احكي لنا زمان كابتن كده. دي يعني السنه ديت احنا وانا في اسكو ما طلعناش درجه اولى، يعني كان بنشتغل في التصفيات. كانت سنه كام يا كابتن؟ انا ما اظن 75 على ما اظن. تمام. دي كتير قوي، في ناس كتير ما بتسمعش على 75 دي. للاسف احنا كنا داخلين في التصفيات كنا 6 فرق، اللي انا كنت فاكرهم كان كفر الشيخ فيها، وكان الشلطه، وكان الاسكو، انا مش فاكر الانديه الباقي. تمام. فللاسف احنا طلعنا الثالث، وفي اتنين فرقتين طلعوا. تمام. ففي الفطله ديت يعني كان الكابتن جهل الله يرحمه كان شافني في الاول في ماتش من الناشئين، وكان كلم يعني الناس عليا، بس كانت ايامها الامور صعبه قوي، الانتقالات ما بين الانديه مش بالبساطه وبالسهوله اللي هي موجوده دلوقتي. فطبعا دخلنا في مشاكل كتيره جدا. وانا يعني كنت بسمع عن عم عبد البقال، لكن جالي في لما جولي ما جاش كابتن عم عبده، جولي اتنين تانيين خدوني وودوني النادي الاهلي، وقابلت ساعتها كمال بيه كمال بيه حافظ. تمام. وقعدت معاه وكده، وكان في يعني كلام تاني ان انا ممكن اروح الزمالك وكده، فالنادي الاهلي حب يعمل عليا يعني يقفلوا عليك. يقفلوا خلاص. فراحوا جايبين عم عبده وقالوا له خلي وفعلا قعدت عند عم عبده البقال يومين في البيت. ما خرجكش يا كابتن عشان يستحوذ عليك؟ اللي خرجني لما رحنا اسكو الشركه، رحنا لعلي بيه رخ الله يرحمه. الله يرحمه. هو كان رئيس مجلس اداره ساعتها، وهو الراجل خيرني يعني انت عايز تروح فين؟ فقلت له ان انا عايز اروح الاهلي، فكتب الاستغناء للنادي الاهلي والحمد لله. انا كنت طبعا بطبع اهلاوي، يعني المكان في شبرا اللي انا فيه كان طبعا بيعد بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك زي اي حته يعني، لكن كنا برضو اكثرنا يمكن اهلاويه، ممكن يعني معظم اهلي كلهم اهلاويه، يمكن اللي كان لي اخ الله يرحمه هو بس اللي كان زملكاوي. فالحمد لله كانت الامور يعني على هوايه،
ومشيت بشكل كويس وجيت في النادي الاهلي. بس يمكن لما جيت في النادي الاهلي السنه دي كانت الامور صعبه جدا جدا جدا، لان كان النادي الاهلي فيه نجوم يعني، يعني حتى لما انا كنت قاعد افكر كده ان انا ممكن اروح العب على مين، طبعا الواحد يروح النادي الاهلي حتى لو قاعد احتياطي ولا بقى موجود حتى في النادي الاهلي ده هيبقى شرف كبير جدا ليا. طبعا جيت وكان حظي كويس قوي، اول ما جيت كان موجود جمال عبد العظيم، جمال كان لعيب جامد جدا طبعا، رحمه الله عليه صفوت كان موجود، كان موجود شطه، كان موجود محسن صالح، كان موجود طاهر الشيخ، كان موجود كابتن سمير حسن، كل دول اسامي تقيله قوي جدا، مع كمان ان كان في فرقه الامل اللي هي كانت طالعه، كل دول كانوا موجودين. طب انا هلعب ازاي ولا اروح فين؟ خير وبركه، لو حتى بقينا احتياطي في ماتش ولا حاجه هتبقى حاجه هايله جدا، ومشينا على هذا الاساس. اول ما دخلت الحمد لله يعني كنت موفق، و بدال ما كنت بفكر ان انا ابقى بس يا دوبك احتياطي الحمد لله على طول لعبت، ولعبت على طبعا كانت ناس عتاوله بالنسبه للاسامي في هذا التوقيت، وكانوا لعيبه على اعلى مستوى، والحمد لله من ساعتها وانا بلعب ما كانش بيقعدني في من اللعب الا يمكن الاصابه، هي دي بس اللي كانت، ويمكن الحمد لله كانت اصابتي قليله جدا، قليله، لكن الاصابه اللي انا انصبتها هي دي اللي بطلتني. يعني يا كابتن حضرتك ما كنت قليل الاصابه جداً. لكن الاصابه اللي جت لحضرتك هي كانت هي السبب هي اللي بطلتني على طول. طب يا كابتن الموضوع او كره القدم مختلفه دلوقتي عن زمان، دلوقتي حضرتك اي لاعب مغترب بيبقى ليه شقه لوحده وبيقعد منفصل سواء هو وزوجته او لكن زمان حضرتك دايما كل 2-3 لعيبه بيقعدوا في شقه مع بعض. اكيد يا كابتن ذكريات اول لما جيت النادي الاهلي بقى او كان في بعض لعيبه الكره او في زمايل كانوا قريبين من حضرتك تحب تقعدوا مع بعض، تحب تروحوا التمرين مع بعض، تيجوا التمرين مع بعض، اكيد يا كابتن ذكريات حضرتك لا يمكن تنساها. احنا كنا يعني مجموعه يعني متحبه جدا 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 ومجتمع على طول، وكانوا يعني الحمد لله كانوا حتى في النادي نفسه كان مضرب المثل في الحته دي، يعني كنت انا وكان معايا ماهر همام، وكان معايا محمد عامر، وكان معانا حمدي جمعه، وحتى لما جه جمال عبد الحميد كان موجود معانا، كنا موجودين على طول مع بعض. يعني دلوقتي الفرق كلها صغيرها وكبيرها بيعملوا معسكرات دايما قبل الماتشات، وممكن يبقى معسكر يوم ويومين واكثر من كده وكده. يعني احنا الكلام ده ما كانش موجود زمان طبعا، ولا في النادي الاهلي ولا في اي حد، انما احنا كنا مع بعضينا عاملين معسكر، يعني كنا احنا متواجدين على طول دايما في يعني شطه والخطيب كانوا قاعدين في عماره واحده، واحنا بالتالي كنا متواجدين على طول ومجتمعين مع بعضينا، فاما نكون بيتين عند شطه يا اما عند الخطيب يا اما عند واحد صاحبنا كان سعودي رحمه الله عليه، لكن كنا متواجدين على طول مع بعض، لدرجه ان كان كابتن فؤاد شعبان رحمه الله عليه كان لما يجي يعني يفكر في حد كده يقول لي ما تاخد الولد ده خليه يقعد معاكم شويه، يعني من 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 اللمه بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، ودي كانت حاجه هايله جدا، ودي كانت نفعانا بشكل كبير جدا. احنا كنا يعني عايشين مع بعضينا، وما كناش متجوزين، كنا معظمنا مش متجوز، وكنا عايشين مع بعضين اكتر ما احنا عايشين مع اهالينا في الفطله اللي احنا كنا بنلعب فيها، ودي كنا احنا لامين بعضينا بشكل كويس قوي، وده كان ليه دول برضه هايل جدا في التجمع بتاعنا. يعني كابتن مختار اول مباراه لحضرتك مع النادي الاهلي اكيد لا يمكن تنساها، واكيد ده كان اسعد يوم في حياه الكابتن مختار انه يشارك مع النادي الاهلي في اول مباراه بعد ما كان حلمه ان هو يكون موجود على دكه البدلاء للنجوم اللي حضرتك اتكلمت عليهم كلهم قبل كده. انا اظن ان هي كانت انا اظن مش انا برضه خلي بالك معانا انا الزمن طويل قوي يعني ما شاء الله اظن ان هي كفر الشيخ وانا يوميها جبت جون حضرتك لعبت من البدايه ولا كنت لا لا من اول ما لا او من اول ما دخلت انا كنت يعني ايه اتمنى ان انا بس اكون احتياطي حتى معاهم حتى لو في ماتش من فضل الله الايه اتعكست بشكل كبير جدا بقيت انا الاساسي وبقت الناس يعني الحمد لله يعني معاي يعني انا كنت العب انا ومحسن ويلعب معانا صفوت ماتش يلعب معانا طاهر الشيخ ماتش يلعب معانا شطه ماتش يعني جمال كان جمال يمكن دي اللي ساعدتني برضو ان جمال كان عنده مشكله مع النادي سنتها
وكان في يعني في اخذ وعطاء وكده, ودي يعني جمال كان لعيب صعب جدا طبعًا. جدا جدا ان اي حد يقعد طبعا. انا بقولها طبعا. جمال عبد العظيم كان لعيب غير طبيعي ما شاء الله. يمكن يعني هو لو اهتم هو نفسه, لو اهتم بنفسه شويه كان هيبقى مخلد بالنسبه للنادي الاهلي, وحتى مخلد بالنسبه للكره المصريه. لكن يمكن الظروف اللي هي حصل فيها الجمال دي ساعدتني ان انا اخش بالشكل اللي انا دخلت بيه دوت, وان انا ابقى اكون استندج على طول بالنسبه للناس كلها يعني. هل حضرتك المدير الفني اللي كان موجود في الوقت الحالي كان ليه دور في انه يعني يكون لعليه الفضل على كابتن مختار في البدايه, وان هو اعتمد عليه وان هو ده الثقه؟ اكيد طبعا. يعني المدير الفني هو اللي بيشوف اللعيبه وهو اللي بياخد القرار, وقراره هو اللي بيمشي. كان هيدوكوتي ساعتها مزبوط. هو اللي موجود مزبوط. وده كان اكيد ان ده كان حاجه بالنسبه لي حاجه كويسه جدا ان هو اللي ياخد القرار. وان يعني النادي الاهلي طول عمره المدرب يعني ما فيش حد بيخش في شغله, وفي معظم الانديه الكلام دوت يعني. انا يمكن انا اشتغلت كتير ما حدش لقيت الكلام ده خالص يعني, ما بالك بقى كمان النادي الاهلي. فكان الراجل يعني قراره, والحمد لله مش قراره بس, كان قراره وقرار الجهاز الفني كله اكيد ان هو كان. هل مستر هيدوكوتي يا كابتن مختار هو الافضل في مسيره كابتن مختار كلاعب؟ لا ما اظنش يعني. هو لعيب, هو كان مدرب هايل جدا جدا طبعا, وراجل كان دماغه هايله. لكن اظن ان هو كان الكابتن جوهري. كابتن جوهري بالنسبه لحضرتك هو الافضل, الأفضل على المسيره التدريبيه. الافضل. هل الكابتن مختار بيقتبس من طريقه الكابتن جوهري في مسيرته التدريبيه؟ اول ما اشتغلت وحتى في حاجات كثيره جدا هو يعني انا كنت معيشها معاه وعايشه معايا لغايه دلوقتي يعني. بس يا كابتن مختار مش غريب شويه ان حضرتك تختار كابتن جوهري حتى لو نتكلم على مدير فني مصري مقارنه بمدربين اجانب؟ لو سالنا لاعب مصري دلوقتي تقول له مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري, يقول لك المدير الفني الاجنبي بالنسبه لي هو الافضل لعوامل كتير. ايه بقى اللي خلى كابتن مختار يختار الكابتن جوهري كافضل مدير فني دربه في طوال مسيرته الكرويه؟ لعوامل كتير. ادينا كابتن منك 3 4. اكيد اكيد الكابتن جوهري كان يعني بيتعامل مع اللعيبه بمعامله نفسيه هايله جدا جدا جدا, وديت ممكن تكون من الاسباب نجاحه معايا ومع لعيبه كتير. نفسيا بيتعامل معاهم بشكل هايل جدا جدا جدا, ودايما يحسس اللعيب ان هو ممكن يكون افضل واحد عنده. صح. غير بقى شغله, شغله كمان يعني ما شاء الله يعني على اعلى الفنيات ما شاء الله. تحضيره للمباراه هايل جدا جدا, دايما يعيشك ويخليك ما تنفلتش منه ولو لحظات في المباراه اللي هو بيحضرك فيها. وده امر طبعا مهم جدا بالنسبه لاي مدرب كوره ان هو يقدر يعيش لعيبته في الحدث اللي هم عايشينه, لان الحدث ده متغير يعني. لما تلاعب الاهلي غير لما تلاعب اكيد المنيا, غير لما تلاعب الاتحاد, غير لما تلاعب الاسماعيلي. اكيد كل مدرسه من المدارس ديت له تحضير معين. اكيد لما انت تقدر توصل لعبتك لهذا الامر اكيد ان انت ممكن تقدر توصل لدرجه نجاح تبقى. انا اعتقد يا كابتن مختار ان حضرتك يعني مقتبس من طريقه الكابتن جوهري حتى دلوقتي. وكنت عايز اسال حضرتك طبعا, حتى حضرتك في الحته الفنيه بتلعب كده يعني, حضرتك بتلعب في كل مباراه بالتكتيك الخاص بتاعها, باللعيبه الخاصه بتاعتها, حتى مباراه الاهلي والزمالك تبقى الموضوع مختلف عكس مدربين تانيين بيبقوا عندهم ثبات في الطريقه, ثبات في التشكيل, ثبات في الامور الفنيه. وبالتالي هنا كابتن الفارق بيظهر ما بين مدير فني لمدير فني. ما انا عشان كده بقول لك ان يعني مهم قوي, مهم جدا جدا للمدرب ان هو يعيش فرقته ولعبته لكل حدث حدث. ما ينفعش ان يبقى وان واي. وان واي دي الامر ممكن يبقى في منتهى الصعوبه على اللعيبه حتى. لكن لما اللعيب يحس ان الامور برضه مختلفه, وبعدين التحضير بتاع المباراه قبل المباراه, مش قبل المباراه في يومها طبعا. ولا في قبلها بيوم ولا بتاع, لا ده قبلها بفتره ان انت تقدر تحضر لعيبتك ليها وتجهزهم ليها ويبقى مؤهلين ليها. اكيد ان دوت ممكن يبقى جزء كبير جدا من اسباب النجاح في المباراه نفسها. لان صح. طبعا يعني اكيد ان اللعيب لما يخش المباراه من بدري شويه افضل بكتير جدا ان هو يخش المباراه من يوم المباراه. صح. لو دخل يوم المباراه لو هربت منه ما يعرفش يلم نفسه. صح. لكن من قبل كده
الامور تبقى افضل بكتير بالنسبه لنا. بطولات الكابتن مختار الاغلى في تاريخه في مسيرته القرويه مع النادي الاهلي، اكيد عند حضرتك بطولات مميزه سواء في افريقيا او سواء في الدوري او سواء في الكاس. شوف يعني افضل بطوله الواحد عاشها هي اول بطوله للنادي الاهلي خدها في بطوله افريقيا. ده وده دايما انا بقولها ان ده شرف ليا ان انا اكون من هذا الجيل اللي النادي الاهلي بعد كده بقى من اسبابه ان هو بقى نادي القرن. ان انت تبقى من الاسباب الاساسيه في التوقيت ده ان انت تبقى واخد من اول بطوله للنادي الاهلي اللي هي بعد كده بقى يعني اللي ترتب عليها ان النادي الاهلي يبقى نادي القرن، اكيد دي يعني امر هايل جدا. وبعدين فعلا بطوله غاليه جدا جدا وكانت صعبه جدا، خصوصا كمان احنا ما كناش عايشين افريقيا زي ما احنا عايشينها دلوقتي. احنا كنا فاكرين عن افريقيا دي ان لا ده يعني ده بعبه، ده يعني حاجه لا يعني ما نلعبهمش لان ناس بتكسر وناس عندهم حته الداشنج ديت صعبه جدا وممكن يبقى فيه اصابات وبتاع، وما كناش متعايشين معاهم ان هم دول اسباب ان هم العالميه بتاعتنا. صح. فدي كمان عشان كده احنا كنا بعيد. احنا اول بطوله واخدينها 82. صح. واحنا لاعبين النادي الاهلي لاعب في بطوله افريقيا قبل كده بكتير جدا. الله. طب ازاي السنين اللي فاتت دي عدته؟ اكيد لان احنا فعلا حتى كاعلام كبلد ما كناش متعايشين مع افريقيا بالمعايشه اللي احنا دلوقتي عايشينها. احنا دلوقتي طبعا كلنا فاكرين ان اي ترتيب لحاجه ان احنا نلتقي ليها خصوصا على المستوى العالمي هو افريقيا. صح. بس احنا ما كانش موجود دي معانا زمان، ما كناش متعايشين فيها. اكيد ان الامر دوت كان بعيد خالص عننا. احنا لما ابتدى الوعي يزيد عندنا وعرفنا ان هو ده طريقنا وابتدينا بقى نشتغل فيه ونشد يعني نفسينا عليه بشكل كويس قوي، اكيد عشان كده احنا يمكن اول بطوله دي كانت بطوله غاليه جدا جدا، وهو ده السبب اول خطوه في السلم النجاح او في السلم ان النادي الاهلي يبقى نادي القرن. كابتن مختار، كواليس البطوله الافريقيه من مواقف طريفه وصعوبات حدثت للنادي الاهلي في ادغال افريقيا، اكيد حضرتك في مواقف كتيره تفتكرها وحضرتك تقول لي عليها. يعني انا عارف ان بيكون في ساعات كده شويه عقبات في افريقيا وشويه مشاكل، لكن ازاي اتعاملتوا معاها وكانت هي ايه يا كابتن؟ هو طبعا احنا اصلا زي يعني تكمله لكلام ان افريقيا بالنسبه لنا بعبع والامر فيه صعب قوي. فلما نيجي بقى نخش بقى ونبتدي نشوف العقبات دي، طب الله ده عقبات فعلا كانت صعبه جدا. نيجي يمكن كانت اخر العقبات ديت اللي هو الماتش النهائي. الماتش النهائي ده ماتش درامي يعني ممكن نعمل عليه دراما. على كابتن اللي بدات الهجمه دي يا كابتن صح؟ اه هجمه ده جون. لا هو اكرامي على ما اظن، انا فاكر يعني فكر ان ممكن اكرامي ممكن نرجع الجون تاني معلش او حد من ورا عملها لي من هنا. لا ده احنا عايزين ماتش كوتوكو. ماتش كوتوكو هدف الكابتن خطيب ده كابتن. المباراه دي انتهت في مصر 3-0. ده ماتش المباراه ديت في كوره انا والخطيب اتعاملنا فيها. ده كابتن مختار تقريبا اللي معاك كوره. نعم. صح كده؟ ايوه نعم. حضرتك كابتن ازاي لميته كده يا كابتن مختار؟ يعني الامال دي كانت الحمد لله يمكن الحته دي كانت يعني انا بتعامل معاها بشكل تلقائي لان انا يعني معايشها. انت عارف لما تكون حاجه انت بتحبها وبتشتغل فيها على طول اكيد لما يكون حد بيتعامل معاك بقوه شويه او بعنف شويه وهو مش واخد باله منك اكيد ممكن تقدر تتعامل معاه بشكل هائل جدا وتطلعه بره اللعب بالشكل اللي انت شفته ده. الماتش ده الكواليس بتاعته كانت صعبه جدا جدا ويعني احنا عشنا الكام ليله اللي احنا عشناها في خماسي. رعب يا كابتن. خماسي دي بلد البلد نفسها يعني بلد عجيبه بيحبوا الكوره حب غير طبيعي بالليل والصبح في اي وقت الناس قاعده للكوره. فيعني يعني رد فعل الناس على المباراه وعلى ان هم مستنينا، بس هم طبعا لما اتغلبوا هنا 3 ما كانوش مصدقين ايه الفرقه دي، احنا ما كناش لسه دخلنا في افريقيا وما كانش لنا الاسم لسه. فكان الرد الفعل هناك بقى ان هم يعني ايه بقوا متحضرين لينا بشكل صعب قوي لدرجه احنا كنا عايشين في الفندق بتاعنا
في اوض على الارض كده، مش فندق عالي وفي حراسه وبتاع، لا الامور كانت سهله قوي ان اي حد يوصل لك واي حد ممكن يعمل لك هيصه فده كانت ليله المباراه. من واحنا للمباراه ده واحنا داخلين المباراه نفسها، ده كان يوم صعب جدا جدا جدا، من كم الحراسه وكم الناس اللي بتطلع لنا العربيه الاوتوبيس بتاعنا ببنادق وبتاع مش عارف ايه، امر صعب يعني، في رعب. بعد كده بقى لما وصلنا الملعب، طبعا حته ان برضه رئيس الجمهوريه ينزل بطياره في الملعب قبل المباراه يا كابتن، رئيس الجمهوريه نزل قبل المباراه واحنا موجودين، يعني كمان يعني مش قبل المباراه، كمان قبل المباراه بمده، لا ده واحنا موجودين في الملعب واحنا بنسخن. فده كان كل دي امور كانت في منتهى الصعوبه علينا، يعني انت جو صعب جدا 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 وانت برضه مش متعايش معاه بشكل يعني تكرار او سنين قبل كده، لا ده احنا اول سنه، يمكن السنه اللي قبلها اتعاملنا في افريقيا ووصلنا للدور قبل النهائي وخرجنا يمكن لظروف كانت سياسيه اللي هي كانت موت رئيس السادات الله يرحمه، فده يعني هو دوت اللي خرجنا من الـ من الـ من البطوله ديت، خرجنا منها احنا اللي ما اشتغلناش فيها. الثاني سنه بقى برضه خدنا بقى الامور لاخر المشوار والحمد لله قدرنا ناخد البطوله، ودي كانت بطوله من البطولات او مش بطولات، هي يعني اغلى بطوله الواحد حصل عليها في حياته، وهي زي ما بقول ان انا كان ليا شرف ان انا اكون مع الجيل دوت، لان الجيل دوت كان سبب اساسي في ان النادي الاهلي يبقى نادي القرن. يمكن يا كابتن مختار الاصابه زي ما سمعنا في التقرير، الاصابه اللعينه كانت سبب في انهاء مشوار الكابتن مختار. عايز اعرف من حضرتك الاصابه بدات ازاي، وازاي انتهى الامر بالكابتن مختار ان هو يقرر انه بسبب الاصابه يعتزل كره القدم. الماتش ده كنا بنلعب المقاولين في بطوله افريقيا وكسبنا يوميها 1-0 وانا اللي جبت الجون، والكره دي كانت في نص الملعب بتتعمل اتعملت في نص الملعب، وانا رايح ليها سعيد الشيشيني جاي يعني ايه جاي يشترك معايا، وهو جاي يشترك معايا وهو جاي انا عايز اخده في ظهري عشان يعني اامن نفسي وتبقى كولتي بتاعتي 100%. فده بعمل كده، هو جاي يعني اكيد ان كان فيه التحام بشكل في شده شويه، انا وقعت يوميها على ركبتي على طول، ودي كانت يمكن اول اصابه رباط صليبي. انا ما كنتش اعرف حته رباط صليبي دي ولا حد يعرفها، اظن ان كانش حد يعني متداوله في مصر كتير، وما كانش ده متداوله حتى في اعلى مستوى العالم، ده ظني في هذا الامر يعني. خدت فيها فتره طويله قوي، يمكن برضه من الاسباب اللي في ظني برضه ان دي بطلتني، ان انا تاني يوم لما جيت النادي كان في دكتور معانا، الدكتور دوت عمل لي بذل، كانت ركبتي ورمه ورم شديد جدا جدا جدا، فسحب لي انا اظن ان ده كان له دور في هذا الامر. انا لما سافرت كمان لندن ما رحتش لواحد متخصص للرباط الصليبي، رحت لراجل اعظم وكل حاجه بس مش دي بتاعته، لدرجه ان هو لما فتح لي رجلي عمل لي يعني حاجتين كده شلطين بالظبط قد كده ولغايه دلوقتي طبعا الجرايه اللي انا جاي بيها هي دي يعني مفتوح، الركبه معموله خطين طوال كده، طبعا كان الامر صعب جدا 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 يعني. اما جيت هنا واشتغلت برضه كان العلم ما كانش متقدم بالشكل اللي هو موجود دلوقتي. احنا ما شاء الله احنا اللعيبه دلوقتي بتعمل الرباط الصليبي هو بيقولوا 6 اشهر، في لعيبه ما شاء الله بتقعد فيه 3 اشهر وبالكتير 4 اشهر، وده امر هايل جدا، وده للتقدم اللي احنا وصلنا له. وانا بشتغل كنت بشتغل مع ناس هايلين جدا، بس يمكن كانوا بيشتغلوا لي على حاجه واحده اللي هي العضله الاماميه، وكان المفروض ان يحصل في شغل تاني. كابتن مختار معانا تليفون مهم جدا من واحد من زمايلك اللي كانوا موجودين معاك في فتره النادي الاهلي، واكيد واحد من اللعيبه اللي حصلوا معاك على اول بطوله افريقيه، وكمان ليه مواقف كتيره هيحكيها معانا على الهواء، هو الكابتن ربيع السين المدير الفني لمنتخب الشباب 2001. ازيك يا كابتن ربيع؟ اهلا كابتن عمر، السلام عليكم، ازي صحتك؟ كله تمام الحمد لله، كله بخير والله الحمد لله. كابتن مختار بيسلم على حضرتك. يا ربيع السلام عليكم. وعليكم كابتن مختار، ازيك يا ربيع عامل ايه؟ ازيك وازي صحتك؟ ربنا يخليك يا حبيبي، الله يكرمك ووفق دايما، وربنا يكرمك، ومدرب قدير، ربنا يبارك فيك، كويس الحمد لله، عامل شغل فني على اعلى مستوى ان شاء الله، كنت لاعب كبير ومدرب كبير، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك فيك. بس يا كابتن ربيع بقى يعني اللي الناس عارفاه
ان حضرتك وكابتن مختار يعني جد شويه في على التلفزيون او في الملعب، لكن ورا الكاميرا في كواليس كتيره جدا محدش يعرفها غير حضرتك وغير الكابتن مختار. مختار عايزين نعرف شويه منها كده. بص يا عمر، الكابتن مختار ده انا عرفته سنه 79 وانا لسه جاي من الفشل، وكنت لاعب صغير وجاي، هو طول عمره كريم وطول عمره ايه بيراعي الولاد الصغيرين. فكنا احنا قاعدين في الملعب انا وشوبير، فهي جه وجاب لنا زياره معاه، مش جاي مش جاي فاضي، يبص يشقر علينا ويبص علينا يا عمر ويقول لنا انتوا رئيسكم ايه؟ وهو احنا عشان احنا كنا بنحب اللبن سكر فكان يجيب لنا كراتين اللبن يقول لنا خدوا ارسلوا. الفار ده كريم جدا جدا، ربنا يخليك يا ربنا، والله العظيم شكرا منك يا ربنا، عمر ودمه خفيف جدا. وطبعا انا زميلته في فترة المعد كفار انتاجية، هو طلع عيني يا عم مختار عشان الامتحان هيروح علينا يا عم مختار، يقول لي حاضر واخد بالك الامتحان وصلنا متأخرين. فلا مختار عنده صداقات كتيرة جدا لانه محبوب، الناس بتحبه كتير جدا وما شاء الله، وحاجة شخصية جميلة، شخصية سهلة بسيطة متواضعة جميل كده، وتقعد معاه وصديق كل الأجيال. طبعا قيمة كبيرة جدا معاك يا عمر فيصل، قيمة كبيرة جدا جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر، وطبعا لعيب بقى عمر مختار لعيب كبير، لعيب كبير قوي، كورته ما شاء الله، كورته ما شاء الله عالي. مختار ده كان كل الفرق بتعمل له الف حساب ما شاء الله، ربنا يبارك في عمره. مواقفنا كتيرة جدا يا عمر، طبعا لو قعدنا نتكلم ونحكي انا الشرف ان انا كنت اعرف الكابتن مختار، لحد دلوقتي طبعا ليا الشرف يكون اتقابل في النادي الاهلي ويجي يلعب معانا. اي نعم هو طبعا يعني مستواه قل شويه مش عارف ايه، لكن حبيبي ما اقدرش. كابتن ربيع انبسطنا بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله يعني نتمنى لك التوفيق في الفتره القادمه مع منتخب مصر للشباب مواليد 2001. طيب كابتن مختار، اروح مع حضرتك من نهايه الحوار قبل المداخله، وهي الاصابه وانتهاء مشوار حضرتك الكروي بسبب اصابه في الركبه، لكن هل بقى حضرتك شايف او كنت متخيل ان بعد الاصابه ان الدنيا بقى، اكيد حضرتك شايف الدنيا كلها بقى يعني سواد، وطبعا اكيد حضرتك شكرت ربنا في الاول وفي الاخر، لكن ازاي حضرتك بقى تقبلت الامر وازاي تعاملت مع الموضوع ان انا خلاص هبعد عن اكتر حاجه انا بحبها في حياتي ومسخر ليها وقتي؟ اكيد ان ده امر صعب، يعني الواحد لما يكون متعايش مع حاجه وما يظنش، يعني الظن ما يقولوش حتى انه في هذا التوقيت انا بطلت، يمكن ناس كتير ما تعرفش ان انا الاصابه جت لي وانا عندي 28 سنه، فده يعني امر طبعا كان لسه يعني حتى لما كان كابتن جوهلي والكابتن زيزو، كان كابتن زيزو مدير الكوره وكابتن جوهلي هو المدير الفني، لما كانوا بيجي يفكروا في اللعيبه ما يعني طبعا انا بعيد عن الكلام ده، يعني ما هو في كل سنه لما المدير الفني والمدير الكوره بيقعدوا يتكلموا مع بعض على مين ومين يقعد ومين يمشي ومين كده، فكان انا ابعد ما يكون في هذا الحوار يعني، وده امر يعني الواحد فعلا كان في منتهى الصعوبه ان يجي لك في هذا التوقيت اصابه. وبس لما جات لي كمان انا ما ظنتش ان دي تبطلني، ده انا يعني ده امر سهل جدا ان انا ارجع، وانا الحمد لله كنت يعني الحمد لله كانت القوه موجوده والشباب كان موجود، لكن للاسف طبعا كان قدر ربنا فوق كل ده، وده امر طبعا الواحد الحمد لله ان هو تعايش معاه بشكل بسيط، وديت يمكن برضه لاجع ان الواحد الحمد لله بيحاول يتقرب لربنا. وكان يمكن كمان في هذا التوقيت كنت انا قريب، يمكن الواحد برضه قعد فتره كان مقصر، يمكن الواحد لما الحمد لله انضبط والتزم وعرف الطريق بشكل كويس يعني، ولما جات لي الاصابه في التوقيت ده فدي سهلت الامور بشكل كبير جدا وهونت الامر على الواحد. والحمد لله لما الواحد يعني يكون متعايش بشكل كويس ويكون له هدف في حياته، طبعا الهدف الاسمى هو رضا ربنا سبحانه وتعالى، حاجات كتير قوي تحصل لك بقى في الحياه، ممكن هذا الامر اللي انت يعني ان هو هدفك يهون عليك حاجات كتيره جدا جدا جدا، وبفضل الله ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لي مخرج في هذا الامر ان انا برضه بقيت في المجال اللي انا بحبه والمجال اللي انا يعني عشت فيه بشكل كبير بشكل سنين طويله قوي، والحمد لله استمريت عليه، وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى عوضني
بشكل كبير جدا 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 بعض اللي انا افتقدته وانا لعيب كوره. البدايه كانت ازاي يا كابتن؟ البدايه بعد الاصابه حضرتك بدات ازاي؟ اشتغلت في ناشئين النادي الاهلي. اشتغلت على طول يا كابتن ولا اخذت وقت شويه عبال حضرتك ما اشتغلت مع الناشئين؟ اول ما بطلت خلاص يعني اشتغلت مع ناشئين. كان موجود الكابتن عبد الرحيم محمد وكابتن عبد الرحيم محمد كان ماسك فرقه 20 سنه وانا اشتغلت مساعد معاه، وبعدين اشتغلت برضه مساعد شويه مع الكابتن ابراهيم عبد الصمد، وبعد كده مسكت بقى فرقه مع نفسي لوحدي. وبعديها بشويه في حدود سنتين سافرت السعوديه، وهي دي بقى اللي خلتني ان انا يعني اعتمد على نفسي، لاني بعد ما سافرت السعوديه قعدت في السعوديه 3 سنين اشتغلت مع نفسي، وفي الوقت دوت كنت رايح ناشئين، وبعد كده مسكت درجه اولى في نفس النادي اللي انا بشتغل فيه. وبعدين جيت في مصر هنا قعدت على ما اظن برضه سنه، وبعدين سافرت قطر قعدت 4 سنين اشتغلت هناك. فالسنين دي خلتني اعتمدت على نفسي اعتماد كبير، وحتى برضه انا في قطر النادي اللي انا رايحه ناشئين بعد كده مسكت الدرجه الاولى، فدي خلتني يعني فكرتني بشكل كويس قوي، وخلتني ان انا يعني كل شغلي اعتمد على نفسي. وانا ما اشتغلتش مساعد غير هي يمكن سنتين، السنه اللي انا اشتغلت فيها الاولانيه مع النادي انا مسكت مدير فني، بس بعديها بشويه على طول جابوا لي مدرب اسمه ديسكي قعد معايا سنه وكسبنا انا وهو بطوله الكاس. تاني سنه هو ديسكي ده مشي، تاني سنه جه مستر مانويل اشتغلت برضه معاه سنه وبس، هو دي السنتين اللي انا اشتغلتهم. احنا عايزين يا كابتن نروح لماتش 6-1 ده كابتن، كواليس كتير وناس في حضرتك حاجات كتير. ده بتاع ايه؟ بتاع الاهلي والزمالك 6-1 ده كابتن كواليس كتير هنتكلم عليها، بس تعال نروح لنادي الانتاج الحربي وتقرير مع الجهاز الفني واللعيبه حوالين ده كابتن مختار ونرجع نكمل الفقره. بس دي المفاجاه دي. مختار اكتر ما يميزه طبعا الطيبه، طيب جدا في الكوره طبعا، فنيات عاليه جدا، طيب بيعامل كل اللعيبه كلها اولاده، بيعمل خير كتير جدا في الفنيات طبعا، مدرب كبير جدا وان شاء الله متقدم باذن الله. بيتعامل معانا ان احنا اولاده الصغيرين، ولو في حاجه مقصرين فيها بيعلمها لنا، بياخد راينا في كل حاجه طبعا كبيره وصغيره، يعني انسان ديمقراطي جدا في حته الفنيات دي، وبيتعامل معانا ان احنا اولاده. يعني احنا طبعا كابتن مختار لعبت معاه من ايام بتروجيت من زمان جدا، فطبعا يعتبر بالنسبه لي اب. يعني احنا متشكرين جدا يا كابتن مختار على المجهود اللي انت بتعمله مع النادي الانتاج الحربي، ومعانا كجهاز من بيعلمنا كل حاجه، بيعلمنا كل ساعات ما اشتغلت معاه السنه دي صراحه، بيعلمنا كل كبيره وصغيره في الكوره، اكن الواحد اكن مولود من جديد في التدريب. يعني انا بقالي 5 سنين بمرن، لا انا السنه دي حاسس ان في حاجه جديده خالص، عشان كده انا بشكره، انا بخصوص بشكر كابتن مختار، علمني حاجات انا كنت مش متعلمها خالص. يعني ما شاء الله عليه، يعني التزام غير عادي، العمل بتاعه غير عادي، بسم الله ما شاء الله عليه. يعني الدنيا هنا متغيره مع كابتن مختار خالص. يعني كابتن مختار الانسان ده حاجه بره كوره، حاجه انا ما كنت مش متوقع كده. راجل قريب من ربنا جدا، خير جدا، يساعد الناس، بسم الله ما شاء الله عليه. اما كمدير فني الناس كلها عارفه كمدير فني، مش انا اللي اقيم كابتن مختار، كابتن مختار ما شاء الله الناس كلها، الناس المحللين الكبار هم اللي بيقيموه. طبعا كابتن مختار بعيد عن التقييم، يعني بسم الله السنه اللي فاتت ماشي ما شاء الله، السنه دي ما شاء الله ماشيين كويس الحمد لله، وان شاء الله نطمح ان احنا نطلع في حته بعيد عن كده. كابتن مختار يعني مدير فني كبير بامكانياته عاليه في حدود امكانيات النادي بتاعنا. مهما اتكلم يعني مش انا اللي هدي كابتن مختار حقه طبعا، يعني كابتن مختار قيمه وقامه وكلنا بنحترمه وبنتعلم منه. حد انسان جدا بسيط. كنت اتمنى وانا لعيب ان انا فعلا كنت ابقى تحت قيادته وانا لعيب، يعني حصل لي الحمد لله الشرف ان انا معاه في جهازه، ان انا بستفاد منه وبتعلم منه كتير، وكل يوم والتاني بشوف جديد عند الكابتن فعلا،
وفعلا من ضمن الناس اللي في مصر مش واخده حقها يعني اعلاميا او هو عشان ما بيحبش الحته دي، بس على الاقل الناس فعلا تبقى اللي ظبط على الكابتن شويه يعني بجد يبقى حد بيشتغل باقل الامكانيات في جميع الفرق اللي راحها. كان احترام النادي الاتحاد كان جات له فتره من الفترات وعمل شكل كويس جدا بيهم. النادي المصري عندنا هنا في النادي احنا الناس لو تعرف الميزانيه كام عندنا او الامكانيات اللي احنا شغالين بيها مش هتصدق كلام انا. لما حد يبقى بيشتغل بالامكانيات دي ويوصل بالمركز ده او بكل الفرق اللي اشتغلها يبقى اكيد حد مخلص في شغله، حد بيجتهد، حد ذكي جدا فاهم شغله وبيعمل ايه. ما شاء الله عليه طبعا يعني ربنا يديله الصحه، واتمنى طبعا ان يسعدني الحظ اني اشتغل بدل السنه 5 و6 و7 مع الكابتن، ان فعلا دي بتفيدني انا شخصيا. اتمنى له التوفيق طبعا في حياته العمليه والشخصيه لانه فعلا انسان بجد وبعيد عن كوره وبعيد عن اي حاجه. الكابتن مختار ما بعتبروش مدير فني، الكابتن مختار انا بعتبره اخ اكبر بالنسبه لي، انا بشاوره في كل حاجه، بستشيره في الحاجات الخارجيه كمان الخاصه بيا كمان، لان هو ونعم الانسان البني ادم اللي بيحس بالناس. شخصية محترمة جدا، اتعلمت منها، شخص مؤدب، شخص تحب ان انت تتعامل معاه بره الملعب وجوه الملعب. كابتن مختار الجهاز المعاون اللي معاه كله جهاز برضه يعتبر جهاز صغير السن، كله مش كبير، فبينقل لهم خبراتهم ويقول لهم انت بكره تبقى مدرب، انت هتعمل كذا، اتعلم كذا، فبيشتغل معاهم برضه بره الملعب ان هو يقعد يديهم وينقل لهم خبراتهم. ودليل على كده الكابتن مجدي عبد العاطي اللي هو ماشي اول مجموعه في نادي اصفهان دلوقتي، بنتمنى له ان هو ربنا يكرمه ويصعد. كابتن مختار كان مجدي كابتن مجدي عبد العاطي قعد معاه اكتر من 5 6 سنين، فبرضه اداله خبرات كتير. وكابتن محمد عبد الله موجود، كابتن عبد الله رجب، كابتن اسامه محمد، الناس دي كلها بتتعلم منه. هو شخص مهذب، شخص محترم، نتمنى له التوفيق في حياته المهنيه وفي حياته الخارجيه. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حوارنا الشيق جدا مع نجم النادي الاهلي الكابتن مختار. مختار كابتن مختار معانا واحد على التليفون من النجوم اللي حضرتك ضربتهم ودي ليك فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى، هو واحد من نجوم النادي الاهلي في الفتره الحاليه، هو الكابتن وليد سليمان. يا كابتن وليد ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن عمر، اخبارك عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، انت معاك طبعا دلوقتي منور الدنيا كابتن مختار، ده ابويا يعني. يا وليد ازيك حبيبي عامل ايه؟ يا كابتن وليد، كابتن مختار بيسلم عليك. عامل ايه؟ الو، عامل ايه يا وليد؟ الله يخليك يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا وليد. وليد ابني يعني، ابني يعني. طب يعني بس انت ما تعرفش حاجه، جيت ليك فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا وليد، الله يكرمك يا اكيد يا كابتن وليد، في مواقف اكيد انت فاكرها كويس جدا وقدام عينيك على طول لما بتيجي سيره الكابتن مختار، او لما بتشوف الكابتن مختار في اللحظه اللي حضرتك كنت موجود فيها في بتروجيت، وزي ما قلت كنتوا ماشيين بشكل كويس جدا مستوى ومركز في بطوله الدوري، وهو اكيد كان واحد من اللي ليهم دور كبير جدا في تطور مستواك وانتقالك بعد كده للنادي الاهلي. اكيد طبعا الكابتن مختار طور يعني مستوى لعيبه كتير جدا، وكنا بنلعب باسلوب مختلف، والكابتن مختار ليه طرق كتير جدا في اللعب وليه اسلوب حتى في التدريب معين بيخليك كل فتراتك لعب كوره ولعب سريع وبيحب الكوره الهجوميه. لا كابتن مختار ليه فضل كبير جدا على لعيبه كتير في بتروجيت، وبالاخص على الجيل اعتبره الجيل الذهبي لبتروجيت، يعني كانت بالنسبه لي انا كانت من احسن فتراتي مع كابتن مختار، وبالنسبه للعيبه كتير جدا ونجوم كتير جدا شاركوا مع كابتن مختار في بتروجيت. يعني ده انا بس الفتره دي احنا زعلانين جدا على بتروجيت والامور اللي بيمر بيها بتروجيت، ظروف صعبه جدا يعني. صح. الفتره ديت يمكن انا برضو يعني فعلا انا بحب الكوره طبعا، بحب العب كوره طبعا، حظي كويس جدا اني كان معايا وليد
وكان معايا كام لعيب كوره هايلين جدا طبعاً. فعلا الاولاد دولت عملوا يعني طبعاً. طبعا عملوا نقله لبيتلو جيت غير طبيعي. احنا اول سنه اشتغلنا في الدوري تحت في الدرجه الثانيه ما كانش معانا وليد. ثاني سنه اللي احنا تصعدنا فيها اول سنه في الدوري الممتاز جاب وليد. يعني اتعاملنا نقلات هايله جدا جدا بسبب وليد وكم واحد زمايل. حاجه يعني ما شاء الله. احنا اول سنه طلعنا خدنا المركز السابع ثاني الخامس الثالثه الثالث الرابعه الثالث والرابع يعني الثالث والرابع احنا اشتركنا بشكل كان مع مين يعني. فحاجه كانت فعلا تميز غير طبيعي. وانت كمان لما تكون بتحب حاجه معينه وتجيلك بشكل هايل جدا. وطبعا كان اساسيها ما شاء الله وليد له دور كان كبير جدا في هذا الامر. ويعني هو فعلا لما جه اتطور بشكل جدا وطور نفسه بشكل هايل جدا. واكبر دليل للكلام دوت ان هو يعني سنين لعبه كلها فيها تطورات لدرجه ان هو في النادي الاهلي دلوقتي بقى هو من رقم واحد من يعني واحد. حاجه يعني ما شاء الله. يعني بنتمنى له كل التوفيق يعني. اجابت وليد لو يعني لعيب كبير زي حضرتك واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر حاليا تقول لنا وتقول للجمهور ايه هي المميزات او اهم المميزات اللي موجوده في شخصيه الكابتن مختار مختار وساعدت الكابتن وليد وكل النجوم اللي كانوا موجودين في بتروجيت في ان هم يطوروا من مستواهم ودايما يكونوا الحصان الاسود في بطوله الدوري الممتاز. لا الكابتن مختار يعني عايز اقول لك على المستوى الشخصي وليد سليمان اتعلمت من الكابتن مختار حاجات كتير جدا. اتعلمت الالتزام، اتعلمت الصلاه، اتعلمت ان انا اعمل خير، اتعلمت ان انا اكون قريب من ربنا، اتعلمت ان انا ما استعجلش اي حاجه، ان انا اجتهد واخد بالاسباب وربنا لو كاتب لي حاجه هشوفها. ده على المستوى الشخصي. يعني في الكوره لا اتعلمت حاجات كتير جدا. يعني الكابتن مختار حاجه كبيره جدا ورمز كبير جدا من رموز النادي الاهلي. اتعلمت حاجات كتير جدا في الملعب، واتعلمت لما اكون حتى ما ينفعش وانا بلعب اكون عصبي او كنت متنفس بكون هادي عشان اعرف العب واعرف الناس في المستوى او اعرف ابدا ذات الكيلو. لا انا حاجات كتير جدا اتعلمتها حتى في حياتي الشخصيه من الكابتن مختار. وزي ما قلت ان الكابتن مختار بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل عليا كتير جدا، وهو دايما على طول بيكلمني وبيسال على والدي وبيسال على اسرتي. يعني لا الكابتن مختار بالنسبه لي انا على مستوى الشخصي حاجه كبيره جدا. اتمنى له التوفيق الانتاج، واتمنى ان كابتن مختار يعني واتمنى من المسؤولين ان كابتن مختار يستحق ان هو يمسك المنتخب يمسك النادي الاهلي. كابتن مختار عنده قدرات كبيره جدا وحاجه كبيره جدا في التسجيل. وانا راجل اشتغلت مع كابتن مختار في البروجيكت، لا كنت افضل فترات حياتنا في البروجيكت وكل النقاد وكل الناس اللي مسؤول عن منظومه رده كان في الوقت ده يتكلموا على مستوى بتروجيت ان هو يقدم لنا كوره جميله جدا. يعني كانت الناس بتبقى مبسوطه من الاسماعيلي والكوره اللي كانت بيقدمها الاسماعيلي، لكن لما ظهر بتروجيت بالصوره اللي ظهر فيها مع كابتن مختار لا الناس كانوا بيقولوا لا كوره بتروجيت مختلفه خالص، يعني حاجه اوروبيه يعني. كابتن وليد شرفتنا ونورتنا وفعلا كنا مستمتعين بالمداخله اللي كانت مع حضرتك، ونتمنى لك التوفيق وترجع بألف مليون سلام ان شاء الله علشان تقود قافله النادي الاهلي الى الانتصارات والى البطولات. كابتن مختار يعني كان وليد سليمان ورأي طبعا شهاده كبيره جدا. وليد اصلا هو الشهاده هو مزودها لانه ابني، فيعني عشان كده هو يعني وده كابتن واجب من وليد سليمان تجاه حضرتك. كابتن مختار وجود حضرتك في النادي الاهلي مع مستر مانويل جوزيه، اعتقد ان حضرتك قلت كنت موجود سنتين كمدرب عام، واحده مع مستر ديكسي واحده مع مستر مانويل جوزيه، لكن مباراه الستة واحد ممكن كتير يعني ما ياخدش باله ان حضرتك كنت المدرب العام في الفتره الحاليه، وكان فيها كابتن مختار بعض الكواليس اللي اكيد مع ان حضرتك يعني قليل الظهور في وسائل الاعلام اكيد في كواليس محدش يعرفها حصلت وقت المباراة وبعد المباراة وخلال المباراة غير الجهاز الفني اللي من ضمنهم كان الكابتن مختار مختار. هي دي من أهمها. المدرب بتاع نادي الزمالك كان يعني للأسف يعني كان متغطرس جدا وكان يعني في كلامه في تصريحاته حتى في أظن كمان في كلامه على الماتش إن يعني ده ماتش بالنسبة له يعني ماتش عادي وماتش يقدر يكسبه ببساطه وكده. فده
للاسف او مش للاسف هو طبعا للاسف ده يقول كده بس للاسف ديت حفزتنا بشكل كبير جدا جدا لهذا المباراه وخلت حتى اللعيبه سخنت بشكل قوي جدا 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 يعني تخيل اهلي وزمالك اهلي وزمالك اللعيبه كلها بتحضر نفسيها بشكل كبير جدا الماتش له زخم في مصر كلها له زخم عند جمهور الزمالك وجمهور الاهلي له زخم عند اللعيبه نفسها اللعيب اللي بيعمل في هذه المباراه بيأدي فيها اداء كويس اكيد ان هو بيبقى له دور كبير جدا بعد كده في حاجات كتير قوي كل ده مع بقى اللي المدرب وصله لنا فده حفز فعلا اللعيبه تحفيز جامد جدا جدا لدرجه ان خلى اللعيبه فعلا نزلت سخنانه في الملعب لابعد الحدود انت ممكن تكسب الزمالك واحد ممكن تكسبه اثنين يعني لما تكسب كده بتحافظ بقى وتهدى لا ده هو كان مش من لاعب الزمالك احنا كنا بنلاعب الراجل اللي هو المدرب بتاع نادي الزمالك لانه فعلا كان منرفزنا بشكل كبير جدا ومحفزنا في الوقت نفسه ودوت يمكن السبب الاساسي والرئيسي اللي خلى يمكن اللعيبه بقت حريصه قوي على ان هي توصل للسكور بالشكل ده. كنت كابتن متوقع ان النتيجه تبقى 6-1؟ لا طبعا طبعا ده انا بقول لك لما نكسب الزمالك واحد ولا اثنين اكيد ده مكسب هايل جدا تكسب الزمالك وخلاص تكسب الزمالك بضربات الجزاء بكورنر كنا زمان في الدوري الجامعات وبتاع الفرقه تكسب بكورنر ولا حاجه صح لو كسبت بكورنر وخدت 3 بونت من الزمالك اكيد ده حاجه هايله جدا لكن كمان لما تكسب 6 وبالشكل دوت اكيد ان ده كمان كان له دور كبير جدا وكان تحفيزه هايله جدا بالنسبه للاعيبه كابتن مختار شرفتني ونورتني وانا بشكر حضرتك جدا 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 على استجابه حضرتك للدعوه ووجودك في بيتك داخل قناه النادي الاهلي وطمعانين بقى في لقاءات اخرى مع حضرتك وبنتمنى ليك التوفيق سواء في مسيره حضرتك التدريبيه مع نادي الانتاج الحربي او ان شاء الله مستقبلا ما بعد الانتاج الحربي يا كابتن مختار. شكرا جدا يا عمر وانا الحمد لله انا مقصر وانا مقصر حتى في وجودي في القناه لكن يعني اتمنى تكون المقابله ديت اكون يعني حاجه بسيطه من حق النادي علينا لانه النادي حقه علينا كبير جدا جدا وربنا سبحانه وتعالى ثم النادي الاهلي في اللي احنا فيه ده مختار على دماغنا طبعا وان شاء الله هنشوف حضرتك في مرات جايه كتير شكرا. كنا مع كابتن مختار نجم مصر ونجم النادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله ان هي تكون حلقه استمتعنا بيها كلنا كجمهور النادي الاهلي وجمهور مصر هنروح لتقرير مع رأي الجمهور في الكابتن مختار وبعديها ترجعوا مع نجوم مصر في كرة اليد اللي شرفونا في المونديال مع نجم مصر ونجم النادي الأهلي الكابتن خالد العواطي. كابتن مختار يعني قبل ما نقول عليه مدرب قدير وكبير جدا ده يعني كان لعيب انا حضرته واتفرجت عليه هو والكابتن شطه والكابتن صفوت عبد الحليم والكابتن احمد عبد الباقي اكرامي وطبعا حد بجد يعني حد جميل جدا ومدرب محترم جدا 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 وربنا يوفقه مع الانتاج الحربي. الكابتن مختار طبعا معروف ان هو مدرب كتير يعني كويس ودرب انديه كتيره وعمل انجازات معاهم وهو شغال كويس مع الانتاج الحربي من الموسم اللي فات اعتقد والموسم دوت مؤدي معاهم موسم كويس وماشيين كويس في الدوري هو اصل كابتن مختار معروف بالاخلاق والالتزام حتى لما يكون في خلافات بين اللعيبه او بين الفرقه الثانيه اللي هو بينافسها بيكون عنده اخلاق وعنده رزانه والميزه اللي في كابتن مختار اخلاقه عاليه جدا والاخلاق دي مهمه جدا بالنسبه للمدربين. الكابتن مختار كل الناس عارفه يعني اللي هو راجل اخلاقي يعني وعمل طبعا حقق نتائج كتيره مع نادي الانتاج الحربي وكل الناس حاسه بكده يعني فالراجل ما نقدرش نقول عليه حاجه خالص يعني غير اللي هو مدرب محترم مدربين محترمين في مصر يعني. طبعا كابتن مختار ابن من ابناء النادي الاهلي وعطى كتير قوي للنادي الاهلي وطبعا هو ناجح في مسيرته التدريبيه وان شاء الله هيكون في الاحسن والاحسن لان دول من ضمن اولاد النادي الاهلي.
فطول عمرنا احنا بنحب مختار مختار وربنا معاه ان شاء الله ان شاء الله. كابتن مختار طبعا يعني هو لاعب يعني طبعا ليه تاريخ كبير، وطبعا هو مدرب طبعا ليه بصمات كبيره مع الانديه اللي دربها، طبعا درب انديه كبيره، وكنت اتمنى في يوم من الايام ان انا اشوفه بيدرب الاهلي، ولسه طبعا الدنيا متاحه ان شاء الله يعني. وطبعا علامه من يعني من اعلام النادي الاهلي طبعا كابتن مختار يمكن له كل احترام، حتى لو بيلاعبنا دايما بيعمل معانا نتائج ايجابيه ليه هو، بس بتبقى مبسوطين يعني الاداء طبعا يعني، لان نجاحه برده من نجاح هو ابن من ابناء النادي الاهلي. كابتن مختار بصراحه يعني اداؤه محترم جدا، وهو بيحب يكون طموح خصوصا في المباريات الكبيره، يعني لما بيجي يلعب الزمالك او الاسماعيلي او المقصه يعني بحس ان هو بيكون عايز يثبت وجوده، خصوصا اللعيبه اللي معاه كمان هو بيديها روح عاليه جدا وبيحمسها، وهو اللعيبه كمان بتحب تتفاهم معاه جدا، هو بيدي لكل واحد اكتر من فرصه، دي يعني ميزه، بيدي لكل واحد اكتر من فرصه وبيخلي اللعيب يحاول يطلع كل حاجه جواه، وبالتالي اللعيب بيبقى نجم، فدي بتبقى ميزه ليه هو طبعا. وفي نفس الوقت كابتن مختار بصراحه يعني معظم مبارياته بيعمل اداء كويس جدا، بس بالذات بالاخص في المباريات الكبيره، يعني انا بحس الكابتن مختار هو يعني فكره بيعتمد بطريقه كبيره جدا في المباريات الكبيره، سواء مع الزمالك او مع الاهلي، بس انا بصفه شخصيه انا بشوف ان هو مع الزمالك دايما بيتاثر جدا بمنتشر الزمالك، انا مش فاهم ايه الفكره يعني، بس عادي يعني، وربنا يوفقه يعني ان شاء الله والاحسن باذن الله. مساء الخير. بعد ما استمتعنا النهارده بحوارات بنجوم كبار كانوا معانا النهارده، جيرالدو نجم النادي الاهلي في كره القدم، كابتن مختار نجم كبير، كابتن النادي الاهلي، خلينا نخرج من كره القدم ونروح لنجوم في النادي الاهلي حققوا انجاز كبير لمصر، حققوا انجاز كبير لنفسهم، صدقوني عملوا حاجه ما اتعملتش من 18 سنه في كره اليد. خلينا اعرفكم بنجومنا الكبار في كره اليد، لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه منتخب مصر حققوا المركز الثامن على مستوى العالم في بطوله العالم الاخيره بالالمانيا الدنمارك. كابتن عمر حجاج مساء الخير. منورنا. الله يخليك يا كوتش. يعني فكرتنا بالزمن الجميل لكره اليد. ربنا يخليك يا كابتن عمر. ونجم الدوره ومولد نجم كبير ومولد نجم فعلا له كل الحق نقول ان الدوره دي كانت نجم اساسي جوه الدوره او جوه بطوله العالم، كابتن عصام الطيار حارس المرمى اللي شالنا يعني بقوه في بطوله العالم، لازم نرحب بيه ونقول له مصر كلها فرحانه بيه. كابتن عصام مساء الخير. كوتش اول حضرتك ايه؟ منورنا. ربنا يخلي حضرتك. صدقني حاله جميله عملتها مع الناس. والله الحمد لله الدنيا عدت على خير يعني في البطوله دي والله الحمد لله. خلينا نتعرف على كواليس كتيره منهم عملوا ايه في بطوله العالم واستعدوا ازاي، بس خلينا نروح لاخر ضيف عندنا في اول فقره النهارده هو كابتن عمر الوكيل، وهو الشهير ببكار احد نجوم مصر دي حقيقه، وجناح طاير من اسرع يعني نقول ايه اسرع من كارلوس، سريع جدا جدا جدا. رحب بيك يا كابتن عمر. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الدنيا تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. بعد ما رحبنا بضيوفنا خلينا نطلع تقرير عن نجوم النادي الاهلي في بطوله العالم وترجعوا لنا مره نجح المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد في حصد المركز الثامن ببطولة العالم رقم 26 والتي أقيمت بتنظيم مشترك بين دولتي ألمانيا والدنمارك خلال الفترة من 10 حتى 27 من يناير الجاري. عبر منتخبنا الوطني الأدوار التمهيدية استطاعوا الوصول للدور الرئيسي بل والدخول للثمانية الكبار بعد غياب دام 18 عام. أبناء النيل قدموا بطولة كبيرة استطاعوا مقارعة كبرى الدول، ظهروا بشكل مشرف جعل الاتحاد الإفريقي والعالمي يشيدون به في برقيات التهنئة المرسلة للاتحاد المصري. شارك مع الفراعنة في المونديال 7 لاعبين هم إسلام حسن، إبراهيم المصري، عمر الوكيل، عمر حجاج، محمد عصام الطيار، أحمد خيري، عبد الرحمن فيصل. قدم أبناء القلعة الحمراء بطولة مميزة حيث صنع المايسترو إسلام حسن العديد من الفرص خلال لقاءات منتخبنا
كان مع زميله أحمد خيري محور الأداء الهجومي للمنتخب الوطني. أما صخرة الدفاع إبراهيم المصري استطاع إفساد العديد من الهجمات للفرق المنافسة على مرمى منتخبنا بفضل خبراته الكبيرة، كما ظهر عبد الرحمن فيصل بتطور واضح لمستواه على الرغم من صغر سنه. كان من العناصر التي يعتمد عليها الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لمنتخبنا في الخطط الدفاعية. أما عصام الطيار هو مولد نجم جديد في بطولة عالمية، نجح في التصدي للعديد من الكرات الخطيرة على مرمى منتخبنا، كان أحد نجوم البطولة، كما قدم عمر الوكيل بكار أداء مميزا خلال الأوقات التي لعب فيها على المستوى الدفاعي والهجومي، كان أحد أسلحة الهجوم الخاطف، كما كان عمر حجاج عند حسن الظن به. بعدما دخل لقائمة منتخبنا الرئيسية بعد مباراتين من انطلاق البطولة عاد للأذهان من جديد. منتخبنا نجح في رسم البسمة على شفاه المصريين، رفع سقف آمالهم وطموحاتهم للفوز على كبرى المنتخبات العالمية في قادم البطولات. مصر ستستضيف بطولة العالم المقبلة بعد عامين، سيكون لاعب الأهلي كعادتهم، هم الذخيرة والقوام الرئيسي لمنتخباتنا الوطنية، نأمل في أن يقودوا منتخبنا للمضي نحو الأدوار النهائية من البطولة المونديالية الصعبة. حقهم بصراحة عملوا إنجاز كبير، عملوا إنجاز للشعب المصري، بس خلينا نقول إن لعيبة النادي الأهلي كانوا فعلا محور اداء جوه المنتخب المصري. خلينا نتعرف عليهم اكتر وكواليس اكتر. كابتن عمر، الانجاز ده انجاز كبير، الانجاز ده وصلنا له ازاي؟ والله كوتش، هو يعني طبعا الحمد لله ده حاجه جت بعد تعب اكتر من اربع شهور الناس كلها سايبه بيتها وسايبه عيالها وسايبه مذاكرتها وكله متجمع مع بعض علشان هدف واحد، ان احنا نقدر نطلع احسن حاجه عندنا بغض النظر بقى ايه اللي ممكن، يعني احسن حاجه عندنا دي ممكن توصلنا لفين، اهم حاجه عندنا ان احنا نطلع احسن حاجه عندنا وبعد كده نشوف بقى النتيجه ايه. فالحمد لله يعني الراجل جه اشتغل معانا مجموع مثلا 3 شهور او حاجه زي كده. صحيح ما خدناش السيستم بتاعه كله اللي المفروض يعني ناخده، بس يعني اللي هو قدرنا نطلع على قد ما اتمرن بس. فالحمد لله وربنا وفق وصيرنا المركز الثاني. كابتن عمر، الانجاز ده يعني بيمثل ليك ايه بعد ما كانت مصر بتلعب في المراكز تحت الدور الثاني؟ الاتحاد المصري التارجت بتاعه انه يطلع يوصل الدور الثاني بس، لكن التارجت بقى رايح بطموح لعيبه جوه ارض الملعب. والله انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن خالد، احنا يعني زي ما عمر كان بيقول احنا تعبنا قوي قوي، وكل الناس كان عندها طموح كبير ان النظام، حاسين ان النظام ابتدى يتغير، الدنيا ابتدت تتحسن، سواء على مستوى الاتحاد دعم الناس كويس جدا، مدرب واحمال ودكتور، ويعني كل الجهاز الفني والاداري كان مجتمع على حاجه ان احنا بنتطور. زائد كمان طبعا الحمله اللي هي بتاعت الدعايه الجديده بتاعت برزنتيشن اللي دخلت، الموضوع كله داخل بيحفز الناس كلها، بيقول للناس اعملوا حاجه. حسيت انت بتلعب في ارض الملعب جوه مصر وانت الاعلانات حوالين الملعب وتحس الاجواء مصريه بالظبط، هتحس ان انت لا في حاجه مختلفه يا جماعه. احنا بنتطور والناس كلها تعبت، يعني شوف بقى بعد كل ده الناس بذلت مجهود، يعني ناس فعلا كانت بتموت في التمارين بتتعب من كتر التمارين، احنا زهقنا بقى عايزين يلا نبتدي نلعب بقى. ربنا الحمد لله يعني كرمنا بعد كل المجهود ده وصلنا لحاجه زي دي، طبعا حاجه يعني مش عايز اوصفها لك، يعني حاجه سعاده جميله، سعاده جميله جدا، سعاده جميله. خلينا نروح لنجم، هو فعلا مولد نجم في بطوله العالم. خلينا نعرف يقول احساسه قبل ما لعب بطوله العالم وبعد بطوله العالم، هو كان رايح لفين، رايح يعمل ايه بالظبط بطوله العالم؟ كابتن عصام طيار. كابتن عصام، عملت حاله كبيره في مصر، الناس في مصر واحنا ماشيين وكل كره اليد بتتكلم في عصام الطيار،
وكل طبعا المنتخب مصر، لكن انت عملت حاله مختلفه، كان مولد نجم في بطوله العالم. احنا اول حاجه انا عايز اقول حاجه معينه، احنا اللي حصل في بطوله العالم دي نتيجة مش بس مجهود زي ما عمر قال، لا ده نتيجة روح غريبة في المنتخب من بداية التجمعات. احنا بقالنا اكتر من 4 شهور تقريبا، 6 شهور تعبانين، الناس فعلا سايبة بيوتها وسايبة حياتها، الناس بتتمرن، الناس بتروح من ماتشات على معسكرات، من معسكرات على تمارين، على سفر، على ماتشات، على مش عارف ايه. لا لا الموضوع كان مرهق جدا. انا احساسي ان انا طالع بطوله العالم دي كان بالنسبه لي حاجه، طبعا دي اول مره، دي اول بطوله عالم ليا، دي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره. مش عايز انسى حاجه، بس كل اللي اقدر اقوله ان الموضوع كان فيه تحفيز جامد جدا من اللعيبه. بجد كان في حاله غريبه جدا بين اللعيبه وبعضها، في روح غريبه جدا. اكتر الناس كانت بتسفورت ليا كان اللي في مركزي. ممكن الكلام يبقى طبعا بالنسبه للناس الروح دي بانت في الملعب، يعني اكتر مثلا واحد كان في ظهري على طول كان كريم هنداوي، اكتر واحد كان مديني ثقه على طول كان كريم هنداوي. عرفنا نوصل للروح اللي اتشافت في الملعب دي، وللحب اللي وصل في الملعب، واللي وصل للناس كل ده عن طريق الروح وعن طريق المجهود بتاع 6 شهور، اللي هو فعلا يعني فعلا الناس حست بقى لما رجعنا ان احنا لا يا جماعه المجهود دوت ما عداش بالسهل. استقبال على اعلى مستوى، دعم من الوزاره ومن مجلس اداره الاتحاد على اعلى مستوى، الكلام ده احنا ما كناش بنشوفه قبل كده، الكلام ده جديد علينا. جديد بصراحه، جديد علينا. يعني نشكرهم اكيد، ان وزاره الشباب والرياضه بتوسيله في الدكتور اشرف صبحي ومجلس اداره الاتحاد المصري بتوسيله في المهندس هشام مصري في الاتحاد، اكيد لازم نشكرهم، اكيد عملوا حاله كويسه، اكيد دعموا كويس. وثالث واحد برضه لازم نشكر الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن سبورت، ان الثلاثه دعموا من كل الاتجاهات عشان نوصل للحاله دي. لكن قول لي احساسك قبل بطوله العالم وانت رايح بتلعب بطوله عالم، واحنا كلنا صغيرين بنبقى عندنا رهبه، لكن انت اتولدت نجم جوه البطوله. هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن خالد، حضرتك اكيد يعني في الحيز وراس المرمى، خلي بالك طبعا. طبعا كابتن خالد بالنسبه لي يعني هو اللي مربيني يعني قبل ما بجد والله العظيم، وكابتن خالد واقف جنبي في حاجات كتير جدا. الله يكرمك. انا واحنا رايحين بطوله العالم، انا بالنسبه لي انا كانت اول بطوله ليا كانت افريقيا اللي فاتت في الجابون. كان ليه شوت ولا اروع ولا احسن من كده، كان ليه دور حتى في ماتش الفاينل كان ممكن يبقى دور بسيط شويه. كان بالنسبه لي انا كنت حاطط في دماغي ان انا بجهز لبطوله عالم شهر واحد، من شهر واحد بتاع الجابون ما شاء الله. طب يا جماعه الموضوع طب هل الجون دوت كان صدفه، كان خد لقطه كده وخلاص؟ ده كان بالنسبه لي تحدي لنفسي هايل. كان عندي ثقه في ربنا، وكنت بتعب وبشتغل، والصراحه اللعيبه كانت في ضهري جدا، بكار كان في ضهري جدا، يعني انا مش عايز انسى حد، بس ده حقيقه بجد والله العظيم. كل انت عملته فعلا في كلمه مهمه، انت عملته حاله، كل لعيبه 18 لعيب في منتخب مصر عملوا حاله، فعلا حاله كويسه. خلينا نقول ان هم 18 لعيب بيمثلوا مصر، احنا هنا في قناه الاهلي بنجيب معانا لعيبه الاهلي النهارده، لكن ال 18 لعيب ادوا اللي عليهم وادوا دورهم بنجاح، لكن النهارده معانا نجوم من بعض من نجوم المنتخب. اتفضل يا كابتن. طبعا الناس كانت في ظهري ان انا اقدم الصوره دي، ان هو لا فعلا يا جماعه الجون دوت معانا، الجون ده مننا، من كل اللعيبه بصراحه، بما فيهم انا ممكن اقول يعني بكروا حاجات عشان هم تقريبا يعني اقرب اتنين ليا في بحكم السن برضو لأ. يعني اكيد كانوا في ظهري على طول، اللي هو يا جماعه لا ده مش جون صغير، كانوا على طول بيدخلوني في المود ده، اللي هو لا انت مش جون صغير، لا انت جون تقدر انت تنزل وتأدي. مش عايز انسى كمان دور كريم هنداوي. كريم هنداوي بجد كان في ظهري، لدرجه ان هو كان ازاي بيوصلني، اللي هو انت بتنزل الماتش انا في ظهرك، انت هتنزل الماتش هتكسبنا، انت هتنزل الماتش تدينا الثقه. ده بجد دي حاجه جميله، هي دي الروح الاساسيه. لا هو بجد الروح ده كمان كان موجوده في كل المنتخب، يعني في كل بوزيشن، في اي اثنين مثلا في مركز واحد، يعني مثلا بكار وكريم ايمن. لا يا جماعه هي دي الروح الموجوده. ده لعب شوط وده لعب شوط، طب ده لعب احسن من ده شويه، لا ده بيقوم شايل دوت وبيجري بيه لقدام. لدرجه ان احنا عايزين نوصل لحاجه، خلاص يا جماعه احنا عايزين نعدي بقى، احنا عايزين نعدي المرحله اللي فاتت دي، عايزين نعمل انجاز بجد. هايل يا عصام والله. الروح اساسيه، بس انت رجعت لنا زمن مختلف بصراحه. عندنا نجوم كبار عشان ما ننساش، اذا كان علي زين، اذا كان يحيى الدرعي، اذا كان عبد الله فيصل الصغير، بس انت رجعت لنا، اخدتنا لورا كتير. ايام ما كانت الباكات تفتح وتشوط من بره على 10 متر جوه الملعب، رجعت ازاي؟
اللعيبه عملت معاك ايه عشان تخش من المراكز وترجعنا للشوط الجميل ده؟ والله كنت شغله حراك على حاجه. هو الموضوع يعني انا الحمد لله يعني بيقولوا ان انا الحمد لله من صغري بعرف ان انا ايه يعني اعمل الحته دي يعني الحمد لله الحمد لله طبعا بغض النظر ان جيم او مش جيم الحمد لله هي يعني حاجه موجوده دي حاجه موهبه فيك بالظبط فانا بقدر الامكان بحاول ان انا استغلها بغض النظر بقى انا لعبت قد ايه يعني انا معروف عمر حجاج بينزل يشوط انا هاخد الكوره يتعمل لي شغل بسيط وادخل اشوط بس فالواحد يعني بقدر الامكان كان بيحاول ان هو ايه يعني يوصل للراجل عايزه لا انت انزل شوط هو كان بيجي يقول لي كده بالظبط اللي هو حجاج انت تشوط بس 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 بومبا هو اه يعني كان بيعمل ايه عمر بومبا شوت بومبا شوت بومبا هو الراجل كان بيقول شوت بومبا ولا حجاج بومبا بومبا تمام بس فيعني دي حاجه الواحد لازم يعني لازم يستغلها بس فعلى قد ما كنت بلعب دقيقتين ثلاث دقائق تنزل اعمل شغلي والحمد لله وخلاص انت شايط 12 كور سبعة جوان ما شاء الله عليك الحمد لله حاجه بص يعني لو جبنا هم كانوا ممكن يبقوا اكتر كنت شويه بس لو لعبنا يعني شويه يعني بس الحمد لله ان شاء الله الحمد لله والف مبروك سيستم جديد ونظام جديد هو المنتخب المصري تمام مظبوط طبعا اللعيبه اتاقلمت بسرعه سريعا ولا اللعيبه اللي كانت موجوده من اول شهر سبعة خدت وقت طبعا بس يعني وصلت لمرحله من التاقلم كويس بس طبعا عشان عندنا ناس محترفه عقبال لما دخلوا في السيستم يعني خدوا يعني كان الموضوع صعب شويه وهم بصراحه كانوا يعني مجتهدين لدرجه كبيره لدرجه ان هم دخلوا في السيستم معانا بسرعه السيستم مش سهل محتاج تمرين كتير يعني يمكن احنا كده بنقول دي البدايه بتاعه السيستم احنا بالزبط. لسه ما عملناش حاجه لسه ما بقيناش متمرسين في السيستم زي ما بيقولوا احنا لسه بنبتدي السيستم وعملنا نتائج كويسه بتهيألي ان احنا لو كملنا في السيستم او انت يعني اكيد لما واحد بيبتدي في حاجه ويبقى خبره فيها كتير بيبتدي يبقى حرفي فيها زي ما بيقولوا بالظبط فاحنا لسه في الاول ولسه ما بقيناش حرفيين كمان بدايه بدايه بالظبط لازم اسالك عمر سؤال مهم جدا عمر هو سؤال ليه مصر باكات بتشوط يعني رجعوا لنا الموضوع ده بس الوينج دايما مش شايفينه يعني دايما ما بندخلوش الوينجات في مشكله والله كوتش هو يعني دايما مش شايفين الحته دي والله كوتش هو يعني دي كانت نقطه نقاش ما بيننا يعني ما بيننا احنا الباكات وما بين الوينجات سواء رايت او ليفت تمام بس بتقول النقاش على بعض لا بس هو والله حجاج سالك على الوينج ليفت حجاج بومبا اتفضل يا عمر هي الفكره كوتش ان هي بتبقى على حسب كل باك يعني في باك بيعرف يشغل الوينج بتاعه وفي باك ما يعرفش يشغل الوينج بتاعه الا لو هو اشتغل الاول وفي باكات طبعا الناحيه الشمال بالنسبه لها دي موضوعه وللاسف انا واحد منها بص اعترف على الهوا هو قدامك هو مش شايفه خلاص قصير برضه ده كده معايا هنا وهناك اوديه فين ومنين بس هي طبعا لا اكيد يعني لازم الواحد طبعا يعني الفتره لازم يكون حل المرحله اللي جايه طبعا لازم أكيد. لازم لان احنا عندنا بكار مثلا ما شاء الله يعني لا عليه اعتماد كبير وليه دور كبير فلازم يبقى موجود جوه الماتش اكيد عيطت ليه بعد ماتش المجر والله هو الموضوع ادوا كاس احسن لعيب وانت عيطت بعديها مصر قالت هو زعل ان هو ما خدش كاس احسن لعيب لا صراحه لا 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 خالص والله مع ان حصلت حركه اقوى منها كتير لا خالص والله العظيم بالعكس انا اصلا يعني احنا من ساعه ما الصفاره اتصفرت بتاعت الماتش واحنا خلصوا تعادل انا بدمع ليه؟ انا ما عيطتش يعني بدمع ده الكاميرات كلها جايباك معيط انا لا يعني شايفك متعيط يعني لا والله هو فعلا من اول ما الصفاره خلصت اتصفرت قبل حتى ما يقولوا موضوع مان اوف ذا ماتش والكلام ده الكلام ده اصلا يعني يعني معنوي حاجه معنويه يعني حاجه حتى بين الفرقه حاجه معنويه اصلا حسيت ان انا تعبت فترة كبيرة وخدت مجهود جامد قوي بجد وعملنا مجهود كبير حسيت ان انا بشوف النجاح قدام عيني يعني حسيت ان احنا لا بنوصل يا جماعة لا يا جماعة احنا مش بعيد يعني المجر احنا عملنا عليها ماتش جامد قوي طبعا فرقة جامدة جدا طبعا لا يا جماعة احنا مش بعيد انا اللي خلاني ادمع كده ان انا حسيت ان انا تعبت جدا صورتك واحد بص انا عايزك تتفرج على الصورة دي اهي الراجل جابها لك على طول عندنا بص الصورة اهي دي حكايه كبيره حصلت بعد الورا بس فعلا عملت حاجه كويسه قول لي حكايه الصوره دي انا بعد ما الماتش خلص
انا مبدئيا ده معاد زي ما بقول حضرتك انا حسيت ان انا تعبت جدا ومجهودي باين النجاح بالظبط كده هي. بعد ما وقفنا كلنا مان اوف ذا ماتش علي زين عايز نعمل ماتش كبير جدا دي حقيقة كلكم صراحة كلنا انا مش عايز انسى حد بالظبط كلنا عملنا ماتش فوق الخيال خلاص ما كانش فيه اوبشن تاني غير ان احنا نكسب او خلاص بقى يا جماعه احنا حلم قدامنا لو حصل كان فيه خساره كانت مصر خلاص احنا طلعنا على طول بره وبدل ما احنا كنا بنطلع سلالم كنا هننزل مليون سلمه فالمهم بعد الماتش جه علي زين مان اوف ذا ماتش علي زين يا جماعه وبتاع علي زين انا بالنسبه لي ده كان اهم حاجه في حياتي يعني مش اهم حاجه يعني هو علي زين لعيب كبير عارف ازاي ان هو يدخل لعيب صغير في 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 الجو وفي ويديني الثقه اكتر الصراحه كل لعيبه كانت بتديني الثقه يعني انا مش عايز انسى حد موضوع علي زين ده موضوع علي زين ده اختلف 180 درجه حاجه معنويه فوق الخيال اللي هو لعيب كبير زي علي زين حس ان انا عملت حاجه كويسه وان خلي بالك ان احنا كنت على الهوا ساعتها وقالوا ايه كل الناس اجمعوا ان انت مان اوف ذا ماتش ولقينا علي زين خلي بالك كلكم نجوم ولقينا علي زين الراي العام على السوشيال ميديا ساعتها قال لك الناس ظلمه ازاي بتدوش عصابه الطيار فبعديها على طول انا علي زين مديك طب انا اقول لحضرتك على حاجه والله ده بجد بقى انا بالنسبه لي ماليش دعوه خالص بنظره اللي هو مين شايف مان اوف ذا ماتش انا بالنسبه لي اهم حاجه اكيد حضرتك عارف الموضوع ده ان اللعيبه خلاص يا جماعه احنا شايفين ان احنا قدرنا مجهود الراجل ده ان احنا ادينا الثقه في الراجل ده ان لعيب صغير يطلع وياخد الثقه من اللعيبه دي يعني بالنسبه لاي حد دي بمليون اي يعني حاجه معنويا بمليون هديه ومليون اي حاجه بجد اصعب وقت عندك ايه جوه بطوله العالم اصعب وقت في بطوله العالم هو اصعب وقت وفي نفس الوقت هو احسن وقت إيه عدى بينا بعد خساره تاني ماتش سيبنا خساره تاني ماتش كانت عامل نجاح لقدام بالظبط كده بالظبط كان بجد الناس زعلت كتير بصراحه بس يعني. الناس زعلت بس كان في حاله في المنتخب يا جماعه لا الناس دي رجاله لا بجد آه. الناس دي انا بالنسبه لي ده اول موقف اتحط فيه مع المنتخب موقف صعب بس بجد بعد الموقف الصعب ده لا يا جماعه الناس دي رجاله الناس دي عرفت تلم نفسها الناس دي عرفت ازاي تبقى كتفها في كتف بعض عجبني روحك انا عجبني روحك والله ربنا يكرمك يا عصام طموح الشعب المصري وديتوه في حته تانية انتوا اللي عملتوه الناس لما كنتوا بتلعبوا النرويج ودنمارك الناس بتخرج بعد ماتش بتقول احنا ما كسبناش ليه انتوا اللي عملتوا الحاله دي رايك ايه في الكلام ده والله كوتش هو يعني انا شايف ان احنا وصلنا لمرحله متقدمه جدا ان احنا بنعمل ماتشات كويسه على الناس دي الناس دي احنا كنا بنبقى نازلين من قبل من واحنا في الفندق احنا حاطين في دماغنا ان احنا نازلين خلاص احنا الماتش كل واحد هيلعب شويه وبتاع وبعد كده خلاص كنا نازلين بننزل الماتشات ده كنتش حاطين في دماغنا ان احنا لا احنا نازلين نلعب مع الناس دي احنا نازلين ند بند اللي هو لا احنا راس براس هم مش ناقصين حاجه هم متمرنين واحنا متمرنين الناس كانت مشكلتها في ماتش النرويج ان انتوا كسبانين 3-0 في اول الماتش زي ما حصلتوش على المجلس والله كوش مش عارف يعني مش عارف يعني شايف في المرحله اللي جايه نقدر نعدي ونكسر الحاجز ده طبعا كوتش يعني انا بقول لحضرتك احنا اتمرنا بالنظام اللي الراجل عامله اربع شهور مثلا او ثلاث شهور وشويه ما بال حضرتك بقى لو الموضوع بقى يعني خلاص بقينا متمرسين في طريقه الدفاع وطريقه الهجوم وكل واحد ملتزم بالتكتيك بتاعه وكل واحد بيضغط في المكان اللي المفروض يضغط فيه لا اكيد الموضوع هيختلف طبعا كتير عمر عايزك تقول كلمه بجد صراحه يعني كثير من الناس في نجاح حصل لكن انت عارف الشعب عندنا او الناس عندنا في قله من الناس المنتمين لكره اليد دايما بيتكلموا يقولوا اصل كنا نكسب اصل كنا نقرب اصلي لازم كان الخواجه يغير لا اللعيب ده شاط كره وحشه تقول لهم ايه بعد ما وصلت المركز الثامن لا انا هقول حاجه هو اي مكان اي مكان في اللي بينتقده وفي اللي بيقول عليه حاجه كويسه كويس دورنا احنا ايه دورنا احنا ان احنا احنا شايفين هدفنا قدام مش شايف حاجه ثانيه انا ماليش دعوه بقى مين بيقول اصل ما هو المفروض كان يطلع اصل انت المفروض كنت تعمل كذا انا بشوف اخطائي اللي انا بعملها في ماتش وراجع نفسي وما اعملهاش بعد كده ده اللي انا بشوفه انا ما ببصش على الناس اللي تقعد تقول اصل هو عمل كذا اصل هو كان المفروض يطلع ده برافو عليك اصل المفروض كان يعمل كذا عجبني الرد بصراحه يعني هو عصام هتاخدونا لحاجه ثانيه احنا يعني عندنا
كذا كذا جزء في الحلقة، لسه عندنا نجوم داخلين، فعايزين بس برضو بعد ما نخلص منتخب مصر دلوقتي حالا هننقل نقلة مهمة وهي النادي الأهلي. كابتن عصام، 7 لعيبة منتخب مصر، ما لازم نقول الحقيقة، خسرنا بطولة أفريقيا، اللي جاي إيه في النادي الأهلي بالنسبة لجمهور النادي الأهلي؟ هو ده الأهم بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. عايز أقول إن الفترة الجاية في النادي يعني ممكن الفتره اللي فاتت ديت كان يعني مش عايز اقول كان دروب، يعني مش دروب، يعني ما فيش حاجه اسمها دروب، بس هي يعني، ومش عايز برضه اقول ان الرياضه مكسب وخساره، عشان الاهلي معودنا ان الرياضه الاهلي بيكسب بيكسب، الاهلي مكسب مكسب كده كده، ودي كده كده الروح على فكره اللي بين اللعيبه يا جماعه، احنا هنكسب. الفتره الجايه ان شاء الله فتره هتبقى كويسه. عندنا داخلين على ماتش السوبر مع الزمالك، خسرناه السنه اللي فاتت بالظبط، ما كانش فيه دوافع، ما كانش في حظ. السنه دي في الدفع، في الدفع ان احنا عايزين نلعب كاس عالم انديه. كاس عالم السنه دي انديه في السعوديه، في السعوديه بالظبط، يعني في الدفع، الكسبان هيروح والناس نفسها تروح. انا واحد نفسي اروح، انا عمري ما رحت كاس عالم انديه، توكلنا على الله ان شاء الله. في بطوله افريقيا بتاعت كاس الكؤوس دي هتبقى بطوله قويه جدا، في الدوري وفي كاس. احنا داخلين على مرحله جديده، مرحله التحدي. احنا ممكن نكون الموسم اللي فات خسرنا بطوله او بطولتين، بس ده نتيجه لمكسب عظيم في تاريخي الموسم اللي قبليه، 5 بطولات. حصل الكعبله شويه، خسرنا بطولتين الموسم اللي فات، الموسم ده ناويين خلاص، توكلنا على الله 100%. بص انا عايزك تقوم من ورا، توكلنا على الله، الجماهير هتشيلك كل حاجه، انا بقولك على الهواء قدام الناس. عمر، الروح مهمه جدا، لكن تقول ايه لجماهير النادي الاهلي اللي مستنيه مكسب فريق كره اليد؟ والله كوتش، يعني ربنا يكرم ان شاء الله، باذن الله ربنا يكرم. ولا يعني مش عايز تقول كلام تحسب عليه، لا 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 خالص، لا والله خالص، لا والله خالص. يعني بالروح اللي موجوده في اللعيبه، لا ممكن اقول حاجات ناس عايزه تعوض، ناس عايزه تعوض كوتش، ناس عايزه، ناس عايزه تعوض، كل الناس تفكيرها كده كوتش، كل الناس تفكيرها كده، ان احنا لا، احنا الموسم اللي فات احنا يعني ما رضيناش حد. لا الموسم ده لازم ربنا يكرم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقكم. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي يا كابتن عمر. لا ان شاء الله الباقي عندنا. ان شاء الله. انا سعيد ان انتوا كنتوا معايا، ودايما مزيد من التالق كابتن عمر، كابتن عصام الطيار، نجم كبير ان شاء الله. خلي بالك انا بقول لك اهو، الجول كيبر عليه عامل كبير بالنسبه للجماهير. سيبهولي سيبهولك معاك، انا عارف انت هتظبط كويس، انا عارف ان عمر هيظبطك كويس. كابتن عمر حجاج نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن. في اخر لقائي مع الكباتن الكبار ببارك لهم وبارك لمنتخب مصر، هنخرج لفاصل ونرجع لاثنين من نجوم الجهاز الفني والطبي في منتخب المصري. فاصل وترجع لنا مره ثانيه. رجعتولنا مرة ثانية، وأكيد زي ما في نجوم داخل الملعب لاعبين، في نجوم خارج الملعب لازم يكون ظهرهم نجوم كبار يقدروا يطبقوا الفكر بتاعهم. أكيد لازم نعرف بضيفين كبار عندنا النهاردة، ضيفين يعني فعلا كان ليهم دور ودور مؤثر، أو الجهاز الفني والطبي والإداري كان دور مؤثر جدا جوه بطولة العالم. معانا أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، وهو المدرب العام للمنتخب المصري مع زميله حسين زكي، كابتن هاني الفقراني. كابتن هاني منورنا. الله يخليك يا كابتن عوضي، أنا اللي بشكرك على الاستضافة، ودي مش غريبة على قناة النادي الأهلي، دايما معانا في كل الأحداث، وبصفة خاصة كرة اليد طبعا في وجودك. ورب دايما كده نبقى مجمعين في الانتصارات وفي الإنجازات بإذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن. ومعانا، بصوا يعني قبل ما أعرف لازم أقول دكتور الفريق يعني 100% مش نايم، 24 ساعة صاحي بيدور على كل حاجة. هو دكتور عالمي صدقوني، دكتور عمل طفرة ونقلة جوه الطب الرياضي في مصر، ده على مسؤوليتي الشخصية. دكتور في المرحلة اللي جاية هيعمل حاجات للبلد أحسن كتير. هو محترف، قبل كده احترف في أسبانيا، وقبل كده اشتغل مع منتخب مصري، لكن هو دائما وأبدا بيفضل المنتخب المصري لكرة اليد. هنعرف معاه حاجات كتيرة حصلت جوه بطولة العالم. الدكتور محمد شوقي. دكتور محمد شوقي منورنا. منور بنورك يا فندم. بجد يعني لازم ابدا معاك واقول لك دكتور الفريق ده دكتور مستحيل يكون عنده مساحه للنوم. اه طبعا اكيد. اكيد طبعا. الحقيقه بيبقى الكلام من قبل البطولات كمان بيبقى في ضغط جامد جدا في فتره الاعداد، يمكن اصعب كمان من البطوله الحقيقه، ان هو بيبقى الحمل البدني عالي شويه.
بعد كده ندخل فترة البطولات بقى بيبقى الموضوع ريسكي جدا والقرارات لازم تتاخد في وقت معين ولازم اللعيبة يحصل لها ريكفري بصورة سريعة عشان خاطر احنا حضرتك انت عارف ساعات بنلعب ماتشين يومين ورا بعض ممكن يكون فرق اقل من 18 ساعة ما بين الماتشين لاعبين مثلا 8 ماتشات في 12 يوم فده حاجة يعني للعيبة تفضل على طول على أتم الاستعداد وان هي تكون جاهزة بدنيا الموضوع بصراحه في اسئله كتيره قدامي وجاي محضرك مخصوص ليك لكن انا بشكرك على المجهود اللي جوه ارض الملعب لان ده حاجه محسوسه من كل اللاعبين كل الناس بتشيد بادائك جدا جدا ودي حاجه تسعدني جدا جدا ميرسي لحضرتك شكرا جزيلا كابتن هاني لازم نبدا معاك ونقول طلعت من الدار للنار صح كده من لعيب وكابتن كبير وكابتن المنتخب المصري ليه وجودك في الجهاز الفني للمنتخب المصري ليه اخترت الجانب الفني هو انا من البدايه يعني في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الجانب الفني انا من زمان لما كنت لسه في وانا بلعب كنت حابب الموضوع جدا فنيا كنت حاسس ان انا ممكن ابقى حاجه في التدريب وبدات بالفعل وانا لسه في اللعب ان انا ابدا اخد كورسات واخد دراسات دوليه واجهز نفسي بحيث ان انا مجرد ما اعتزل اللعب ابدا في الكارير التدريب ابقى مجهز نفسي بحيث اخش على طول في المجال فلما جالي الفرصه من الاتحاد طبعا باشمهندس هشام وكابتن علاء السيد وكابتن مؤمن صفا اتكلموا معايا انا وحسين فرصه زي كده في البدايه ده بيبقى حلم لاي لاعب دولي ان هو مجرد ما يعتزل اللعب الدولي ان هو يبدا في الجهاز الفني بتاع المنتخب يبدا طبعا كم خبرات غير طبيعيه طبعا اكيد عارف حاجه زي كده طبعا وفرصه ان انت تبدا يعني احنا بنقول في الوسط بتاعنا كده تبدا كبير تبدا في مجال التدريب كبير ان انت بتاخد خبرات انت لسه سايب المجال ولسه زي ما بيقولوا كده انت لسه سخن في الموضوع تكمل في التدريب طبعا التدريب حاجه تانية خالص ومحتاج وقت ومحتاج دراسه ومحتاج خبرات والكلام ده اللي احنا عملناه احنا كان قدامنا فرص كتير جدا سواء انا وحسين في اللعب لسه كمان وفرص في التدريب احسن من كده يمكن ماديا مادية. مش فنيا كنت لسه هقول لك على ماديا وده منتخب مصر كمان فنيا مفيش احسن من منتخب مصر طبعا ده يمكن ده التوب بتاع ده اعلى حاجه ده اعلى حاجه طبعا وفرصه وحلم لاي حد زي ما انت حضرتك ان هو يكون متواجد في حاجه زي كده واحنا بنشكر طبعا اداره الاتحاد وبالذات الاداره الفنيه اللجنه الفنيه ان هي فكرت فينا وادتنا فرصه زي كده ان احنا نكون متواجدين في الفتره دي بالذات يعني بس ف مع دراسه الموضوع كله ففضلنا ان احنا نعتزل ونبدا على طول الموضوع يعني موضوع التدريب هرجع لك على موضوع التدريب كلام كتير انت كل السوشيال ميديا تقول لك علي فخريه حسين زكي هرجع لك دكتور لازم اعرف منك اشمعنى كره اليد يعني انا عارف ومتاكد ان في اتحادات مصريه عرضت عليك بدون التفاصيل لكن اشمعنى كره اليد بص حضرتك كرة اليد بعيد عن ان هو بيتي اللي انا بدأت فيه الحقيقة هي حاجة ممتعة للشغل بشوف فيها كل اصابات الدنيا يعني في اي اصابة بعد كده بشتغل فيها بيبقى سهلة جدا لان كرة اليد لعبة قوية جدا ففيها من اول اصابات من اول الصباع لغاية صباع الرجل فالحقيقة فيها الجسم كله فيها الجسم كله الحقيقة فبيبقى فيها وهي تحدي جامد جدا ان انت العيد بيرجع في اقصر وقت ممكن فدي حاجه برده بيبقى تشالنج بس العيد عليك ان انت ترجع في اسرع وقت طبعا فدي بالنسبه لي بتبقى برده من الحاجات اللي هي بتبقى اما بشتغلها وبحس ان فعلا حصل ان في العيد ورجع في وقت معين اللي انا كنت محدده فالحقيقه بتبقى حاجه بالنسبه لي مشيقه جدا انا بستمتع الحقيقه بستمتع بيها جدا طبعا. هو دكتور محمد شوقي بالذات بيطلقوا عليه عالمي لان هو اتعلم في اسبانيا او قعد في اسبانيا وتعايش هناك كتير وقعد جوه ملعب اعتقد مع البارسا صح كده؟ مع كنت دكتور مساعد لدكتور برشلونه عايزك بقى تحكي لي الحكايه دي معلش استنى بقى يا كابتن هاني يعني الحكايه دي بصراحه عجباني معاك يعني ازاي المصريين نعرف بس نقول للناس ان عندنا مصريين يقدروا يوصلوا لاعلى حاجه هو وصل بس رجع تاني لمصر عشان هي دي بلده اتفضل يا دكتور هو انا كنت في مستشفى من اكبر مستشفيات العالم في التاهيل الرياضي حيل. وكان دكتور برشلونه كنت انا برضو كنت بشتغل معاه لان هو كان كنت مساعد معاه بس فقعدنا الفتره دي التوازي في شغلي في المستشفى دي مع دكتور برشلونه 4 سنين اللي فاتت حيل. بس طبعا خدت خبرات الحقيقه كبيره جدا في التعامل اتعاملت جوه البارسا نفسهم يعني كنت بتنزل معاهم طبعا بص حضرتك لا هو كان مع الدكتور عامه في الكلينيك بتاعته وكنت موجود جوه النادي اكيد طبعا
هم الحقيقه السكول بتاعتهم سكول الطبيه مختلفه كتير عن العالم كله. لقيتها في مصر؟ بحاول اطبقها في مصر ان شاء الله. لسه هتطبقها؟ انا عارف انت لسه هتعمل حاجه. انا عارف ان شاء الله لسه هتعمل حاجه ان شاء الله. صح ان شاء الله. حاجه كبيره ان شاء الله. حاجه كبيره. انا عارف انا عارف. انا معايا دكتور عالمي ربنا يخليك. هل اختلفوا عليكم كتير في الحوار من اسره كره اليد اصحابك؟ بصراحه خلينا نقول في انجاز وفي لكن في اختلاف حصل عليك انت وكابتن حسين زكي. الناس قالت ان يعني بدايه منتخب مصر ليه؟ انت عندك خبرات تدريبيه زي ما انت قلت, تقول لهم ايه؟ عشان لازم ترد على الاقاويل يعني. في البدايه طبعا انا عايز اتكلم من بدري شويه. اتفضل. احنا بدانا نسمع الكلام ده انا وحسين البدايه لحد يعني. عايز اشرح برضو في البدايه علاقتي بحسين عشان في كلام كتير اتقال علينا وان احنا اتخانقنا ومشاكل وما بنتكلمش بعض. عايزك توضح. انت بنبص الكلام ده بنبص على السوشيال ميديا وفي الاعلام وكده بنضحك. انا وحسين تقريبا يعني بقى لنا تقريبا 25 سنه مع بعض. احنا جيل واحد 78 يمكن عشنا مع بعض اكتر ما عشنا في بيوتنا. علاقتنا ببعض خاصه جدا يعني, غير حتى العلاقه اللي هي الطبيعيه بين اي اتنين زمايل في المنتخب او في الانديه او كده. بنثق في بعض جدا يعني. احنا الاثنين الحمد لله فضل الله يعني علاقتنا ببعض مميزه جدا. فكنا دايما بنشوف الحاجات دي بنضحك وكنا بنعرف الاخبار دي بنتفاجئ بيها وهي بعيده تماما عن الصحه. بدايه الموضوع لما الموضوع اتطرح كان كل الناس كانت حاسه ان, والناس المقربين لينا كانوا حاسين بيقولوا لنا بينصحونا ان هيبقى في مشاكل. انتوا اتنين طب هتبقى اول مره بتتطبق. طب مين اللي هيبقى موجود في الماتشات؟ مين اللي هيبقى موجود في المعسكرات؟ طب هنكون بنسافر؟ طيب فالكلام ده كله الصراحه اتكلمنا فيه مع كابتن علاء السيد في البدايه. وده الكلام حتى ده قبل ما المدير الفني يجي, قبل ما نعرف مين المدير الفني اللي جاي اساسا مبدئيا يعني. هي الفكره من البدايه هي اللي فكر فيها الاتحاد غير الاختيار ان هم بيجهزوا, عايزين يجهزوا كوادر جديده للمدربين. اعتقد دي حاجه كويسه جدا يعني, فكره كويسه جدا. نبص لها من الناحيه الايجابيه ان احنا ناس, هم الناس بتتكلم على الخبره. هو انا المفروض انا ايه دور المساعد في الفريق في اي فريق مش في منتخب مصر بس؟ هل ان هو مطلوب منه ان هو اللي بيقود الفريق؟ هل ان هو مطلوب منه ان يكون عنده خبرات كبيره؟ طب امال مين اللي هيستفيد؟ مين اللي هياخد خبرات لما المساعد يبقى عنده خبرات؟ مين اللي هياخد الخبرات؟ انا دوري في الفريق, احنا جايبين مدير فني راجل مدير فني محترم, راجل جاي بيورينا حاجات. احنا كنا فعلا بقى لنا فتره كبيره بعيدا عن كره اليد العالميه. احنا اول مره, والله مش عشان احنا في الجهاز بس, اول مره نحس ان احنا لينا شكل في الملعب, ان احنا بنطبق حاجه. انتوا لو شفتوا الانطباعات بتاعه الفرق الاوروبيه بره بيبصوا لنا ازاي وبيتكلموا معانا ازاي, ومدربين كبار بيتكلموا عن منتخب مصر ازاي, حاجه والله العظيم تفرح, حاجه تفرح جدا. شفت مصر بيوصل العالم بشكل مختلف طبعاً. حتى مش انا بس, يمكن اي حد بيتكلم حتى اللي بينقد يقول حاجه زي كده. خلينا انت هناك انت اللي شفت العالم ولعبت بطولات عالم كتير والناس كلهم ناس طبعا ناس اصحابنا ومدربين ولاعيبه كبار بيقابلونا بيهنونا على المستوى. دي حقيقه بيهنونا وبيقولوا انت منتخب واعد ومنتخب هيبقى ليه دور كبير وهيبقى الفتره اللي جايه دي ليه دور كبير في على الساحه الدوليه. فدي حاجه تفرح. ارجع لك الموضوع بتاعنا عشان ما نخرجش بعيد عنه. انا عايزك ترد. فبقينا نسمع تمام. فالفكره كانت كده. فلما قعدنا اتكلمنا مع الناس صراحه يعني رتبنا اوراقنا وكل حاجه. جه في الاخر احنا عارفين اللي بيقعد على البنش اربع لعيبه, اربعه من الاستاف كويس تمام. المدير الفني لازم يقعد طبعا, الدكتور لازم يقعد طبعا, دكتور عمر شرقي اساسي. طب اساسي طبعا حتى لو فاضل مكانين. المكان كان قبل كده زمان كان بيقعد مدير الفريق مظبوط. حديثا ما بقاش حد يقعد مدير الفريق. ليه؟ بيقول لك مدير الفريق شغله كله بيبقى قبل المباراه كويس, في اثناء المباراه ملوش اي دور. ف قال لك خلاص مدير الفريق بيخلص ومش هيبقى موجود, فدي مكان فاضي. حديثا برضو المنتخبات الكبيره بدات تحط مدرب حراس مرمى على اساسي على لان دور حارس المرمى دلوقتي في العالم كله بيعدي ال 50% للفريق. انت شغلك ده كله من غير حارس المرمى ولا اي شيء. اعتقد ان حارس المرمى منتخب مصر عملوا اللي عليهم وعملوا اللي عليهم والمدرب عمل فرقه ما ننكرش كده. يبقى الاثنين وجود هي. الراجل ده مع الفرقه الواحد برضو يحب يدي كل حقه طبعا, عمل فرق في الملعب فنيا ونفسيا وكل حاجه. هايل. فكده فاضل مكان. لما قعدنا كلنا نتكلم احنا الحاجه الكويسه في الجهاز او في الاتحاد او في كل الناس اللي موجوده في المنظومه دلوقتي ان ما حدش بيبص للمجد الشخصي لذاته. احنا بنبص احنا عايزين المكان, مصلحه المكان. لما قعدنا اتكلمنا في الموضوع مين ازاي نوصل للحل ازاي, وبرده المدير الفني كان ليه دور في الموضوع ان احنا كان ليه راي, وكان رئيس اللجنه الفنيه كابتن علي راي, واحنا كلاعيبه كنا قصدي كجهاز بنتكلم في الموضوع. وصلنا في الاخر ان احنا عشان نطلع من التجربه باكبر استفاده ان انا اقعد في مباراه وحسين يقعد في مباراه. حاجه جديده تمام. دي حقيقه. احنا ليه بنتكلم على حاجه قبل ما نشوف نتائجها؟ زي بالظبط كده لما اتكلموا على منتخب الشباب. منتخب الشباب لا عايز اقول بس الحته دي بس فضل.
زي ما اتكلموا على التجربه بتاعه منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، ازاي بنجيب مدربين مش متفرغين زي كابتن طارق محروس وكابتن مجد ابو المجد، وازاي ولازم يبقى حد متفرغ. لا مش كسبنا، ده احنا كسبنا باكتساح. لما بنكسب تونس فرق 8 ولسه خسرانين منها البطوله اللي فاتت، ونكسب فرق 6 في الناشئين والتجربه تنجح بالشكل ده، ما حدش طلع قال لا التجربه نجحت، لا ممكن نعممها. الكلام ده كله ليه بنحكم على التجربه قبل ما نشوف نتائجها ايه؟ لما بعد التجربه لو حد كان يتكلم بعد كاس العالم نقعد نشوف ايه المشكله. انا وحسين حضرنا كل حاجه، حضرنا كل المعسكرات، حضرنا كل المعسكرات الداخليه والخارجيه، كل المباريات الوديه. انت رايك الناس تحكم على التجربه بعد النهايه حتى لو فيها سلبيات انت موافق؟ مستعجل ليه؟ أكيد في سلبيات، ما حدش كامل، اكيد في سلبيات. ممكن نقعد نتكلم في السلبيات من هنا لبكره معاك، وما فيش حد بيعمل حاجه كامله. اكيد احنا في شكل كويس وفي مركز محترم وفي بس احنا نفسنا كنا يعني الخطه اللي محطوطه كجهاز او كاتحاد ان دي خطوه تمام. الظروف ساعدتنا ان احنا الخطوه بقت احسن بكتير الحمد لله، احسن طبعًا. ما كنا متوقعين، بس ده ما جاش من فراغ، ده جاي من جهد وشغل وباين وباين الشغل الفني. طب بنركز في الحته الفنيه، ايه التطور، ايه اللي ممكن نضيف ايه للحته الفنيه، لكن ليه بنتكلم على الحاجات اللي حوالين الموضوع وسايبين الموضوع نفسه؟ فطبعا دول كل الناس اللي بتتكلم طبعا انا بحترمهم جدا طبعا، كل الاحترام ليهم وكلهم كباتني، الكباتن بتوعي طبعا كلهم، والناس كلها احنا بنسمع منهم. انا كنت بسمع، انا متاكد ان هم يعني ده اللي مخليني ما ظنتش اي سوء بيهم، ان انا متاكد ان هم بيتكلموا مصلحه المكان، لان المكان ده طول ما احنا في المكانه دي احنا كاسره كره يد كلنا احنا في مكانه. اي واحد ينتمي لاسره كره اليد المصريه اكيد طبعا بتفرق معاه. طبعا بتكسب. احنا كلنا احنا سافرنا بره، احترفنا بره وعشنا بره، وعارفين يعني ايه منتخب مصر لما بيكون في مكانته الطبيعيه. احنا كده لسه احنا برضو لسه ما وصلناش لمكاننا الطبيعي، ان شاء الله باذن الله الكلام ده في مصر منتخب مصر هيرجع لمكانته الطبيعيه، ويا رب دايما كده ان شاء الله نقدر نرجع المنتخب في مكانته الطبيعيه، لان ده كله مكسب لينا كلنا. يا رب. يعني الروح للعيبه والجهاز عجباني، روح عظيمه طبعا. لكن الدكتور لما بقى عيوننا لعيب كده كنا نقعد الدكتور نقعد نتكلم مع بعض، صح هاني؟ ده سر الفريق ده الصندوق الاسود ده بالظبط، واخد بالك؟ يعني يجوا كنا نخش الدكتور، عارف انت ايه؟ ما بلعبش، متضايق، مش قافز، يعني اكيد عندك اسرار اللعيبه دي. طبعا طبعا الحقيقه، بس هو ده دوري في الفريق ان انا اقدر الم ورا المدرب ورا المدربين المساعدين. قول لي، كان عندنا اصابات كتيره في بطوله العالم ما كانتش باينه بالنسبه لي، ما شاء الله نمسك الخشب ان كان مش باين ان موجود اصابات، لكن اكيد في. الحمد لله الحمد لله، يعني احنا من 8 فرق كبار الحمد لله تقريبا احنا الفريق الوحيد اللي ما عندناش اصابات كبيره، يعني كل الفرق الكبيره في عندهم اصابات بتطول كمان، ممكن اللي هو من 3 شهور لست شهور اصابات كبيره جدا. الحمد لله احنا معدل اصاباتنا قليل، بس ده جاي من جهد الحمد لله. يعني احنا اول ما جينا بدانا فتره الاعداد كان عندنا اهداف قصيره المدى واهداف بعيده المدى. الهدف القصير المدى ان احنا كنا بنشتغل على بطوله العالم، اوكي، ان احنا بنعمل برامج بريفنشن انجري بريفنشن، برامج وقايه للاصابات للعيبه، وكل لعيب وقايه للاصابات طبعا هي. وكل لعيب على حسب مركزه، يعني الوينج بيختلف عن البيفوت، بيختلف عن الشوتر، عن الخط. دارس ده يا دكتور انت؟ اه طبعا. ما شاء الله عليك، عجبني والله. لا طبعا. فالحقيقه كان كل واحد بياخد الجرعه بتاعت البرامج الوقائيه بتاعته. فالحقيقه دي اثرت معانا جدا في الحمل بتاع الماتشات، ان زي ما قلت لحضرتك ان احنا لعبنا عدد ماتشات كبيره في وقت معين. والحقيقه اللي احنا برضو البروجكت اللي احنا ماشيين فيه ان هو ماشي مع المنتخبات كلها. يعني منتخب 98 ومنتخب 2000 والمنتخب الاول كله نفس الانجري بريفنشن بروجرامز بنشتغل مع بعض، هي برامج الوقايه من الاصابات. والحقيقه في يعني بستغل الفرصه في النقطه دي ان انا اشكر دكتور عمرو عصام المسؤول عن منتخب 98، ودكتوره زينب مسؤوله عن منتخب 98 ومنتخبات البنات ما شاء الله، والدكتور كريم عيد كان الحقيقه كان موجود معانا لغايه فتره قريبه، برضو عمل دور كبير جدا في مع المنتخب الاول رجال، والدكتور ماجد بقى اخر احدث المنضمين. الحقيقه ليهم دور كبير جدا جدا في الشغل، فيهم دكتور سامح ودكتور محمود العدل طبعا فوقينا. طيب لا طبعا اكيد شكرت كل الناس، لكن انا هشكرك انت شخصيا لان كان ليك دور جوه بطوله العالم، انا عرفته شخصيا فلازم اقوله للناس، عمل ريكفري مش طبيعي للعيبه. عايز افهم منه الريكفري ايه في اقل من 18 ساعه ازاي، وشايفين منتخب مصر ما شاء الله نمسك الخشب بيلعب بنفس القوه بنفس اللياقه. الحمد لله دي حاجه الحقيقه للمنتخبات عامه، يعني الكبيره بيكون ليها الحاجات اسلوب الريكفري بتاعها بيكون ده من ضمن الاسرار بتاعه الفريق، بحيث ان هو ده اللي بيقدر ينافس بيه المنتخبات الثانيه. لان احنا في لعب كره اليد احنا الفريق الجاهز بدنيا في اخر البطوله هو اللي بيكسب
اكتر وبيكسب البطوله عامه. فاحنا هو التارجت بتاعنا ان احنا نوصل ازاي ان احنا نوصل الكيرف بتاعنا يعلى ما ينزلش في اخر البطوله. ده اللي حصل الحمد لله. يعني احنا بدانا بدايه كويسه, بعد كده نزلنا سنه صغيره, بعد كده احنا الكيرف بتاعنا كل ماتش بيفرق عن التاني اكيد. فطبعا اللعيبه ساعدتني كتير جدا في الموضوع ده. يعني عايز اقول لحضرتك احنا مثلا من الحاجات اللي بنعملها ان احنا بعد ما بنخلص على طول الماتش بنعمل ايس ريكفري. تخيل بقى لعيب مثلا احنا مغلوبين في ماتش وهو مش طايق نفسه ولا حاجه وبيعمل ايس ريكفري عشان خاطر عندنا ماتش بعديها ب 18 ساعه. فبحقيقه لا يعني رجاله بجد. مبسوط منه بجد. طبعا مين الضيف الكابتن الزائر العظيم اللي رجالك على طول رايح جاي على اوضتك؟ لا الحقيقه مظلوم. لا كله رايح جاي على اوضتك. كله رايح بعد ما يخلصوا بروح له انا وحسين برضه. لا عشان نعرف بقى لا عشان نعرف ايه الاجواء واللعيبه ايه الجهاز برضه. يعني انت بتعمل ريكفري كمان للجهاز؟ اه طبعا ريكفري نفسي طبعا. كلمه حق بس, كلمه حق بس اديها للدكتور محمد شوقي والناس اللي ذكرها دي كلها. احنا لعبنا بطوله افريقيا للشباب زيرو اصابات, لعبنا بطوله افريقيا للناشئين زيرو اصابات. طب الله يكرمك كفايه الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. كاس عالم لسه زيرو اصابات الحمد لله. وكان في اصابات كبيره اثناء البطوله وقدر هو هو قال كلمه مهمه حمد. انا بشتغل على الوقايه من الاصابات. كل ده دي برامج هو حاططها هو دكتور عمرو وشغالين عليها تحت. الكلام ده الكلام ده الحاجه اللي الاتحاد عملها الصراحه دي تتحسب له. الرياضه عموما بقت علم, ما بقاش زي زمان المدير الفني هو بيعمل كل حاجه. المدير الفني زمان كان هو اللي بيعمل كنترول على كل حاجه. تمام. والدكتور العلاج الطبيعي اللي موجود المفهوم اتغير. زي زمان كان بيبقى تقريبا اخصائي مش دكتور. المفهوم اتغير في العالم كله. انت بتقول عليه عالمي. هو الراجل ده الناس تفتكر الحلقه دي كده وتفتكر كلامك عنه كمان سنتين ثلاثة كده. سنتين ثلاثة مين؟ ده ست شهور هيبقى. لا هو التغيير اوكي اوريدي بقى كده سنتين ثلاثة. لا هو دلوقتي هو في حاجات يعني شخصيا ما بحبش اتكلم هو عن نفسه. انا هو هو يعمل تلاقيش عارف بعد الدكتوراه. هو بيعمل دكتوراه دلوقتي في امريكا بعد ما يخلصها. خلينا من الدكتور لدكتور. حاجة مهمة جدا صدقوني. لكن كابتن هاني التعامل مع ديفيز واللاعبين بحكم ان انتوا قريبين للاعبين ولعبت مع بعض اللاعبين في الملعب دايما كانت بتحصل بعض المشاكل في الحتة دي. لكن اعتقد ما كانتش سهره الموضوع خالص عندك ولا كان بيحصل اي مشاكل خالص ما شاء الله. يعني كل اول حاجه ديفيد على مستوى الشخصي شخصيه جميله جدا. واحنا انا وحسين استفدنا منه جدا فنيا. المدرسه الاسبانيه مدرسه غنيه جدا بالتفاصيل واساليب اللعب. الحاجات دي احنا ما عشناهاش قبل كده لان احنا ما اتمرناش تقريبا مع مدرب اسباني في الفتره اللي احنا لعبنا فيها. وباذن الله الفتره اللي جايه دي الناس هتحس باختلاف كبير قوي فنيا كمان اكتر من كده. احنا لسه كل اللي احنا عملناه ده نوعين ما يكملش 50% من اللي احنا عايزين نوصل له. يمكن ضيق الوقت وقله الماتشات اللي في البدايه هو اللي كان طالب كده لهدف. يمكن الناس اللي كانت بتتكلم على الماتشات القليله برضه هو كان بيتكلم لما جه يتكلم معايا. لا هقول لا اصل انا عايز اوضح الحته دي عشان الناس في حاجات في ناس بتتكلم حاجات انا لا والله انا بوضح بس ده انجاز. بصوا يا جماعه لازم اقول ده انجاز اللي اتعمل ده انجاز. الجهاز الفني واللعيبه عملوا انجاز كبير. لازم نفسي لما نعمل حاجه كويسه نزق الناس اللي قدام. كفايه كلام خلي مصر تطلع لفوق. اتفضل. الحته دي بس اوضحها ان هي لما جينا نقول له مباريات قال لك انا هلعب انا عايز الوقت ده استغله ان انا ادرب اللعيبه الاول عشان ابقى متمكن من ادواتي في مبارياتها. هروح العب ماتشات عشان اعمل ايه؟ ما لازم الاول في اوصل تدريب. اوصل لحاله الرضا في الـ في الـ في الليفل اللي انا عايزه اوصل له الاول بعد كده العب ماتشات. لكن هقعد العب ماتشات مهمه. الماتشات مهمه معاك بس التدريب اهم ولا الماتشات اهم دلوقتي في الفتره اللي انا عايز اوصل الفرقه لمستوى فني معين؟ طيب فالحته بتاعه العلاقه بين بيننا وبين ديفيد وبيننا وبين اللعيبه دي كل اللعيبه دي اخواتنا صغيرين وكلهم لعبوا معانا ويعني هم اللعيبه الصراحه عايز اديهم حقهم برضو. تعبوا جدا جدا معانا في البدايه. احنا قعدنا تقريبا شهر كامل في البدايه معسكر تمرين 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 وبعد كده خدوا فتره راحوا في افريقيا ورجعوا لنا تاني. استحملوا كتير. الروح اللي هم كانت فيها يعني سبب رئيسي من اللي احنا وصلنا له ده الروح من البدايه مش في البطوله. روحهم ان هم حسوا في حاجه مختلفه. سواء من الاتحاد من الاهتمام من الشركه الراعيه من الجهاز الفني اللي الموجود من الجهاز الطبي. حسوا ان في حاجه شموا ريحه ان في اللعيبه. انت كنت لعيب قديم ومفاجئ لما انت بتحسها. طبعا في كواليس معينه بعد خساره ماتش قطر. طبعا خسرته مصر اتقلبت على منتخب مصر دي حقيقه. طبعاً. الناس زعلانه وحقها تزعل. لكن ازاي قدرتوا تخرجوا نفسكم واللاعبين والحاله دي لحاله انجاز كبير؟
ماتش قطر طبعا علينا كلنا كان مشكله كبيره وحاسين وعارفين يعني مدى خطورتها ومدى الانطباعات اللي جت في مصر علينا. رد الفعل الشارع طبعا ولا... احنا قبل ما نشوف رد الفعل من الشارع احنا كلاعيبه نفسنا كفريق خسرنا لان ده كان ماتش اول حاجه غير اهميته بالنسبه لنا احنا كان ماتش مهم جدا لينا احنا عشان هو ده ماتش من الماتشات اللي هتاهلنا للدور الثاني هو ده اللي احنا كنا بنحسبنا عليه فدي كانت دي بدايه المشكله بدايه بقى ان احنا نرجع اللعيبه ازاي خرجتهم ازاي وكان عندنا تاني يوم ماتش ماتش ارجنتين تخسره بره انت خلاص بره رسمي على خسرت مفيش حاجه فعلا دي حقيقه بدانا من اوضه اللبس من بعد جوه الملعب مباشره دخلنا طبعا انا وحسين لحد ما وصلنا الملعب خلاص اللعيبه كانت قاعده في الملعب مش قادره تقوم مش قادره ترجع فوقناهم خلاص يا جماعه يلا عندنا ماتش مش اخر حاجه في الدنيا خسرنا عندنا فرصه ثانيه لازم نخرج هو ده طبعا دور المدرب المساعد او المدرب اللي هو كان لسه خارج من الملعب لازم نتكلم عليه اتفضل عشان حاسس اللعيبه حاسه بتعمل ايه اتفضل دخلنا جوه الغرفه الصراحه ديفيد عمل جوه محاضره هايله بعد المباراه على طول كويس قال لهم انا عارف قيمه اللي انتوا فيه دلوقتي وعارف انا زيكم كنت لعيب لو كنت بخسر ماتشات بالقيمه دي كان بيحصل نفس الكلام بس احنا انتوا ايديكم انتوا حظكم حلو ان انتوا لسه عندكم فرصه ثانيه تنسوا الناس اللي انتوا عملتوه والفرصه دي بكره لو فضلتوا كده بكره هتخسر الفرصه اللي ربنا مديها لك والموضوع هيبقى اكبر وهنخرج احنا كل اللي هنعمله ان احنا نرجع دلوقتي نهدى عندنا اجتماع هنقعد نتكلم هنشوف هنعمل ايه ونفكر في ماتش بكره عندنا فيديو نصحح الاخطاء بتاعتنا ونشوف هنعمل في ماتش ايه بكره وننزل بكره هنقعد نلعب في كل مباراه لحد اخر نقاط لحد اخر لحظه وفضل بقى هو بيتكلم الناحيه واحنا انا وحسين بنتكلم رجعنا اتكلمنا مع اللعيبه خدنا اللعيبه مجاميع هو كان ليه وجهه نظر ان الكلام الكتير مع اللعيبه دلوقتي يخليهم يسترس يجي عليهم اكتر كويس فكان رايه ان احنا نسيبهم قال كل الكلام اللي هنتكلم عليه هم عارفين فبقينا نتكلم معاهم بلاش ما عملناش مجمعات متجمعات لا ما عملتش اجتماع وقتها يومها عملنا اجتماع تاني يوم الصبح بس هو اول ما وصلنا الفندق اتكلم معاهم تاني وخلاص ويلا عندنا عشاء وحاول يخرجهم من الحاله دي احنا بعد كده انا وحسين اتكلمنا معاهم اللعيبه الكبيره لوحدها واللعيبه الصغيره ده كل ده بيحصل بناء على اتفاقات بين الجهاز الفني طبعا عملناه وبعد كده سيبناهم هم اتكلموا مع بعض صراحه احمد الاحمر كان ليه دور كبير قوي في الفترات دي فرقه مخاطره طبعا كان بيعمل لهم ايه في غرفه الدكتور بص بقى دي الاسرار غرفه الدكتور مظبوط هو كان لعيب على طول بتعمل الاجتماع بتاعها عندك لما يكون كده انا لو فتحنا انا وانت لا ده في الحلقه نقعد نتكلم في ساعات انا عارف الكواليس عادي بس اللعيبه الاخر يعني اللعيبه كانت على قد المسؤوليه نزلوا ماتش قطر ماتش قصدي الارجنتين كان في يعني يمكن ماتش الارجنتين من اسوء المباريات اللي لعبناها برضو بس هم قدرنا نعدي منه وبعد كده لو تاخد بالك من بعد ماتش الارجنتين المستوى الفني كمان ارتفع ماتش المجر ماتش انجولا ماتش الناس بعد ما كنت بتلعب النرويج النرويج والنيربارك لعبوا فاينل كاس عالم طبعا خسرت من النرويج 5 تجوان تقريباً 4 تجوان 38-28 والدنمارك 6 تجوان الناس بعد الماتشين قالوا في مصر احنا ازاي بنخسر من دول احنا لازم نكسب طبعا عجبك الكلام ده عجبني بس اللي زعلني ان هو ما كانش واقعي يعني انت من بالظبط من 3 ايام بتتكلم ان المنتخب ما ينفعش ومشاكل وي وبعدين بعديها ب3 ايام بتقول لا المنتخب احنا المفروض نكسب كاس عالم طب ازاي احنا اهم حاجه بتطع. لا اهم حاجه حصلت في المنتخب ده الفتره البطوله دي اهم مكاسبها ان احنا صعدنا لمرحله بقى لنا 18 سنه ما صعدناش فيها من ساعه ما النظام الجديد ده اتعمل وان احنا عشنا المرحله دي قبل ما نيجي كاس عالم مصر لان هي دي ما كناش عايزين احنا كنا جهاز فني مش عايزين اللعيبه تتفاجئ بالمرحله دي اهم حاجه بقى بعد كده ان احنا نشوف نفسنا فين من الناس دي واحنا لقينا نفسنا قريبين قوي هنروح للمرحله دي حالا لان بص الوقت بيجري بيا بس لازم اتشوي سؤال دكتور بتعمل دكتوراه في امريكا مظبوط حضر دكتوراه في امريكا وعندك تغيير او عندك حاجه هتعملها في الطب الرياضي في مصر في ظرف 3-4 شهور ان شاء الله ان شاء الله الفكر ده كله كل ده عشان كره اليد ولا ده عشان محمد شوقي لا طبعا بص زي يعني ما قلت لحضرتك كل الاساس على الموضوع زي ما قلت لحضرتك كره اليد دي بيتي يعني وانا لما يعني لما جيت اتكلمت مع كابتن علاء سيد وكابتن مؤمن وكابتن هشام نصر الحقيقه يعني احنا انت معانا انا معاكم خلاص في البروجكت اللي بنعمله لغايه كاس عالم 2021 في بروجكت بنعمله ان احنا بنغير ايه التغيير اللي هتحصل؟ حته خفيفه عايزك تديني نبذه سريعه ايه التغيير اللي هيحصل؟ يعني عامه مثلا احنا في
حاجات قياسات بنعملها مثلا للعيبه بطريقه معينه قبل اسرار المهنه ولا هتطلع قدام الناس بعد شويه؟ هتطلع واحده 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 تمام. زي ما قلت لحضرتك من ضمن الحاجات اللي هي البرامج الوقائيه من الاصابات, في حاجات بقى اللي بيسموها المونيتورنج اوف تريننج لود, يعني انت ازاي تقدر تشوف التمرين القوه بتاعته وقوه تحمل اللعيبه عامله ازاي, فتلحق اللعيبه قبل ما يحصل لها ان هي يبقى عندها اوفر تريننج اللي هو حمل تدريبي زايد. فهي دي برده دي حاجه تمسك بالظبط حاجه قبل ما تحصل, يعني بدل مثلا ما يكون انا عندي لعيب فيه ممكن يحصل له مشكله ويقعد فيها شهر ونص او شهرين, لا انت ممكن تقعده يوم او يومين فتمنع انت ان هو التايم لوس او الوقت اللي هيتفقد في ان هو ما يلعبش. فدي دي من ضمن الحاجات. انا عشان الوقت بتاعنا ضيق فانا هجيبك حلقه لوحدها ان شاء الله, هنقعد نتكلم على الطب الرياضي كله. هاني شايف المرحله الجايه ازاي بعد طموح الشعب المصري؟ المرحله الثامن عندك افريقيا في تونس تاهل لطوكيو, وعندك كاس عالم في مصر, الناس لا تتنازل عن الوصول الى اعلى 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 ممكن يكون الطموح دلوقتي في مصر ان احنا نكسب كاس العالم. طبعا احنا نفسنا كجهاز فني وكلعيبه احنا بنحلم باول حاجه, احنا مشينا خطوه خطوه, عملنا خطوه الحمد لله, دي عملنا خطوه كبيره في المستوى الفني وفي النتائج ووصلنا لمرحله كويسه جدا. من دلوقتي بنخطط لافريقيا ان شاء الله في تونس, ده بالنسبه لنا احنا. طبعا في البلان محطوطه من قبل كاس العالم, هنبدا بقى السكادول يتحط ونشتغل ازاي والمعسكرات والحاجات دي. بعد كده طبعا تونس في تونس هتبقى منافسه طبعا كبيره, الناس عارفه كلها المشكله مش مشكله ان دايما الماتشات دي بتبقى كبيره وبالذات في تونس ومؤهله لطوكيو, فهنشتغل هنعمل اللي علينا زي ما احنا شغالين وباذن الله ربنا يوفقنا. احنا واخدين خطوه خطوه, بنفكر دلوقتي في افريقيا, بعد افريقيا يبقى في الاولمبيك جيمز ان شاء الله, وبعد كده كاس العالم في مصر, ده بقى ده هو ده الخطوه الكبيره باذن الله. ببارك لك, ببارك لك خطوه التدريب, ببارك لك على النجاح والانجاز لكل منتخب مصري بأعضاء الجهاز الفني والجهاز الطبي الاساسي. يا رب يا دكتور محمد, نورتني. منور بنورك يا شرف, وحاجه سعيده, ولازم اعمل لك حلقه كبيره, خلي بالك على الطب الرياضي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم, ان شاء الله. شكرا كابتن هاني. يا كابتن عوضي, ودايما يا رب كده متجمعين في الانجازات وفي البطولات ان شاء الله. انجاز كبير, بشكر الجهاز الفني والطبي والاداري للمنتخب المصري, بشكر كل الناس فيهم لان فعلا تعبوا وادوا عليهم. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل اثنين لعيبه كبار, كابتن اسلام حسن وكابتن ابراهيم المصري. مستمرين مع الجمله, بس المره دي اخر فقره عندنا النهارده, معانا نجمين كبار, معانا قلب الاسد مدافع قوي جدا من طراز فريد, معانا كابتن ابراهيم المصري. منورنا. نورك عالمي والله. منورك ايه؟ انت العالمي. والله انت العالمي. لا والله العظيم انجاز جميل, يعني مصر كلها فرحانه بيكم. الحمد لله, يعني الحمد لله عملنا بطوله كويسه وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يا رب ان شاء الله. ومعانا المايسترو صانع العاب الفريق الكابتن اسلام حسن. ده نورك يا كابتن خالد. حبيبي قالوا عليك كلام كتير في البطوله دي, اسلام حسن كان محور اداء المنتخب المصري بالذات ان احنا كانت فترات كبيره قبل كده ما كناش بنشوف الهجوم بالشكل ده. الحمد لله طبعا فضل ربنا كان في توفيق البطوله دي, شكل اداء اتغير, كان الاداء اقرب ان البلاي ميكر في البطوله دي مدرب المنتخب خلاه اللعب جماعي اكتر يخدم الفرقه, فممكن ده كان ياثر عليا في اللعب المهاري بتاعي او في اللعب الفردي, لكن فاد المنتخب بشكل اكبر. يعني كان قبل كده كان عندنا مشكله دايما في الهجوم في المنتخب المصري, المره دي كل الناس في كره اليد يكلموا ان شكل المنتخب مختلف, بقى فيه اتنين باكات بيشوطوا, بقى فيه اتنين وجات مش دايما اللعب عليهم, لكن دايما بنروح في اللعب في نص الملعب, بس كنا قادرين نتواكب مع الفرق الكبيره او المنتخبات الكبيره. بص والله يعني اللي انا شايفه كره اليد العالميه كلها لازم الباكين يشوطوا, لو ما شطوش كنا على طول كان عندنا مشكله في منتخب مصر. دي حقيقة. اللعب فردي اكتر, اللعب مفيش تجهيز, كان احمد الاحمر دايما تلاقي اللعب على طول منحصر بين اثنين ثلاث لعيبه, تلاقي ده جايب 30 جون ده جايب 40 جون وخلاص المنتخب على كده, فده كان طبعا بيأثر على المنتخب, تلاقي مفيش حد ظاهر تاني. اول مره في كاس عالم بقاله فتره كبيره تلاقي الست سبع لعيبه كلهم فوق ال 23 24 جون, فدي كانت حاجه كويسه, المنتخب خلت اللعب شكله كويس, لعب جماعي, ومدرب المنتخب عمل سيستم, ده فرق معانا جدا بصراحه. فرق معانا. ابو خديجه, اخبار خديجه ايه؟ كويس الحمد لله والله. قول لي قعدت معاها قد ايه بقى؟ اول ما جيت على مصر ما لحقتش, هو يوم بس جدا. يوم؟ يوم ما لحقتش وجيت لنا. جيت صح؟ قول لي يا مصري, فعلا البطوله مختلفه وعملت
حاله مختلفه في وسط الدفاع. جايز الناس بقى يعني مش وصل لها ده ان نص الملعب انت مالي نص ملعب في الدفاع. السيستم الجديد عملت معاه ازاي؟ والله هو السيستم ده كان جديد يعني جديد علينا كلنا. بس ادينا ابرز حاجات السيستم عشان استقرب معاك شويه. لو الناس بتتفرج على اقوى الفرق في اوروبا وفي العالم كله بدا يتجه للمدرسه الاسبانيه في الدفاع لان هي مدرسه انا شايف ان هي متطوره جدا وبتواكب القوانين الجديده بتاعت الهاندبول. ابرز الحاجات مثلا ان ما ينفعش يعني انت بتدافع على مساحه مش بتدافع على لعيب. يعني لو مساحتك انت مثلا واقف 3 متر معاك 7 لعيبه في الملعب فانت بتدافع عليهم. دي ابرز الحاجات فيها. كان سيستم جديد علينا كلنا، كان حاجه مختلفه. بس عشان بدانا من بدري من شهر 6 اللي فات فقدرنا احنا الى حد ما ان احنا نتقنه. ولسه ان شاء الله دي كان يعني دي اول بطوله رسميه لينا، كمان ما لعبناش ماتشات قويه قبل كاس العالم، فاول بطوله رسميه بالمنظر دوت. انا متفائل جدا للي جاي يعني ان شاء الله. باللي جاي ان شاء الله. اسلام قبل بطوله العالم الناس اتكلمت، يعني خلينا نقول ان انجاز حصل وكل حاجه، لكن اتكلموا ان الاعداد مش متواكب مع بطوله العالم. مصر بتحقق حاجه مختلفه تماما ببطوله العالم. بص احنا على طول كنا متعودين ان الاعداد 3 شهور وبعد كده بتروح كاس عالم. لكن المره دي كان الاعداد مختلف، حصل ظروف لمدرب المنتخب. بس اظن ان احنا كملنا الفتره دي اللي كان مطلوب مننا. احنا لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك لعيبه المنتخب كامل بيبقى عندهم في الفتره دي اصلا كده كده بطوله افريقيا، فانت مشغول مع الانديه فانت مش هتعرف تدخل منتخب تاني الا شهر 12 اللي هي اللي احنا فعلا اتجمعنا فيه. قدرنا ان احنا كان معانا مدرب الاحمال سيرجيو الاسباني، فعلا افاد المنتخب كتير جدا بدنيا. ظهر اول مره يكون معاك مدرب احمال في منتخب مصر؟ لا، او اجنبي. قبل كده كانت موجوده من كذا سنه ايام لوميل الالماني كان في معايا مدرب احمال، لكن المره دي فعلا كان الموضوع مختلف. يعني الموضوع مش اللي هو يديك كتير في البدني فعشان تقف على رجلك، لا الراجل ده كان منظم جدا بحاجات بسيطه تقدر تقف بيها على رجلك. فاظن لا ما اثرتش كتير وده ظهر في البطوله على البدني بتاعنا. الروح مختلفه تماما في منتخب مصر، روح الفانيله الحمراء في النادي الاهلي ودي روح المنتخب المصري. قدرتوا تعملوا حاله مع الشعب المصري؟ اكيد طبعا الروح كانت مختلفه. المنتخب فيه عناصر كتير جديده مع عناصر خبره، كان لازم يعمل حاجه كاس عالم دوت لان احنا عندنا كاس عالم الجاي في مصر، فاحنا كلنا كنا متفقين ان احنا لازم نعمل حاجه. كان جاي لنا فرصه مجموعتنا مش سهله بس وحصل ظروف طبعا، يعني ظروف برضو البطوله ساعدتنا ان نروح تعلى مع الوقت ان احنا نخسر قطر، وكان قدامنا ماتش الارجنتين ان احنا لازم نكسبه عشان نكمل في المنافسه. فاحنا ظروفنا في البطوله هي اللي ادت ان الروح تبقى عاليه في الاخر. يعني لو كنا ممكن كسبنا قطر كان ممكن ما نوصلش للنقطه اللي احنا وصلنا لها دي. كنا ممكن ما توصلهاش، كان ممكن ما نوصلش ان المجموعه تمشي عاديه، نكسب قطر ونكسب الارجنتين وانجولا ونصعد نطلع مركز 12 نطلع مركز 11 لكن ما كناش اعتقد ما كناش هنوصل للثامن. مصري دايما في الاوض المقفوله احنا لعيبه بنكلم بعض، عارف انت واسلام بتقعد في اوضه واحده. قلتوا ايه؟ اللعيبه عملت ايه؟ ايه الحوارات اللي حصلت بينكم وبين اللعيبه ككل منتخب مصر؟ طبعا في حوارات فنيه وحوارات يعني تشجيعيه بالظبط. يعني كان قبل كل ماتش دايما بالليل بنقعد اللعيبه كلها، معانا احمد الاحمر كابتن فرقه، لعيبه الكوره بتقعد بتقول وجهه نظرها في الماتش سواء في الدفاع سواء في الهجوم، بننظم ارائنا بنشجع بعض. زي ما بقول لك ظروف البطوله كان صعبه جدا ان انت تخسر من قطر، وكان عليها ضغط جامد جدا تخسر من قطر، وتاني يوم يبقى عندك الارجنتين لازم تكسبها. الارجنتين فرقه قويه جدا تعدت على المجر، فالظروف خدمتنا. يعني الحمد لله الظروف خدمتنا ان احنا قدرنا ان احنا نوصل في الاخر خالص لفورمه ان احنا بدنا نلعب دنمارك والنرويج اول وثاني العالم. والناس يعني بيخسروا يعني الدنمارك الفرقه الوحيده طبعا الدنمارك الفرقه الوحيده اللي لعبوا 7 هي مع منتخب مصر. كان في تصريح برضو لمدرب الدنمارك قال اصعب ماتش في البطوله كان ماتش مصر يعني وكنا ماشيين معاهم جون بجون. ماتش النرويج كان نفس الكلام، فهي الظروف خلتنا ان احنا نقفل على يعني نقفل على بعض اكتر ونكلم بعض اكتر لان الكلام هو اللي بيقوم الفرقه. هو اللي بيقوم الفرقه بالظبط. اسلام معدلات اللياقه البدنيه في 9 ماتشات بالنسبه لمنتخب مصري ما حسناش ان منتخب مصري بيهبط في اللياقه البدنيه. ده اللي بتكلم فيه بقى فعلا. احنا كلنا اتكلمنا في الموضوع ده، احنا حاسين ان اول مره ده. هقول لك حاجتين. اولا هو سيرجيو الاسباني ده فرق جدا في البدني. تاني حاجه شكل التمرين، شكل التمرين على طول مع كابتن ديفيد شبه الماتش. يعني هو كل التمارين شبه الماتش، تفضل تجري تقريبا الساعه كلها كانها تقسيمه بس جري كلها جري. فدي تفرق معاك ان انت لما تنزل الماتش تحس ان مفيش حاجه مختلفه. ف
فده فرق معانا جدا في الشكل وفي حتى تلاقي الفرقه على طول في الماتش نفسها ما بتقفش، تلاقي الموضوع جري وما بنتعبش عادي. عارفك ان انت صريح، قبل ما تطلع بطوله العالم تتوقع ان احنا نطلع الثامن ولا كنت عايز تعدي الدور الثاني؟ لا طبعا بصراحه، لا لا بصراحه ما انا قلتها كذا مره ما كنتش اتوقع طبعا. انا كمنتخب كله ما كنتش اتوقع خالص، تقريبا المنتخب ما فيش حد توقع النتيجه دي ولا مصر ولا حد لكن احنا كنا متوقعين ان احنا نعدي الدور الثاني، بس حصل ظروف في البطوله طبعا، حصل يأس شويه بعد ماتش قطر، لكن دي تبين خبرة اللعيبة وان في لعيبة كبيرة في الفرقة قدرت يعني نتكلم مع بعض ان احنا نقف تاني، وفعلا ربنا اراد ان احنا نخسر ماتش قطر ده عشان تقدر تكسب المجر او تتعادل مع المجر فتطلع بنقط. انت لو كنت فعلا مشي الطبيعي ان انت تكسب قطر وتصعد ما كنتش هتفكر في المجر، مش هتفكر في السويد، هتطلع بزيرو نقط، عمرك ما كنت هتوصل المركز ده. ما زعلتش من الانتقاد التقيل قوي بعد ماتش قطر؟ والله انا ما حسيتش، مصر كان معايا في الاوضه، هو عارف انا قافل كل السوشيال ميديا عندي في البطوله، كنت قافلها خالص. لا لا ما حسيتش بحاجه، او انا كنت زعلان انا كلاعب في المنتخب او بالنسبه للمنتخب بقى. زعلان ان احنا خسرنا طبعا، لكن انت كلاعب المفروض تزعل شويه، لكن تبص لقدام ما تبصش خلاص تحت رجلك، اللي حصل حصل. احنا حتى ما اتكلمنا كده، قعدنا اتكلمنا مع بعض، اللي حصل حصل خلاص. احنا محتاجين ان احنا جايين كاس عالم ما نلعبش ماتش قطر، احنا جايين نلعب كذا فرقه وخمسين طبعا. هو الحمد لله بقى 9 في الاخر في ماتش الدنمارك وبتلعب في وسط 15 20 الف متفرج، الناس بعد ماتش الدنمارك زعلانه مصر خسرت. والله ماتش الدنمارك ده يعني كان ماتش بالنسبه لنا جميل، يعني انا من الماتشات اللي تتحفر لمنتخب مصر يعني. كان ديفيد برده مهيئنا كويس جدا قبل الماتش بامانه، يعني ده نفسيا كان مهيئنا كويس جدا، كان وفنيا برده كان مهيئنا. عملنا فاجئناهم خصوصا في طريق الدفاع، لعبنا عليهم 5-1 كان عمر كان بيلعب قدام بالظبط، كان بكر هو الواحد قدام، هم في الاول مش عارفين يعملوا اي حاجه لان هم متوقعين طول البطوله هنلعب 6-0. فبكل الحلول عندهم بكل النجوم حصل لهم شلل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني زي ما انا قلت لعبوا 7، احنا اللي حصلنا شلل. مصري انت دكتور صح؟ صيدلي بس محترف كرة يد. صح، مش هتشتغل صيدلة؟ يا ريت والله كنت كده. قول لي اخبار الاحتراف ايه؟ والله في عرض جاي لي بس الموضوع في النادي الاهلي يعني لسه ما كان نادي كبير طبعا. اتمنى طبعا النادي الاهلي يوافق ان انا اطلع، الفرصة كبيرة جدا. مش الفرصه ما تجيش للعيب على في المركز هو لا هو هو النادي نفسه ممكن ما يجيش لاي حد يعني. دي حقيقه نادي كبير، فطبعا اتمنى ان انا اسافر، بس لو ما سافرتش برضو انا في نادي الاهلي مفيش مشكله. نادي كبير برضو عندنا بطولات كتيره، عايز تحقق كل البطولات. الموسم اللي فات كان برضو في بعض البطولات فيها مشاكل بالنسبه لنا. يعني الموسم اللي فات تقريبا خدنا نص البطولات، ف يعني السنه دي عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني نكسب. الجماهير لا ترضى غير بالمكسب. ان شاء الله يعني. اسلام بما انك انت راجل محترف قبل كده، في المرحله اللي جايه لمنتخب مصر احتراف لعيبه دي حاجه مؤثره جوه منتخب مصر؟ جدا انا حسيتها بره هتفيد المنتخب جدا. هتفيد جدا اللعيب بياخد ثقه. بتنادي ان كل لعيبه تطلع تحترف؟ طبعا انا شايف ان كل لعيب بيبقى بيلعب في الدوري، حتى لو الدوري ده مش قوي جدا، بتاثر عليه في ثقته في نفسه، في ان هو مواكب اللعب الاوروبي اكتر، فاما يجي يلعب في المنتخب هيلاقي الموضوع سهل جدا. سهل بالنسبه له. انا كان فرق معايا جدا بصراحه. خش شويه في الجانب الاسري. تمام. لارا وعبد الرحمن اخبارهم ايه؟ كويسين الحمد لله. قول لي هم صغيرين، انا عارف هم كام سنه؟ لارا 6 سنين وعبد الرحمن قرب يبقى 2 اهو. قاعد انت في المعسكرات وبتشوفهمش؟ طبعا مشكله بالنسبه لي. قول لي يا اسلام، انا عايز اخش في الجانب ده بالذات. لما بتيجي في وقت اجازه بتعمل ايه؟ يعني تحس ان انت قافل على نفسك قاعد معاهم على طول، ولا برضو بتتحرك وتعمل شغلك وتعمل حاجات؟ والله بص، لو الاجازه قصيره طبعا انا مش عاوز اسيبهم خالص، ببقى قاعد معاهم، ببقى فعلا مش عاوز اسيبهم خالص، بحاول اعمل لهم كل حاجه هم ما عملهاش في الاجازه. انت عارف الموضوع بيبقى صعب على الزوجات ان هم يعملوا لهم يخرجوهم حاجات كتير، بيبقوا محتاجين الاب. قول لي مراتك بتعمل ايه معاك؟ لا والله هي متفهمه جدا، ان هي كانت رياضيه لعبت فولي منتخب مصر وكانت خدت احسن بصير في افريقيا، فهي متفهمه جدا الموضوع ده، ما عندهاش مشكله. لكن الاطفال هم اللي مش متفهمين بيعملوا معاكي. قول لي لارا بتعمل معاكي؟ لا لارا بالنسبه لها المهم تاخد هديه، لارا ما عندهاش مشكله، مهم عشان اسافر اجيب لها هديه اسكتها.
لا مشكلة. انا ما اعرفش ادخل البيت بقى خلاص. اللي راح تقفل على البيت. قول لي خديجة اخبارها ايه؟ خديجة كام سنة؟ لا لسه 7 شهور. لسه 7 شهور؟ يا عيسى مش عارف حاجة. لا لسه مش الحمد لله. بيقول لك الحمد لله ليه؟ والله طبعا كل ما الاطفال بتكبر بتتعلق اكتر بالاب والام، فهي لسه مش فاهمه طبعا. ابراهيم قول لي على الجانب الشخصي يعني مع مراتك، يعني مراتك كانت رياضيه قبل كده؟ لا. كانت بتلعب باسكت كده برضه. بس زمان يعني. متفهمه برضه الامور؟ متفهمه جدا طبعا. احنا بجد كيف السنه؟ لا اسلام عارف الموضوع ده؟ لا لا مفيش. لا وانا عارف حاجه. لا هم يعني بجد بيعملوا مجهود جامد جدا، لان يعني معظم الوقت احنا في معسكرات سواء مع النادي او المنتخب حتى لو في ماتشات، فهم فعلا متفاهمين يعني، وحاجه كويسه ان هم يبقوا متفاهمين كده. طب خلينا نخرج بقى منتخب مصر، هنروح ليه والازواج والزوجات والولاد الجمال بتوعك. نادي الاهلي اخبرنا ايه بقى السنه دي في البطولات؟ احنا ان شاء الله عندنا الدوري. كل الجماهير زعلانة في هاندبول، ودايما تحس وهم زعلين برضو بيسبورتوا كرة اليد. بالظبط. احنا يعني السنة دي بدأنا بأفريقيا خسرنا. عندنا دوري لسه، عندنا سوبر. بس مش هتبص ورا، هتبص قدامنا. بالظبط. عندنا دوري، عندنا سوبر، عندنا كأس نخبة ده حاجة جديدة. عندنا كأس مصر، عندنا بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، فلسه عندنا 5-6 بطولات تقريبا، فإن شاء الله ربنا يكرم فيهم يعني. صاحب الجماهير صح؟ صديقهم. قول لي الجماهير بتتكلم كتير الماتشات اللي جايه بالنسبه للاهلي. انتوا بقيتوا 7 لعيبه منتخب مصر مؤثرين جوه منتخب مصر. ده عصام الطاهر اصغر لعيب في منتخب مصر، عبد الرحمن فيصل. شايف الموضوع شكله ازاي؟ بص يا خالد، اولا على زعل الجماهير، احنا كلعيبه طبعا احنا من الجماهير، احنا بنزعل جمهور. والله احنا فعلا احنا كمان في الخساره بتاعتنا احنا بنبقى يعني، الناس لو تشوفنا احنا، اظن حضرتك سافرت معانا قبل كده بتشوف احنا بنبقى مضايقين ازاي طبعا. لكن احنا بنجتهد، احنا بنجتهد جدا. احنا في النادي زعلان، خلي بالك شفتكم الحمد لله عشان احنا كسبانين. الحمد لله طول عمري سبرت معاكم كسبانين. لا لا بجد فعلا الزعل احنا بالنسبه لنا احنا بيبقى موضوع صعب قوي. لكن الفتره الجايه دي فتره مهمه، فتره مهمه للنادي. عندنا السوبر المره دي هيبقى مؤهل فعلا. البطوله هتبقى في السعوديه طبعا. بطوله في السعوديه، مسافر طبعا. فانت عندك تحدي كبير المفروض. المفروض ان شاء الله يعني ان احنا نسعد الجماهير ببطوله السوبر دي اهم بطوله السنه دي. لكن مش يعني هي اهم بطوله، لكن في بطولات ثانيه مهمه. لكن احنا فعلا اول حاجه بالنسبه لنا هيبقى السوبر ان شاء الله. السوبر دي الحاجه المهمه بالنسبه طبعًا لك طبعًا. بالنسبه لاسلام حسن حتى في تاريخه مع كره اليد جدا جدا. مصري بطوله افريقيا اللي جايه مش في الانديه، بتكلم على منتخب مصر تاني تمام في تونس، شايفها ازاي قبل سنه من البطوله؟ طبعا تبقى صعبه جدا، بس يعني احنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا في كاس العالم وكسبنا تونس 7. ده كان مهم جدا، مكسب معنوي عشان نروح في تونس طبعا. يعني اكيد الكل لاعب هاندبول عارف ماتشات مصر في تونس وماتشات تونس في مصر بتبقى ازاي، فالدنيا هتبقى صعبه، بس هنجتهد برده، هنعمل اللي علينا وربنا يكرمنا ان شاء الله، خصوصا مؤهل الاولمبياد. مؤهل الاولمبياد طبعا، مؤهل الاولمبياد اللي بيكسب. واعتقد ان احنا هنخش في التصفيه بتاع الاولمبياد، لان احنا خدنا 8 عالم. اكيد بطل اوروبا هيبقى من ضمن ال8. الستة اللي فيكم هما بياخدوا بطل العالم بيروحوا الاولمبياد على طول، ده رقم واحد. بالظبط. في بعد سبعة. كده ياخد من الثاني للسابع. بيوصلوا اكيد من الثاني للسابع هيبقى فيهم بطل اوروبا. بطل اوروبا مظبوط. هيبقى من الثاني دايركت، هيبقى من الثاني للثاني. مصر تخش التصفيات الاولمبيه عن طريق. بالظبط. هيبقى عندنا فرصه طبعا ان شاء الله نكسب بطوله افريقيا اللي في تونس، ثاني فرصه اللي هي الاولمبياد اللي هي كاس عالم. الاولمبياد وراك ان شاء الله طبعا. بطوله افريقيا خسرتوها في الجابون، الناس مش مستنيه انت تخسر ثاني في تونس، وكانت غريبه. احنا كانت حتى بالنسبه لنا غريبه جدا. كان منتخب تونس كان اضعف من منتخب الاهلي اللي لعبنا في كاس العالم بكتير. كان عندهم نقص في مراكز كتير. حصلت ظروف في الماتش ده، ناس كتير شافتها في اصابات، في عدم توفيق حصل في الماتش، فما قدرناش نكسب الماتش عادي، خلاص الموضوع خلص. لكن الجاي مهم، احنا كان مهم بالنسبه لنا جدا الماتش ده نفسيا ومعنويا، ان احنا منتخب تونس يعتبر كامل، ان احنا نقدر نكسبهم بالسكور ده. بينا ان احنا منتخب مصر واقف على رجل، ما بتهزوش خساره خالص. نامل ان احنا نكسبهم بقى في تونس ان شاء الله، دي هتفرق معانا جدا ان شاء الله. اكيد. كابتن ابراهيم، انت راجل نجم نجوم الفريق فعلا، عايزك تقول حاجه داخليه عندك، تقول لايه المسؤولين وتقول لايه لكل الناس في المرحله اللي جايه على دعم المنتخب مصر، تطلب ايه عشان مصر توصل لاعلى مركز في كره اليد بصراحه؟ هو ناقصنا يعني حاجات عشان نبقى زي الفرق العالميه. طبعا احنا محتاجين ماتشات دايما تبقى في بقى في وقف دولي في شهر 4 وشهر 10. كويس. احنا بقالنا مثلا 3-4 سنين مش بنستغل الكلام دوت. احنا المنتخب بيتجمع من السنه للسنه،
فلازم نتجمع في الفتره اللي هي من شهر 4 دي. انا شايف ان دي مهمه جدا يعني يوفروا لنا ماتشات توفير مباريات احتكاك على مستوى عالي منتخب مصر بالظبط في التوقف الدولي كويس. بحيث ان يبقى المنتخبات الثانيه متجمعه فتلعب مع منتخبات قويه. ايه كمان الامكانيات بقى طبعا يعني الامكانيات الماديه طبعا يعني في امكانيات احنا بقى ده اتحاد بيدعم مفيش حاجه والله دكتور الصبحي بيدعم وبرزنتيشن بيدعم واتحاد المصري اعتقد ادي اللي عليه يعني خلينا نقول دي الحقيقه لكن انت عايز الدعم اكتر من كده هل دعم مادي هل دعم معنوي ايه بالظبط كل انواع الدعم بس. كل انواع الدعم كل أنواع المادي المادي ولا فيش استثناء الفتره اللي فاتت يعني اعتقد اخر فتره بدات الدنيا تختلف دي حقيقة. احنا حسينا بيها فعلا لكن المفروض ان هم قدامنا الفتره الجايه الدنيا تختلف اكتر حتى الوزير دكتور اشرف صبحي وعد كده مهمه قال لنا هيبقى في ظهرنا الفتره الجايه دي وهو قال لنا بصراحه حاجه تانية قال لنا حتى لو كنتوا خسرتوا احنا كنا في ظهركم دي حقيقه والحمد لله ان انت تبدا من فوق انت بدأ من المركز الثامن فتعتبر من فوق دي فرقت كتير معانا ومع الوزير ان شاء الله يفضلوا في ظهرنا كده. قول لي اهم نقطه الناس المسؤولين يعملوها منتخب مصر يطلع لقدام للمركز الاول بطوله العالم بصراحه. معسكرات خارجيه معسكرات خارجيه مهمه جدا مع يبقى فيها احتكاك مع فرق اوروبيه اوروبيه من اللي هم المراكز اللي هم فوقنا خلاص اللي فوقيك مش عايز تلعب مع التحديد خلاص لا مش هينفع مش هينفع مش عشان انت مركز تامن عشان انت عاوز توصل اللي فوقيك مش دي حقيقة. طبعا دي هتفرق كتير معاك اظن هي المباريات القويه دي اللي هتفرق ان انت بعد كده تبقى مفيش عارف اللي هو الفتره اللي انت بتخسر فيها دي مش هتبقى موجوده لان عندك خبرات كتيره دي تمام دي اهم نقطه انا دي اهم حاجه بالنسبه لي كلمة أخيرة للأسرة بتاعتك اللي مستحملة كتير معاك تقول لها ايه لمراتك بشكرهم طبعا بشكر طبعا مراتي جدا طبعا انها مستحملاني وبشكر والدي ووالدتي وبشكر والدة مراتي ووالدها برضو طبعا كل دول مستحملينك ده ربنا كل مصر كلها والله فعلا مستحملوه بالعافية فانا بشكرهم جدا وان شاء الله يوفي في ظهري برضو الفترة الجاية بإذن الله كلمة لجمهور النادي الأهلي أخيرا ان شاء الله برضو عايزين دعم منكم الفتره الجايه الفتره الجايه تقريبا 3 4 شهور فيهم 5 6 بطولات فمحتاجين دعمكم اكتر من كده ان شاء الله هتقول لي مين انا هسيب لك الميكروفون خلاص عايزك تختم لا انا اقول لوالدي لوالدتي كانوا معاك في بطوله العالم كانوا معايا في بطوله العالم دي وبطوله العالم اللي قبليها على طول بلف بصراحه معايا في كل حته السنه دي بيقول لك يا اسلام على طول على طول هم سند ليا جدا ربنا يخليهم الحمد لله رب العالمين واشكر زوجتي طبعا تقول لهم ان هم مستحملني لا انا عايزك تقول لبابا وماما ايه معلش ربنا يخليهم ليا ويطول لنا في عمرهم كده فعلا هم سند ليا هم الواحد ماشي بدعواتهم بعد فضل ربنا ومراتك يعني مراتي ربنا يخليها فعلا على اللي هي مستحملاه وشايفاه مني مستحملاك جامد جدا جدا انا اظن احنا طول السنه معسكرات فهي مستحمله وشايله طب في هدايا وانت راجع برضو لمراتك والله ساعات وساعات انت عارف الاطفال بتاخد كل حاجه دلوقتي لورا عبد الرحمن انا لورا طبعا نفسي ان هي تبقى لعيبه كبيره لعيبه فولي لا لا فولي لورا فولي بصراحه انا نفسي عبد الرحمن بقى هو اللي يبقى في هاندبول نفسي اشوفه زي ما بابايا كده بيلف ورايا الدنيا انا نفسي الف معاه العالم كله ناوي طبعا كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي ليك علاقه شخصيه بيه حبايبي جدا لا فعلا هم على طول مسندني على طول مسندني الفريق كله انا شخصيا الناس واقفه على طول في ظهري في المستوى ينزل مستوى يطلع الجمهور على طول الحمد لله في ظهري اوعدهم ان احنا مش هنقصر باي حاجه معاهم ان احنا هنبذل اقصى حاجه عندنا وان شاء الله يبقى في مكسب كتير يفرحوا بيه ونرفع راسنا كلنا مع بعض ان شاء الله نورتني عالمي شكرا عالمي والله ربنا يعني اثنين عالميين كبار بجد هم عارفين كلمه العالمي دي هم اثنين كباتن كبار عالميين كابتن ابراهيم مصري نورتني وشرفتني كابتن اسلام حسن العالمي الاولاني شرفتني ونورتني حبيبي يا كابتن خالد الله يخليك يا رب في المرحله اللي جايه نتمنى المنتخب مصر لكره اليد اللي يوصل لاعلى مرحله بنبارك للانجاز بنبارك لكل الناس ولهم الف مليون مبروك على انجاز المركز الثامن لكن خلي بالكم الجمهور والشعب عايز لقدام بالنسبه للنادي الاهلي هيحاسب اللعيبه كل الجماهير عايزه النادي الاهلي في حته ثانيه خالص سوبر وافريقيا دوري وكاس كلنا وراهم كل جمهور النادي الاهلي ورا كره اليد ورا كل فرق النادي الاهلي بشكركم في اخر الحلقه والى اللقاء